اهلا بكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ يا ريت بس تاكدوا لي ان الصوت مسموع. تمام يا دكتور، زي زي حضرتك. اهلا بيك، ايه الاخبار؟ اهلا. مبدئيا كده بشكل سريع هعرفكم نفسي، وبعد كده هنتكلم عن الكورس بتاعنا بالتفصيل بكل حاجه ان شاء الله، بحيث ان احنا نبقى عارفين على طول شغالين ازاي. اولا انا اسمي محمد الاسود، انا اساسا في الاصل خالص مهندس بيوميكا انجينير، وبقالي فتره كبيره شغال في السيلز والماركتنج والديجيتال ماركتنج بشكل خاص، وده ان شاء الله اللي انا جاي اقدمه لكم النهارده. فان شاء الله طول الكورس بتاعنا هنكون بنتكلم في مجالات الماركتنج بكل او الديجيتال ماركتنج بشكل اساسي، بكل حاجه او كل سكيلز او مهاره محتاجينها عشان تطلعوا في الاخر كماركتنج او ماركتيرز بشكل محترف جدا وبروفيشنال باذن الله. الكورس بتاعنا هيكون جزئين زي ما انتم عارفين، اي ماركتنج واي ادفرتايزنج. كل مره ان شاء الله يا جماعه هنكون احنا في ميعادنا هنا في نفس الميعاد بالظبط الساعه 2، واحنا دايما بنبدا كل مره السيشن بتاعتنا شارب 2 شارب بالظبط، وبنخلص ان شاء الله على قد ما نقدر في ميعادنا شارب برضو باذن الله. وفي النص بيكون عندنا بريك او 2 بريك على حسب ما نتفق مع بعض، الحاجات دي هنظبطها سوا ان شاء الله. يعني الفتره اللي فاتت في شغلي انا اشتغلت في مجالات كتير، اشتغلت التسويق اغلب المنتجات اللي ممكن تكون موجوده بنسبه كبيره، طبعا مجال المنتجات كبير جدا، بس يعني اشتغلت في حاجات كتير منها. الحاجة التانية إن أنا اشتغلت التسويق خدمات مختلفة جوه مصر وبره مصر وبره الوطن العربي خالص. الحاجة اللي بعد كده إن أنا في جزء من شغلي كنت مسؤول عن أكونتات وصفحات بتاعة ناس مشاهير، فكنا بنركز لهم على البيرسونال براندنج وبعض الحاجات التانية، لأن هم ما عندهمش منتجات بشكل خاص يبيعوها، بس عندهم حاجات تانية محتاجين يسوقوا لها. بالإضافة لكده إن أنا اشتغلت في شركة أو عملت شغل مع شركة أسترالية اسمها أبين. الشركة دي بتعمل أبحاث لصالح فيسبوك وصالح جوجل وبعض الشركات الكبيرة كده، فإلى حد ما بقى عندي خبرة كويسة في الحاجات دي بتشتغل إزاي، وأكتر طرق وأكتر ميثودولوجيز ممكن نتبعها عشان نوصل لنتائج كويسة جدا في الحاجات دي بإذن الله. فربنا يسهل إن شاء الله نمشي في الكورس مع بعض خطوة خطوة لغاية ما نوصل لكل حاجة مظبوطة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله يا جماعة إحنا هنبدأ بأول جزء عندنا، وهو جزء الماركتينج بشكل أساسي، لان لو احنا فكرنا كده في الديجيتال ماركتنج فهو ده جزء من علم كبير قوي. العلم الكبير قوي ده اسمه ماركتنج، وجزء جواه بقى حاجه اسمها ماركتنج كوميونيكيشن اللي جواها جزء الديجيتال ماركتنج. فاحنا النهارده هنبدا الاول بدايه خالص، الاساس الصح بتاعنا اللي نبني عليه الماركتنج نفسه، وهنتعلم ازاي نعرفه او نعمله بشكل عملي، بشكل عملي جدا. مش هنقعد نتكلم على نظريات التسويق وعلى تاريخ التسويق وحاجات زي كده، على قد ما احنا هنتكلم بشكل عملي قوي على الحاجات اللي ممكن اي حد فينا ينفذها باذن الله. الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده دي كلها هيبقى مطلوب في اخر السيشن منكم تاسك تعملوها في البيت، بعض الحاجات كده بسيطه ان شاء الله النهارده تعملوها في البيت. وبعد كده المحاضرات اللي جايه كل سيشن هنكون بنطبق عملي مع بعض، هنطبق بعض الحاجات عملي هنا لايف مع بعض، وفي بعض الحاجات اللي هحتاج ان انتوا تعملوها في البيت عشان تتاكدوا ان كل واحد فيكم بيعرف ينفذ الحاجات دي بنفسه. ولو عنده اي سؤال هيبقى على طول انا معاكم في دعم على الواتساب بشكل مباشر او مستمر، سواء اثناء الكورس او بعد الكورس كمان. بعد ما نخلص ان شاء الله السيشن دي فانا هبعت لكم الماتيريال، هيكون فيها البرزنتيشن اللي انا بعتها لكم دي وبعض الحاجات التانيه كده بسيطه. فده يا جماعه اللي هبعت لكم منه ده هيكون رقمي، فيا ريت تسجلوه عندكم بحيث اي حد عنده سؤال في اي وقت هيبعت لي يا جماعه دايما السؤال بتاعه على الواتساب على الخاص مش على الجروب، لان طبعا الناس لما تبعت كلها على الجروب الجروب بيبقى مأساة كده. فان شاء الله هنبعت كل الاسئله او كل حاجه على الواتساب على الخاص، بحيث ان انا اقدر اعرف بشكل كويس كده كل واحد فيكم شغال في ايه، واتابع معاه في الجزء اللي هو شغال فيه، بحيث ان انا ابقى اعرف ارد على كل واحد باذن الله بطريقه كويسه. الطبيعي في اول الكورسات ان احنا بنتعرف على بعض وبدي لكل واحد المايك كده يعرف نفسه، بس انا جربت فكره ثانيه كده شويه ولقيتها الطف بكتير. احنا النهارده هناخد كام سلايد في البرزنتيشن، بعض الحاجات كده هنشرحها، وهحتاج ان كل واحد فيكم يبقى جنبه ورقه وقلم بحيث ان هو هيكتب بعض النقط معايا. بعد كده هنخلي كل واحد يشرح الحاجه او يتكلم عن نفسه يعرف نفسه ويطبق بناء يقول نفسه التطبيق اللي هو عمله على الحاجه كتبها. جميل، فاحنا سريعا كده مع بعض
هديه كده ربع دقيقة أو نص دقيقة برضو تاني هديه يا جماعة نص دقيقة. يا ريت كل حد يتأكد إنه جنبه ورقة وقلم، محتاجين ورقة واحدة بس وقلم واحد، يعني حاجات بسيطة أوي هنكتبها مع بعض النهاردة إن شاء الله. ماشي يا جماعة؟ فيلا بينا نص دقيقة وهنكمل. أنا هوقف الفيديو بقى خلاص كده، مش محتاجينه لآخر السيشن. أثناء آخر حاجة بس يا جماعة، أثناء السيشن وإحنا شغالين بنشرح، لو أي حد عنده أي سؤال في أي وقت ما يستناش، يسأله في ساعتها. لو سؤال سهل وبسيط كده يبعته في الشات، هتلاقوا جوه زوم في شات، أو يفتح المايك يسأله لو سؤال محتاج شرح أو حاجة، كأننا في محاضرة لايف عادية خالص. محدش يستنى لغاية ما نخلص ويسأل السؤال عشان ما نحتاجش نرجع تاني وهتلاقي الدنيا متوهة منا خالص. فاللي عنده أي سؤال في أي وقت يفتح المايك واسأل، أو ابعت في الشات لو سؤال سهل وسؤال بسيط، وأنا فاتح الشات قدامي فعلى طول هرد على كل حاجة إن شاء الله. ماشي يا جماعة؟ يلا كل واحد يجيب ورقة وقلم وهنكمل مع بعض بقى، ومش محتاجين فيديو حتى الآن. ايه الاخبار؟ كله جاب ورقه وقلم؟ طب يعني تعالى نجرب كده حاجه، اي حد يا جماعه جاب ورقه وقلم يكتب لي في الشات كده ان هو تمام، او جاب ورقه وقلم اي حاجه. نتاكد بس ان كل الناس عارفه توصل للشات وعارفين يكتبوا في زوم وكده. ماشي باقي الناس، يلا بسرعه يلا. حتى على فكره لو جنبك الموبايل ممكن تكتب عليه في اي نوت باد او اي حاجه شغال، احنا محتاجين نكتب كام كلمه بسيطه كده، كام حاجه بسيطه كده، كتطبيق لطيف كده مع بعض، وبعد كده ان شاء الله هتكملوا بعض الحاجات دي في البيت باذن الله. ماشي كده كله تمام. لا لسه فاضل ناس لسه ما جابتش ورقه وقلم او ما كتبتلناش. لو في حد يا جماعه لسه داخل معانا حالا، لو في اي حد لسه داخل معانا حالا بسرعه، هات جنبك ورقه وقلم، محتاجين ورقه صغيره كده وقلم. انا لحظه واحده يا جماعه بس، انا معاكم، هوقف الشيل لحظه بس، اقفل بس الحاجات اللي بتعمل صوت دي وهفتح تاني على طول. بس عشان ايه؟ مش محتاجين اي صوت واحنا شغالين. هفتح لكم شير حالا. يلا بينا. في حد يا جماعه لسه ما جابش ورقه وقلم؟ اي حد يا جماعه جاب ورقه وقلم اكتب لي في الشات تمام. حتى الان اللي كتبوا دكتور خيري وبيتر وعائشه وسهام ورحاب. فاضل معانا كام حد ما جابش؟ هاتوا بس جنبكم ورقه وقلم واكتبوا لي في الشات تمام. لو مش عارفين تكتبوا في الشات افتحوا بس المايك وقولوا لي تمام او اي حاجه. تمام ماشي. يبقى الناس يا جماعه لو سمعاني بسرعه ورقه وقلم، او تفتح على الموبايل كده نوت باد او حاجه. ماشي يا جماعه. طيب يلا بينا. يلا كنت لسه بقول لكم احنا ان شاء الله هنشرح كل الكلام بشكل عملي قوي، ما عدا الصراحه السلايد دي الوحيده النظري، بس هي مش نظري قوي كده، هي يعني ليها جانب عملي قوي قوي. بشكل بسيط علم الماركتينج نقدر نقول كده ان هو مر بثلاث مراحل. كان في مرحله في الاول اسمها مرحله البرودكشن او الانتاج، دي مرحله كان فيها قدره المصانع ضعيفه قوي، فدايما كان الطلب اعلى من العرض. يعني مثلا المصانع بتصنع 100 ايتم 100 منتج، الطلب 200 300، فكل اصحاب المصانع هدفهم الاساسي انه يجيب مكن زياده وعمال زياده فينتج اكتر، كل ما تنتج اكتر تبيع اكتر. بعد كده دخلنا في مرحله قدره الانتاج كان اعلى بكتير من الطلب، فايه اللي حصل؟ إن الإنتاج لوحده ما بقاش كفاية للتسويق، ففي حبة منتجات هننتجها ومش هتباع. فدخلنا ساعتها في مرحلة تانية اللي هي اسمها مرحلة السيلز. مرحلة السيلز كنا إحنا بنجيب منتجات، والمنتجات دي ننزل ناس سيلز تبيعها. بعد كده دخلنا في المرحلة الحالية اللي إحنا فيها، عصر بنسميه عصر الماركتينج. عصر الماركتينج ده عبارة عن إن أنا ببدأ السايكل بتاعتي مش بالمنتج، ببدأ السايكل بتاعتي بالعميل. أعرف الأول العميل بتاعي عايز إيه؟ إيه طلباته؟ السعر كام اللي عايزه؟ إيه المواصفات؟ إيه كل حاجة؟ فالحاجات اللي العميل عايزها هي اللي أنا أروح أنتجها له، فلما أنتجها تتباع كويس. يعني على سبيل المثال،
انا دلوقتي لو عايز اعمل كورس بتاع ديجيتال ماركتنج، الاصل ان انا اشوف العملاء، الناس اللي موجوده في الماركت اللي عايزين يدرسوا حاجه زي كده، عايزين يدرسوا ايه، وعايزين يوصلوا لايه من الهدف بتاعهم من الكورس ده، وعايزين المواصفات ازاي، وعايزينه اونلاين ولا اوفلاين، وعربي ولا انجليش، وكل التفاصيل بتاعتهم دي، وعايزينه بكام. بعد كده اروح انا اصمم كورس على حسب المتطلبات بتاعتهم. فلما اجي اعمل اعلان عن الكورس ده، يبقى الاعلان بتاعي سهل جدا. ليه سهل؟ لان اصلا الناس هي اللي عايزه الحاجه دي. بعد ما اعمل الكورس بتاعي واقدم الخدمه، هاخد بقى الريفيو بتاع الناس، ايه الاخبار، ايه الدنيا، ايه اللي كان حلو، ايه اللي مش حلو. فكل الريفيوهات دي اخدها ارجع بيها للسايكل من الاول، واطور منتجي، بعد كده اعرضه واخد الريفيو واطور منتجي، وهكذا. فدي حاليا السياسه اللي كل الشركات الكبيره على مستوى العالم بتشتغل بيها، واللي ادت لنجاح شركات كبيره جدا 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 في العالم. الفكره المعتاده او المشهوره بتاعت ان انا عندي منتج هو ده اللي موجود وخلاص وانا عايز اسوقه، دي مش فكره صح. دي فكره مع ان ناس كتير جدا شغاله بيها، بس في الواقع دي فكره بتاثر بشكل كبير جدا على نجاحنا في تسويق المنتج ده. ودايما الشركات القويه تلاقيهم كل فتره بيطوروا نفسهم، كل فتره بيطوروا نفسهم على حسب السوق عايز ايه، مش على حسب هم عايزين يفرضوا ايه على السوق. جميل. فاحنا كنا حابين بس نفهم الفكره دي، عشان طول ما احنا شغالين ان شاء الله في الكورس بعد كده مع بعض خطوه خطوه واحنا بننفذها، نبقى عارفين دايما ليه احنا بنتكلم كتير على الاودينس، وليه بنتكلم كتير ان اهم حاجه عندنا هو الجمهور بتاعنا ورايه في كل حاجه بنعملها ايه. طيب لو احنا اتكلمنا كده يا جماعه على حبه حاجات اساسيه، الحاجات دي بنسميها التارجت ماركت او السوق المستهدف. فرضا انا مثلا شغال في مصر، فعندي تارجت ماركت مصر، او شغال بره مصر او ايا كان، فانا عندي تارجت ماركت. التارجت ماركت ده لما اجي اشتغل عليه لاول مره، لو انا فرضا هبدا تسويق لسه، هبدا ماركتنج لاول مره، فانا محتاج ابص على 5 نقط. ال5 نقط دول هنعدي عليهم سريعا كده، مش محتاجين نتكلم في كل واحده حاليا بالتفصيل، بس مهم ال5 نقط دول يكونوا في دماغك قوي، عشان لو هتمسك شغلك ماركتير، او لو انت عندك مشروع حاليا شغال فيه او مشروع بتاعك، تعرف تفكر هل انت قادر على انك تسوقه ولا لا، ولو انت مش قادر تعرف النقطه اللي فيها نقص فين تكملها بسرعه، فتعرف تعمل شغل حلو. اول حاجه طبعا يا جماعه النولج بتاعتك، المعرفه بتاعتك الفعليه بالحاجه دي، يا ترى بقالك قد ايه شغال فيها، يا ترى بقالك قد ايه تعرفها. ودي بتكون مشكله كبيره بتقابل الناس اللي شغالوا ماركتير لما يجي لهم مشروع في مجال جديد عمرهم ما اشتغلوا فيه قبل كده. انا مثلا من فتره قبل الكورونا على طول جالي حد قال لي احنا عايزين نسوق ملابس خاصه بالاطفال في اليابان. فانا ما اعرفش ملابس الاطفال، ما اعرفش حاجه فيها، وما اعرفش اليابان، ما اعرفش حاجه فيها، وبالتالي عندي مشكله كبيره هنا في النولج. فالمشكله دي محتاج بسرعه ان انا اروح ازودها وقويها جدا عشان اعرف بعد كده اكمل. النولج بتاعتنا فعليا بتبقى اقوى ازاي؟ عن طريق حاجتين. في جزء خاص بالماركتنج ريسيرش، ان انا ممكن اعمل بحث في الماركت ده فاعرف معلومات عنه، ودي حاجات انا بنفسي اعملها. الحاجه الثانيه احيانا العملاء بتوعنا بنفسهم هم اللي بيعلمونا. يعني مثلا مؤسسه جايباني عشان اسوق لها مشروع جديد وهي عاملاه، فالمؤسسه نفسها احيانا هي اللي بتكلمني عن مشروعها وهي اللي بتقولي التفاصيل. بعد ما اخد من المعلومات دي بروح انا كمان اذاكر. فاحنا عندنا جزء بنعتمد فيه على نفسنا، وفي جزء تاني غالبا الجهه المسؤوله اللي انت بتسوق لها هي اللي تديك النولج دي. وطبعا افضل حاجه ان انت تكون شغال في مشروع انت اصلا عندك خبره حاليه فيه. بس مع ذلك هل احنا بنضمن ان كل المشاريع اللي بنشتغل فيها في حياتنا عندنا خبره فيها؟ لا، مش لازم خالص، ممكن جدا يكون مشروع جديد او قديم. تمام. بالنسبه يا جماعه لاي حاجه تخص تسجيل المحاضره، ممكن تتواصلوا بعد الكورس او بعد السيشن مع استاذه ساره. اي حاجه تخص الجوانب الاداريه او تسجيل المحاضره او حاجات زي كده، يا ريت تتواصلوا مع استاذه ساره. وربنا معاكم طبعا الناس اللي في الشغل، انا عارف كده احيانا بيكون في ناس عندهم الجمعه شغل، فانا متعود على كده، فما تقلقوش وهنظبطها مع بعض ان شاء الله. واي حاجه تقع منكم عموما، سواء في بسبب الشغل او بسبب اي حاجه تانية، ابعتوا لي على الواتساب يا جماعه، او اي سؤال عندكم في اي وقت على الواتساب بعد السيشن حتى، ومع بعض على طول ان شاء الله يعني. طيب الحاجه التانية بنحتاج نعرفها، بنحتاج نعرف الماركت نيدز، احتياجات السوق، يا ترى الناس عايزه ايه. الماركت نيدز احيانا بنعرفها عن طريق ماركتنج ريسيرش، بحث كده او سيرفي او حبه طرق كتير، ليه طرق كتير بنعمل بيها، او احيانا بنبدا نعرفها في الاول عن طريق الكومبيتيشن او المنافسين. ليه عن طريق المنافسين؟ لان غالبا المنافسين دول ناس موجوده وشغالين قبلنا فتره،
وبالتالي هم تعرضوا لحاجات كتير جدا في السوق خلتهم يوصلوا للصوره الحاليه اللي هم فيها. هل ده معناه ان دايما المنافسين بيكونوا صح؟ لا، بس المنافسين غالبا بيكون اول جايد كده ببص عليه قبل ما اشتغل. على سبيل المثال المشروع بتاع اليابان اللي كنت بكلمكم عليه ده، اول حاجه عملتها فتحت شفت الناس اللي بتبيع ملابس اطفال في اليابان بيبيعوا ايه، بيبيعوا ازاي، بيعرضوا الكلام ازاي، بيكتبوا الاعلام بتاعهم ازاي، الصور اخبارها ايه. فهل ثقافه مثلا الامهات في اليابان زي في مصر؟ لا طبعا، مختلفه جدا. وبالتالي ابتدينا نعرف ان في بعض انواع من القماش، نوع معين من القطن ده اللي مشهور جدا هناك ان هو صحي جدا وكويس جدا للاطفال. النوع ده لما جيت انا ادور عليه هنا في مصر عشان كنا عايزين ننتج في مصر ما لقيناهوش خالص. وبالتالي لازم ابقى عارف ان هم هناك ممكن يكون عندهم بعض المتطلبات مش عندنا هنا. هناك عندهم بعض الحاجات بيلبسوها مش عندنا هنا، عندهم ثقافه وطريقه في الشراء مش عندنا هنا مختلفه كتير. وبالتالي لازم ابقى عارف بشكل قوي جدا ان انا ادرس الدنيا هناك اخبارها ايه عشان اعرف اشتغل فيها. بعد كده بركز مع المنافسين او الكومبيتيشن. احيانا في بعض المجالات بيكون المنافسه عندي سهله وواضحه جدا. يعني انا زمان كنت شغال يعني كسيلز بقى او كسيلز تيم ليدر، يعني كنت بسوق اجهزه راديولوجي سيمنز لما كنت شغال في مجالي كبايوميديكال انجينير. فاحنا المنافسين بتوعنا معروفين بالاسم، هم اربع منافسين، اربع شركات، احنا كسيمنز وقدامنا فيليبس وجي اي وتوشيبا. فاحنا معروفين بالظبط وعارفين مين المنافس تحديدا هو بيبيع ايه، وعارف كمان اسامي الناس اللي عنده شغاله وكل حاجه عارفينها عن بعض. وفي مجالات تانية بيكون عندي 5000 منافس. يعني مثلا انا شغال في منتج ببيع مثلا تيشيرت شبابي، عندي كام حد فتح صفحه وكام منافس؟ كتير جدا. فبشكل بسيط كده لو انت المنافسين بتوعك معروفين وقليلين لازم تكون عارفهم كويس وعارف كل واحد فيهم بالتفصيل. لو المنافسين بتوعك كبار كتار جدا لازم تكون عارف الرنجات العام بتاعتهم. يعني مثلا اللي شغال في التيشيرت الشبابي هبقى عارف مثلا في جزء منهم شغال في الحاجات الشعبي وده ثمنه لغايه 100 جنيه او 120 جنيه، في جزء شغال في الحاجات المتوسطه ده لغايه 250 او 300، وفي جزء شغال في الحاجات الاعلى لغايه 1000 جنيه او 2000 جنيه اكتر في البراندات. فانا هبقى عارف الرنجات اللي شغال فيها ويا ترى انا المنتج بتاعي او الحاجه اللي بسوق لها واقع في انهي رينج، وبالتالي الناس دي هي اكتر ناس هركز معاهم. بعد كده عندنا بقى نقطه، هنا النقطه دي يا جماعه بتكون سبب فشل مشاريع كتير جدا جدا جدا. اول حاجه خليني اسالكم سؤال كده وجو في الشات، ومسموح يا جماعه النهارده باي افتاءات عادي، يعني يعني السؤال هسالكم ده يا جماعه عايز كل حد يقول لي رايه وراه صح او غلط، مش حوار اصلا، مش حاجه يعني نقف عليها. يعني تفتكروا يا جماعة لو احنا عملنا كده بحث وقلنا عايزين نعرف عدد الشركات اللي ناجحة قد ايه، او نسبة الشركات اللي بتنجح قد ايه بالنسبة للشركات اللي بتفشل، يطلع النسبة كام تقريبا؟ يعني هل مثلا يطلع 50% بينجحوا و50% بيفشلوا، ولا 30 و20 ولا 17 و73 ولا ايه بالظبط؟ فعايز يا جماعة كل حد يكتب لي في الشات كده مجرد وجهة نظر او رأي، يعني تتوقع كده تقريبا نسبة الشركات اللي بتفشل قد إيه بالنسبة للشركات اللي بتنجح؟ كام في المية مثلا؟ يعني عندنا أول رأي هنا من آية بتقول شركة من كل 10 شركات بتنجح، يعني كده بتقول آية بتقول 10% بينجحوا. باقي الناس يا جماعة رأيكم إيه؟ ماشي، رحاب بتقول لنا 20% بينجحوا. اكتبوا لي يا جماعة رأيكم، ومسموح بأي رأي غلط عادي، ما مش قصة خالص معانا النهاردة. النهارده الدنيا عادي خالص. ماشي، بيتر بيقول 5%، مادونا 20%، فاحنا كده عندنا رأيين 20 ورأي 10 ورأي 5. باقي الناس خمسة وعشرين في المية. ماشي، فاحنا كده بنتكلم في رينج كده بين 5 و25% بنجحوا. حلو، حد عنده رأي مختلف؟ 20%. ماشي، حد عنده رأي مختلف؟ آخر كلام كده؟ طيب بشكل بسيط يا جماعة، لما جم يحسبوا الحسبة دي فقال لك هنعمل تجربة حاجة لطيفة كده، هنشوف عمر الشركات. فالشركة اللي كملت فوق ال5 سنين شغالة هنعتبر إن هي غالبا نجحت. الشركة اللي قفلت في أول 5 سنين، يعني قفلت بعد سنة سنتين ثلاثة حاجات زي كده، هنعتبر إن الشركة دي فشلت.
فبشكل عام كده لما حسبوا الحسبه دي، ومش على مصر، مش بتكلم على سوق مصر، على مستوى العالم او في امريكا تحديدا يعني وحبه دول تانيه، لقوا ان نسبه الشركات اللي بتنجح يا جماعه اللي عدت 5 سنين هم 5% فقط. فمعنى كده ان في 95% من الشركات بتقفل في اول 5 سنين. الرقم ده يا جماعه رقم طبعا يعني صادم جدا حقيقه، وفي نفس الوقت لو حد فينا هيبدا مشروع جديد هيقعد يفكر ده انا في 95% احتمال ان انا افشل و5% بس احتمال ان انا انجح، دي حاجه صعبه قوي يعني. احنا يا جماعه في الكورس ده من اول النهارده لغايه ما نخلص، كل هدفنا ان احنا نزق نفسنا مع ال 5% اللي بينجحوا. ال 95% اللي بيفشلوا في جزء كبير منهم فشل بسبب ان ما كانش عنده الانتري ريكويرمنت المظبوطه، ما كانش عنده المتطلبات المظبوطه عشان يبدا شغل. يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا دلوقتي فكرنا ان انا عايز اعمل موقع زي موقع جوميا، عارفين طبعا كل موقع جوميا، فقلت ايه انا عايز اعمل موقع زي موقع جوميا، وانا عندي تارجت ان الموقع ده هخليه يشتغل ويوصل لحجم مبيعات زي مبيعات جوميا في خلال سنه مثلا. كويس، سهل، موقع زي جوميا وعليه حبه منتجات واجيب تجار وحاجات زي كده واعمله دعايه بحيث انه يوصل لنفس مستوى جوميا في خلال سنه. وجينا نقول سؤال لطيف كده مش محتاج تجاوبوه المره دي، بس كل واحد فيكم يفكر فيه، يعني فكر في رقم وبعد كده هنتكلم في الرقم ده. وفكر يا ترى حد سالك كمان كتير تقريبا كده احنا محتاجين كام عشان نعمل المشروع ده؟ عايز اعمل مشروع جوميا، مشروع زيه كده، موقع جديد بيبيع حاجات زي جوميا، ونوصل في خلال سنه لنفس حجم جوميا بنفس العملاء بتوعه وبنفس كل حاجه. فالتقريبا محتاجين كام؟ طبعا عشان نعرف التكلفه او البادجت في دراسه كبيره بنعملها. بس لو حد قال لك كده انا عايز اعرف رقم بالتقريب، يعني مثلا هل انا بتكلم في رقم رينج مثلا ال 50,000، ولا مثلا بتكلم في رقم في رينج ال 500,000، ولا بتكلم في رقم في رينج مثلا ال 5 مليون، ولا بتكلم في رقم مثلا في رينج ال 50 مليون، ولا اكتر من كده 500 مليون مثلا؟ فاحنا كماركتينج او كماركتيرز لازم على الاقل يكون عندنا تصور كده، فكره عامه كده احنا بنتكلم في انهي رينج من دول. لما ندرس بقى ونعمل فيسيبيلتي ستادي بقى ونعمل كل الكلام ده ممكن نعرف بالظبط محتاجين كام وهنشتغل ازاي ونتقسم ازاي والكاش فلو بتاعنا وكل حاجه. بس في الاول بيكون محتاجين يبقى عندنا تصور للانتري كوار بتاعتنا تتكلف كام، عشان لو هدف اي مشروع ابقى عارف انا الحاجات اللي معايا دي تكفي لبدايه المشروع اصلا ولا لا. فلو احنا فكرنا في موقع زي جوميا كويب سايت زي جوميا، هنلاقي مثلا ان احنا محتاجين نبني الويب سايت نفسه. الويب سايت ده مالتي فيندور، في تجار كتير بيعرضوا فيه وفي افراد كتير وناس كتير بتحط حاجات عليه وناس كتير بيشتري وناس كتير كذا وحاجات زي كده، والمواقع دي بتكون غالبا مكلفه جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه حجم الترافيك اللي عليه، حجم الزيارات اللي عليه، حجم كبير جدا جدا في وقت واحد بشكل يعني فظيع، وبتيجي في بعض الايام مثلا زي البلاك فرايدي والحاجات دي بتلاقي حجم الترافيك هائل جدا، فده برضو تكلفه. الحاجه الثالثه الداتا اللي بتطلع نفسها حجمها كبير جدا جدا وبالتالي محتاجه سيرفر كبير جدا جدا. الحاجه الرابعه انا محتاج قد ايه موظفين عشان يحافظوا على الموقع شغال، فمحتاج مثلا تيم بتوع برمجه، محتاج تيم بتوع سكيورتي، محتاج تيم بتوع كذا، تيم بتوع كذا، ناس كتيره جدا. وبعد كده الموقع ده بيشتغل لوحده؟ لا، ده انا محتاج تيم بتاع سيلز يكلم الناس تجار، ومحتاج تيمز مودريتور يتابعوا الحاجات اللي بترفع ويترفع في حاجات زي وحاجات زي كده، ومحتاج تيم بتاع اوبريشن يظبط العمليات والشحن والاوردرات وحاجات زي كده، ومحتاج تيم بتاع شحن، ومحتاج تيم كذا، ومحتاج مقر للناس دي كلها، وعندي فواتير وعندي ضرايب وعندي حاجه زي كده. فتلاقي نفسك بعد ما كنت ممكن تفكر ان موقع ده جوميا ده ممكن نعمله مثلا برقم صغير، هتلاقي نفسك نازل في السلم ده تحت. كل ما تفكر في حاجات اكتر نازل في السلم اكتر، كل ما تفكر في حاجات اكتر هتلاقي نفسك نازل في السلم اكتر، لدرجه انك تفكر كده هو ليه صحيح مفيش مواقع كتير زي جوميا؟ يعني احنا في مصر كده ممكن نقول ايه، عندنا امازون، عندنا جوميا اللي هو او يعني امازون اللي هو كان سوق يعني بقى امازون دلوقتي، وعندنا جوميا وعندنا نون مثلا. في مواقع تانية الحجم ده؟ اوليكس، بس اوليكس قصه تانية. طب في حاجه تانية؟ في مواقع بتبيع بس حاجات اصغر شويه مش بنفس الحجم ده. ليه مفيش غير 3 مواقع بس بالحجم ده؟ لان الحاجات دي مكلفه جدا جدا جدا،
ونجاحها او العائد بتاعها بيجي متاخر، ممكن تبتدي تكسب بعد 3 سنين، بعد 5 سنين. وبالتالي يا جماعه لما احنا نفكر في اي مشروع بالفكر ده، هبقى عارف على الاقل كتقدير في الاول كده الانتري ريكويرمنت بتاعتي ايه. الكلام ده يا جماعه بنحتاجه قوي، وبيحتاجه جدا لما بتقعد في ميتنج مع عميل. لو فرضا بقى ان انتم ماركتيرز وجالكوا عميل قال لكم انا عايز اسوق للمشروع الفلاني، بيحتاج وانت كمان بتكون محتاج ان في الميتنج نفسه وانتوا قاعدين مع بعض يكون عندك تصور عام كده، مش لازم يكون دقيق، لا ممكن تقول له انا محتاج اسبوع ادرس المشروع ده، عادي حقك، بس بتحتاج يبقى عندك تصور عام كده للدنيا ماشيه ازاي كارقام. وبالتالي محتاج ان انت تبقى عارف على الاقل انت بتتكلم في رينج كام، بتتكلم في رينج المليون ولا رينج ال 10 مليون ولا رينج ال 5000 و10000 وحاجات زي كده. جميل، تعرف الرينج ده، ساعتها لما تتكلم مع العميل لقيت العميل بيتكلم في الرينج ده وهو فاهم كويس هو بيتكلم عن ايه وعارف كويس انه محتاج حاجه زي كده، الدنيا حلوه ويلا بينا نحسب الحسبه التفصيليه. لقيت العميل كان متخيل حاجه غلط، ودي حاجه بنقابلها كتير جدا في مصر بالذات مع الشركات الصغيره او المتوسطه، ساعتها بتقنع العميل انه يا اما يلاقي مصادر للفاندنج، حد يدخل معاه شريك، حد حد يموله حاجات زي كده فيشتغل بالليفل اللي هو عايزه، يا اما تقنع العميل انه يشتغل بليفل اقل الاول على قد الريكويرمنت اللي معاه، على قد الحاجات اللي معاه، بعد ما ينجح ممكن بعد كده يتوسع او يكبر او يعمل اي حاجه بعد كده، او ساعتها يلاقي مستثمر بشكل احسن. لو العميل بتاعك كان متوقع ان هو برقم صغير قوي هيوصل لرقم نتيجه كبيره قوي، اعلى من المفروض، اعلى من المنطق، اعلى من اللي انت عارف ان انت هتوصل له، دورك انت كماركتير ان انت تعرفه الحاجه الصحيحه. لو ما اقتنعش بالحاجه الصحيحه من الاخر كده ما تشتغلش معاه، لان هو شغله هيعدي بمشاكل كتيره جدا وهيعدي بحاجات صعبه قوي، فاسهل حاجه تقنعه يشتغل بجزء وبعد كده نكمل مراحل قدام. اخر حاجه خالص موضوع الريسك، وده يكاد يكون ما فيش حد يبص عليه خالص، كلنا كده بنكون عندنا مشروع وعندنا حاجه عايزين نشتغل فيها، فيلا يا جماعه هنبدا وهنعمل المشروع ونكسر الدنيا. بعد شهر شهرين ثلاثه المشروع قابلنا خطر جديد ما كناش عاملين حسابه، قفلنا، قفل علينا. كلنا تقريبا شفنا كده محل سوبر ماركت مثلا فتح في مكان، بعد ما فتح مثلا بشهرين ثلاثه سوبر ماركت تاني فتح جنبه على طول، احيانا بيكون في المحل اللي جنبه واحيانا في المحل اللي قدامه واحيانا في مكان احسن منه. فايه اللي بيحصل؟ السوبر ماركت الاولاني يبتدي مستواه يضعف جدا 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 وفي الاخر يقفل، او يفضل يعمل عروض والتاني يعمل عروض والاثنين يموتوا في بعض لغايه ما في الاخر يكملوا الاثنين وهم تقريبا مش بيكسبوا حاجه تذكر. ده يا جماعه مثال على امثله الريسك او المخاطر اللي ممكن تحصل لنا واحنا شغالين. الاصل خالص ان انا قبل ما ابدا شغل اصلا، قبل ما هبدا اقول لي انا هشتغل، افكر ايه المخاطر اللي ممكن تحصل لي. لما افكر فيها في الاول هعمل حاجتين. اول حاجه ممكن اخد بعض البريكوشنز او بعض الطرق الوقائيه عشان الخطر ده ما يحصلش اصلا. الحاجه الثانيه ممكن اعمل خطه كده طريقه الخطر ده لو حصل انا هعمل ايه، فبحيث الخطر ده لو حتى حصل انا اصلا جاهز له ومستعد له فاشتغل على طول في جيش. فالحاجات دي يا جماعه الخمس حاجات دول هم اكتر خمس حاجات محتاج تفكر فيهم دايما في التسويق لاي مشروع قبل ما تبدا، قبل ما تحط اي حاجه ولا تعمل اي حاجه. الحاجات دي انا عارفها كويس ما اعرفهاش، عارفها كويس اشتغل، ما تعرفهاش اللي ناقصك فيها محتاج ان انت تكمله. حد عنده اي سؤال في الحاجات دي لغايه دلوقتي؟ طيب يلا بينا نبدا في اول حاجه محتاجكم تكتبوها بقى. محتاج يا جماعه دلوقتي كل حد فيكم، كل واحد فيكم حاليا معايا في الورقه اللي معايا، احنا قلنا كل واحد يجيب جنب ورقه وقلم او يكتب على الموبايل عادي، كل واحد يفكر في منتج او خدمه. المنتج او الخدمه دول يبقى انت عندك فيهم معلومات كويسه قوي، واكتب اسمه عشان هنطبق عليه بعض حاجات التسويق. ولو انت حاليا اصلا شغال على منتج او خدمه ناوي تسوق لها بعد الكورس او اثناء الكورس اكتب اسمها. ماشي، فاول حاجه خالص ورقه اكتب اسم منتج او خدمه، وحاول اللي تختاره ده تبقى حاجه محدده قوي. يعني ايه محدده؟ يعني ما تقولش مثلا الكترونيات، لا قول مثلا لابتوب كذا، لابتوب اتش بي كذا، فاهمني؟ ما تقولش خدمه تعليميه، قول مثلا او افرض منتج واحد او خدمه واحده من دول، مثلا كورس ديجيتال ماركتنج، حاجات زي كده. فكل واحد معانا في الورقه يكتب اسم منتج او خدمه. كتبنا؟
طيب المنتج او الخدمه بتاعنا ده اول حاجه تفكر فيها، فكر في العملاء. زي ما احنا قلنا اهم حاجه عندنا الاودينس، ففكر في العملاء بتوعك، هل هم عملاء شركات؟ يعني اللي بيشتري منك المنتج ده شركه؟ هتبقى انت شغال كده في حاجه اسمها بي تو بي او بيزنس تو بيزنس، شركه بتسوق لشركه. الحاجه الثانيه ان هم يكونوا افراد، وبالتالي انت كده هتسوق بي تو سي، بيزنس تو كاستمر. فانت محتاج تفكر اول حاجه بتسوق لشركات ولا افراد، وفي بعض المنتجات بتتسوق للاثنين. يعني مثلا لو احنا خدنا كمثال فينوس بتاع اللومد، هو عنده عربيات بتبيع للمستهلك النهائي، فده كده بيبيع بي تو سي، بيزنس تو كاستمر، وفي نفس الوقت بيبيع المنتجات بتاعته للمحلات بتاعه الاجهزه الكهربائيه، فهو هنا شغال ايه؟ بي تو بي، بيبيع المحلات. فبعض الشركات عندهم الحاجتين دول. ماشي، ثانية واحدة بس اعمل حاجة هنا. ماشي، وبالتالي يا جماعة احنا كل واحد فينا دلوقتي كتب اسم مشروع او اسم منتج، اسم خدمة، خدمة او منتج محددة. بعد كده اكتب هل انت شغال بي تو بي ولا بي تو سي ولا شغال الاثنين. جميل، طيب يلا بينا. بعد كده هنتكلم يا ترى اكتر حاجة بنركز عليها ايه. خد بالك ان دي مش الحاجة الوحيدة، بس دي اكتر حاجة بنركز عليها، وعندي غرض مهم قوي في شرح تاني بالذات. دايما يا جماعه في شغل البي تو بي، شغل التسويق بين الشركات وبعض، بنركز جدا على بناء العلاقات. كل ما تبني علاقات اقوى، وكل ما الناس السيلز اللي عندك يبقى عندهم علاقات اقوى مع العملاء، كل ما تعرف تشتغل بطريقه كويسه جدا جدا جدا. فاحنا بنعمل دعايه واعلانات وبنعمل كل حاجه مظبوط، بس اكتر حاجه دايما بنبص عليها حجم علاقاتك. مع الوقت كل ما حجم علاقاتك بيكبر، كل ما هتشتغل بشكل احسن بكتير جدا جدا جدا. في ناس كتير بتكون بتسوق بي تو بي وعندهم مشكله ان هو شخصيته او طبيعته مش بيعرف يبني علاقات. فايه اللي بيحصل؟ كل ما يعمل شغل حلو، الشغل ده ما بيستمرش معاه، الاثر بتاعه ما بيستمرش معاه. فدايما لازم لو انت هتشتغل بي تو بي تبقى انت بتعرف تعمل علاقات مع الشركات اللي بتاخد منك المنتج بتاعك، او تجيب معاك تيم بيعرف يعمل حاجات زي كده. الناحيه الثانيه في البي تو سي، في الحقيقه يا جماعه احنا بنتعامل مع منتج. العميل بتاعك غالبا عايز منك منتج، هو مش عايز يبني معاك علاقه، وهو مش مهتم اصلا. يعني خلينا اسالكم سؤال وجاوبوني يا جماعه في الشات. فكر كده، اخر مطعم انت اكلت فيه وعجبك، اخر مطعم اكلت فيه وعجبك، فكرته؟ هل انت عارف اسم الويتر اللي جاب لك الاكل، او عارف اسم الشيف اللي عمل الاكل اللي عجبك، او عارف اسم الشخص اللي كان على الكاشير اللي انت اتكلمت مع سته؟ قولوا لي في الشات، هل تعرفوا اي حد من دول؟ ما نعرفش صح، مع ان احنا في الحقيقه عجبنا الاكل بتاعهم، عجبنا الخدمه بتاعتهم، عجبنا الحاجه دي. فالناس اللي عجبتنا دي في الحقيقه احنا ما عرفناهاش. ليه؟ لان احنا كعملاء اهتمينا جدا بالمنتج، عايزين المنتج مش عايزين العلاقه. ده يا جماعه نفس اللي بيحصل لما احنا نكون بنتسوق الافراد، احنا مش عايزين نبني علاقات مع الافراد، والافراد عايزين يبنوا علاقات معانا، واحنا عارفين كده. بس احنا بنعوض الحته دي شويه في تسويق الافراد بحاجه بنسميها كاستمر لويالتي او انتماء الجمهور. ان انا ازاي اخلي الجمهور بتاعي، الاودينس بتاعي، يكون منتمي للبراند بتاعي، فلما ينزل الايفون الجديد الناس تجري تروح تشتريه، لما ينزل المطعم الجديد اللي انا بحبه ده عمل اكله جديده، ماك عمل مكه فيه، انا هروح اجربه، مين عمل كذا هروح اخد الحاجه دي. ليه؟ عشان انا عندي لويالتي للبراند نفسه. فاحنا ما عندناش ريليشن شيب، ما عندناش علاقات، بس عندنا لويالتي. واثناء الكورس ان شاء الله هنتعلم بشكل عملي جدا ازاي نبني اللويالتي بتاع العميل ده، بحيث ان انا لو عملت اعلان اول مره واتكلفت فلوس فالعميل ده جه، ازاي العميل ده نفسه يفضل كذا مره يشتري مني من غير ما تكلف فلوس زياده في كل مره بيجي. فاول مره انا اتكلفت فلوس وكسبت مكسب بسيط من الخدمه، المرات اللي بعد كده انا بكسب بس من العميل من غير ما اتكلف دعايه جديده لي، او اتكلف فيه دعايه صغيره جدا جدا جدا. جميل؟ طيب الحاجه الثانيه عندنا بقى الشكل، العلاقات اللي جوه الحته نفسها بشكل بسيط. لو انا ببيع لبي تو سي، فانا كده بعتبر تاجر تجزئه، يعني كاني تاجر تجزئه ببيع للمستهلك على طول.
انا فاتح محل، انا فاتح شركه، فاتح جامعه، فاتح اي حاجه، ببيع على طول الافراد النهائيه اللي هتشتري مني. لو انا بقى ببيع بي تو بي، في حته هنا مهمه جدا لازم تاخد بالك منها في العصر الحالي بشكل عملي قوي. العلاقات بين البي تو بي بتكون مرصوصه في حاجه كده بيسموها احيانا سبلاي تشين، حبه مراحل كده كل حد بيدي اللي بعده. فعندنا مثلا في الاول سبلاير، نفترض مثلا ده كان مصنع قماش بيدي المصنع ملابس، مصنع الملابس بيدي التاجر جمله، تاجر الجمله بيدي التاجر القطاعي، بعد كده التاجر القطاعي هنا هيدي المستهلك. بس احنا خلينا في الشغل بتاع البي تو بي. الجزء ده محتاجين نركز عليه ليه؟ لان دلوقتي يا جماعه مع القوه قوي بتاع الديجيتال ماركتنج، ابتدت بعض الناس من دول تحاول تتجاوز الناس اللي قبلها او الناس اللي بعدها. يعني ايه؟ يعني بشكل بسيط، احنا مثلا نيجي للمورد سبلاير بتاع القماش، بيدي المصنع والمصنع يبيع، فهو يفكر اللي انا بديهوله كمتر قماش لما هو بيصنعه ويعمل منه ملابس بياخد مكسب قد ايه؟ ده مكسب كبير جدا، ده بياخد مني متر قماش بسعر رخيص جدا، وفي الاخر نفس المتر قماش ده بيعمل بيه حاجه معينه بيبيعها برقم عالي قوي. طب ما انا كتاجر قماش اصنع وانا ابيع لتجار الجمله، يعني كانه لغى دور المصنع. او المصنع يقول لك هو انا ليه بدي لتاجر جمله وياخد نسبه عشان يتاجر قطاعي؟ طب ما انا مش انا عندي المنتج نفسه، ما انا ممكن ابيع للتاجر القطاعي على طول وبالتالي ما احتاجش تاجر الجمله. تاجر الجمله يجي يقول لك هو انا ليه بدي تاجر التجزئه وهو يدي المستهلك؟ ما انا ممكن اجيب اي حد ونعمل اعلانات ونبيع لتاجر المستهلك على طول واوفر العموله او النسبه اللي بياخدها الراجل بتاع تاجر التجزئه ده، فكده يبقى شال الدور بتاع تاجر التجزئه. نفس الكلام ده ونفس الطريقه دي بتحصل بالعكس. يعني ببساطه تاجر التجزئه يقول هو انا ليه باخد من تاجر الجمله؟ ما انا ممكن اروح للمصنع على طول فاخد بسعر اقل. او المصنع يقول انا باخد ليه من كذا؟ ما انا ممكن اخد من اللي قبله، ما انا ممكن اخد من اللي قبله. وبالتالي يا جماعه خد بالك في العصر الحالي اللي احنا فيه، لو انت شغال وكان دورك اي دور في النص هنا، اي حته في النص هنا، لازم وانت شغال تبقى محرص على طول من الناس اللي قبلك ومن الناس اللي بعدك. اللي قبلك ممكن في اي وقت يحاول يتجاوزك ويبيع للي بعدك، واللي بعدك ممكن يحاول يتجاوزك في اي وقت ويشتري من اللي قبلك. على سبيل المثال انا حصلت معايا فعلا من فتره كبيره، من حوالي 5 سنين تقريبا، كنت فاتح جروب كنت ابيع عليه بعض المنتجات. كانت منتجات بسيطه بس في نفس الوقت كان الجروب ده عامل نجاح قوي جدا وكنت شغال عليه حلو جدا جدا في اول فتره، اول عصر الجروبات يعني، قبل ما دلوقتي يبقى الجروبات اصلا اكتر من العملاء يعني. فالمهم كنت شغال وكنت بجيب من تجار بيصنعوا وكنت ابيع في مكان بعيد جدا جدا عنه، لغايه ما اتفاجئت في مره ان الشخص اللي انا بجيب منه المنتجات دي عامل اعلانات واصله للمنطقه بتاعتي. فمعنى كده ايه؟ معنى كده العميل بتاعي هيشوف نفس المنتج اللي عندي عند التاجر الاصلي، عند المصنع الاصلي. وطبعا انا كنت ابيع بسعر اعلى منه لان انا عندي حبه تكاليف. فايه اللي يحصل هنا؟ العميل لو شاف الحاجه دي عندي وعنده هيعرف او هيحس ان انا غالي، وفي نفس الوقت هو كده كده مش هيروح لهناك، فانا خسرته وهو خسره. فطبعا ساعتها قررت ان انا اشتغل مع ناس تانية ما بتعملش كده. فطول ما انت شغال حاليا لازم تركز جدا مع السايكل دي عشان ما تقعش فيها او عشان ما حدش ياخدها منك. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، عندنا بقى جزء متعلق بالتايم او الوقت. دايما واحنا بنعمل اي بلان، اي ماركتنج بلان زي ما هنشوف النهارده ان شاء الله، بنهتم جدا بالتايم، بمحور الوقت. فاحنا ببساطه محتاجين نبص على حاجتين موجودين هنا كده، الاثنين دول. اول حاجه، يا ترى العميل اللي بيجي لي بيفضل مستمر معايا فتره قد ايه؟ يعني على سبيل المثال، انا النهارده عملت اعلان لموبايل، فحد كده على صفحه الفيسبوك بتاعتي دخل كده شاف الموبايل واشترى مني. العميل ده لما يجي يشتري موبايل تاني، فرصه انه يجي لنا تاني على طول لوحده كده قد ايه؟ غالبا العميل ده لفرد بتكون فرصه صغيره، واغلب العملاء الافراد بيقعدوا معانا وقت قصير قوي على طول. حد مننا ممكن يشتري النهارده حاجه معينه، بكره شفت حاجه احلى عند منافس هتجيبها منه بدون اي تأنيب ضمير، عادي جدا. النوع التاني بقى من العملاء بيكونوا عملاء لونج تيرم، يعني مثلا
لو انا دلوقتي او ايام زمان لما انا كنت شغال بسوق لاجهزه راديولوجي سيمنز، فمستشفى مثلا اشترت مننا جهاز، فاولا المستشفى دي ممكن تفضل 5 سنين بتشتري مننا حاجات على حس الجهاز ده. ممكن نفضل فتره طويله جدا بنبيع لنفس المستشفيات اللي عندنا معاها علاقات قويه جدا وشغاله معانا، وكل مره تشتري مننا تعمل معاها صيانه، تشتري مستهلكات، مستلزمات، اجهزه اضافيه، حبه حاجات زي كده. الحاجه الثانيه بقى في التايم الباينج اند سيلينج سايكل، يعني ايه؟ السايكل اللي العميل بياخدها لغايه ما يشتري او لغايه ما انا ابيع. غالبا العميل الفرد بياخد قرار بسرعه جدا، تلاقي واحده فاتحه الموبايل بتقلب، لقت طرحه حلوه بكام دي بكذا عايزاها على طول، بعد كده 5 دقايق طبعا بتغير رايها، بس المهم في ساعتها بتاخد القرار بسرعه جدا. الناحيه الثانيه في البي تو بي في الشركات غالبا الموضوع بياخد وقت طويل. ليه بقى؟ احنا لسه محتاجين بقى تكلم مدير المشتريات، ومدير المشتريات يكلم رئيس مجلس اداره، وياخد راي الحاج صاحب الشركه، وبعد كده يعملوا اجتماع ويشوفوا الماليه ويشوفوا الكاش فلو بتاعهم ظروفه ايه، وبعد كده يطلب 3 عروض من 3 شركات وياخدوا قرار وحاجات زي كده. فغالبا غالبا الشركات شغل البي تو بي عموما بيجي نتائجه قدام شويه. لو انا بقى النهارده سوق، النتائج الفعليه لما اقبض فلوس في ايدي تبقى قدام شويه بعد فتره. بس في نفس الوقت لما بيجي منه عائد، العائد ده نفسه الاثر بتاعه بيفضل مستمر كتير. فشغل البي تو بي بيتاخر بس العائد بتاعه بتوقع له استمرار طويل. البي تو سي العامل قرار الشراء بيجي بسرعه جدا، ممكن يجي في لحظه، بس في نفس الوقت انا متوقع انه ما يقعدش معايا كتير. جميل؟ طيب بعد كده تعالوا نفكر مع بعض في حاجه بقى بنسميها الباينج ديسيجن. ده عشان ناخده محتاجين ناخد مع بعض مثال لطيف كده، واكتبوا لي يا جماعه في الشات. لو انا دلوقتي قلت لك هتجيب موبايل، كويس؟ قلت لك انت هتجيب موبايل، وفي حد قال لك ايه اهم مواصفه عندك في الموبايل؟ اكتر حاجه مهمه. فعايزك دلوقتي تفكر في كل مواصفات الموبايل، يعني الكاميرا، حجم الشاشه، البروسيسور، الرامات، مش الذاكره، ايا كان اي حاجه. واكتب لي في الشات حاجه واحده بس، ايتم واحد بس من وجهه نظرك ده ممكن تشوفه اهم حاجه في الموبايل، وحاجه واحده بس، يعني اكتب لي مثلا الكاميرا بس، اكتب ايتم معين بس. فكل واحد فينا اكتبوا يا جماعه في الشات، كل اللي سامعني، ايتم واحد في الموبايل ممكن بالنسبه لك يبقى ده اهم حاجه. عندنا حتى الان رايين، الذاكره الميموري، وعندنا السكرين سايز. ايه تاني بقى الناس يا جماعه رايكم ايه؟ الكاميرا. ويا جماعه لو حد كتب حاجه وحد عايز يكتبها تاني عادي، يعني عايزين في الاخر كده نشوف كل واحد براحته خالص. وكالعاده السؤال ده معلوش درجات، يعني يا جماعه كل واحد يعني النهارده براحتكم خالص يعني. ماشي، عندنا حتى الان الميموري والسكرين سايز، الكاميرا، البروسيسور. باقي الناس رايكم ايه؟ طمنوني حتى اللي انتوا سامعيني. طيب يعني عائشة، في ناس في الشغل، انا عارف، فلو في حد مش في الشغل يا ريت يكتب لي. يعني عائشة وهشام ومين تاني ما قال؟ ماشي، شكله حلو. سهام ومدنة في الشغل، ماشي. احنا كده فضل معانا هشام، لو سمعنا يا هشام، لو مش في الشغل يعني، او مدونة كتبت كمان، تمام. لو مش في الشغل ولا حاجه، اكتب لي كده ايه اهم حاجه بالنسبه لك شايفها في الموبايل. ماشي، طيب انتوا قلتوا كده حبه حاجات مختلفه. بدايه كده في بعض الناس تقول الميموري، الذاكره، في ناس البروسيسور، في سكرين سايز حجم الشاشه، في الشكل، في المساحه، فاحنا عند الكاميرا، الكاميرا متكرره مرتين، فاحنا عندنا حبه حاجات مختلفه. لو احنا خدنا منهم مثال، قلنا مثلا مثال الكاميرا، وفكروا معايا في السؤال الجاي ده عشان سؤال مش سهل قوي. الكاميرا غالبا لو انا محتاجها في الموبايل عشان شغل، يعني مثلا عندي حبه منتجات
فانا بحب اصورها بالكاميرا بتاعتي او بالكاميرا بتاعت الموبايل. فبالتالي انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا الكاميرا تبقى كويسه عشان اصور المنتجات حلو، عشان لما اعرض المنتجات دي تتباع. ده كلام منطقي. طب لو انا يا جماعه اهم حاجه عندي مثلا الكاميرا، او جالك عميل اهم حاجه عنده الكاميرا والموبايل ده هيستخدمه استخدام شخصي، ايه رايك؟ ليه الكاميرا ممكن تكون من اهم الحاجات لو استخدام موبايل شخصي؟ ليه؟ وحاولوا تفكروا في ليه دي بشكل دبلي كده، وقولوا لي رايكم يا جماعه في الشات. ليه الكاميرا ممكن تبقى بالنسبه لبعض العملاء حاجه مهمه جدا للاستخدام الشخصي مش في الشغل؟ ماشي، آية بتقول لنا عشان الميموريز في بعض الذكريات كده بنحب نحتفظ بيها. حلو. طيب والبيكتشر ترند، ماشي تعالوا نفكر واحدة واحدة كده. أنا دلوقتي صورت صورة والصورة دي جامدة جدا بسبب السوشيال ميديا. حلو، تعالوا نجمع اللي أنتوا قلتوه مع بعض. أنا دلوقتي صورت صورة والصورة دي جامدة جدا، فأنا لو عايز أحتفظ بيها للذكرى عشان أنا أفتكرها هسيبها على الموبايل. لكن لا، أنا بروح أحطها على السوشيال ميديا زي ما بيتر بيقول كده. طيب انا استفدت ايه لما احطها على السوشيال ميديا؟ وحاولوا تفكروا بشكل ايه يعني جوه اعماق الناس، جوه اعماق الناس كده. لما حد صور صورة وحطها على السوشيال ميديا بيستفيد ايه؟ كويس، الاتنشن. حلو، الاتنشن هنا بقى والابريشيشن، جميل جدا. الحاجتين دول هنفكر فيهم كده كعلم نفس شويه، فهنقول ايه؟ ان كل واحد مننا سواء كان بيحب ده او مش بيحب ده، او شايف نفسه مش بيحبه، ايا كان هو بيحب يوري الحاجات الجامده جدا اللي عنده للناس اللي حواليه، الفريندز بتاعته. كويس؟ لما بيوريهم حاجات زي كده الناس بتبتدي تقول له كلام جميل، فاحنا بطبيعتنا بنحب نسمع كلام جميل عن نفسنا، بنحب نحس بالايموشنز الحلوه دي لما الناس تقول لنا قد ايه احنا جامدين. هل الناس اللي بتقول احنا جامدين هل هم قصدهم فعلا احنا جامدين؟ غالبا لا. ازاي يعني؟ يعني ببساطه ساعات كتير الاعجابات على الصور والحاجات زي دي بتبقى عامله كده زي ايه، عارفين العيديه؟ لما حد يدي ولاد حد عيديه فياخد منهم العيديه ويدي الولاد ده، فاحنا كاننا تبادلنا الفلوس مع بعض، العيديات مع بعض. هي نفس القصه كده، حد عمل لايك لصوره حد، فحد تاني عمل لايك للصوره، واحده قالت لواحده صاحبتها الله ايه القمر ده، قالت لها ده انت اللي عسل، وحاجات زي كده. فاحنا ساعات كتير بنحب قوي نسمع حاجات زي كده كتير من الناس. الحاجات دي بتساعدنا جدا ان احنا نحس ان احنا مقدرين ونحس ان احنا جامدين، وده هدف ايموشنال عند كل الناس بلا استثناء، جميع الناس كده. الفرق بس ان كل واحد بيعبر الحته دي بطريقه مختلفه. ففي حد بيحب الايموشن ده يحس بيه لما يتصور صوره حلوه وينزلها على الانستجرام ويجي له لايكات، وحد تاني بيحس بالايموشن ده لما يعمل انجاز جامد في الشغل ويحقق على تارجت فالمديرين اللي معاه يقولوا ده فلان ده جامد، وفي حد بيحب يعمل كل حاجه عشان ولاده يقول له بحبك يا ماما. فكل حد مننا بيحس بالحته دي من جهه مختلفه، من حاجه مختلفه. طب احنا كماركتيرز بقى لما نيجي نبيع منتج هنفكر في ايه؟ هنفكر ايه اللي العميل بتاعنا هيحس بيه في الاخر لما يستخدم المنتج بتاعنا ده. فلو احنا اقنعناه ان الايموشن اللي هو عايزه ده هيحس بيه من منتجنا، الراجل ده يشتري. لو قعدنا نغني في اي حاجه تانية ما يشتريش. جميل؟ فاحنا دلوقتي لو بنبيع لعملاء افراد، بنبيع لعملاء افراد ناس هيستخدموا المنتج بتاعنا في الاستخدام الشخصي، لازم الكلام بتاعنا واغلب شغلنا يكون بيركز على الايموشن، على الوونت وديزاير، لان الفرد بياخد قرار بناء على كده، حتى لو كان شايف نفسه بياخد قرار بناء على المواصفات والامكانيات وكل الحاجات دي. كل ده اي كلام، كل ده فيك، في الحقيقه في ايموشن. الشركه بتاخد غالبا قرارها بشكل منطقي مبني على احتياجات ومبني على كلام منطقي غالبا. هل احيانا الشركات بتاخد قرار بشكل عاطفي؟ اه طبعا. شركه مثلا بتجهز مكاتب، فمدير الشركه بيقعد بنفسه يشوف المكتب اللي هيجيله، ليه؟ عشان يحس عاطفيا ان هو لما يكون قاعد على المكتب ده وشكله قدام العملاء بتوعه وشكله قدام الموظفين حاجه جامده.
فده قرار عاطفي مش قرار منطقي. لكن في نفس الوقت ممكن صيدليه بتكون محضره قائمه بالمشتريات بتاعتها، الحاجات اللي عايزين يجيبوها. ليه؟ عشان في منتجات خلصت، وعشان عارفين معدل السحب على كل منتج، وعارفين الطلب في الفرع ده قد ايه، والمنتج اللي اتطلب وده ناقص وده كذا وده كذا، فتلاقي القرار بتاعهم منطقي جدا لوجيكال. بس فدلوقتي لما نيجي نكتب محتوى، لما نيجي نتعلم نكتب كونتنت، واحنا ان شاء الله عندنا جزء في الكورس بيتكلم بشكل تفصيلي عن كتابه المحتوى، لازم نبقى عارفين نكتب المحتوى ده لافراد، يبقى هنتكلم ايموشنز. بنتكلم للشركات، يبقى هنتكلم بشكل منطقي ولوجيكال. طيب واحنا نبيع الكاميرا للافراد، هل نقول لهم معلومات زي مثلا ان الكاميرا دي 40 ميجا بكسل، زي ان فيها اوتو فوكس، زي ان هم خمس كاميرات، حاجات زي كده؟ ليه بنكتب لهم المعلومات دي؟ لان المعلومات دي اللي بتخليهم يثقوا ان هم في الاخر هيتصوروا صور حلوه، فلما ينزلوها على السوشيال ميديا هيجي لهم لايكات، فيحسوا بالايموشن اللي هم عايزينه. يعني العميل مش بيشتري الموبايل او الكاميرا عشان هو 40 ميجا بكسل، لا خالص، هو بيشتريه عشان هو شايف ان ال 40 ميجا بكسل هيحقق الايموشن اللي هو عايزه. وبالتالي هنقول للناس حبه ارقام كده وحبه معلومات عشان يثقوا في الكلام بتاعنا، ويثقوا ان الايموشن اللي هم عايزينه هيلاقوه عندنا. جميل. طيب بعد كده لما احنا بقى نفكر في حاجه لطيفه كده، حاجه بنسميها براند فاليو. البراند فاليو دي قصه كبيره كده قوي، احنا هنختصرها في جملتين بشكل بسيط قوي. لو انا فرضا شفت تيشرتين زي بعض، واحد فيهم اديداس وواحد مش اديداس، بس الاثنين نفس الخامه بالظبط، يعني مش بقول لك كوبي ولا بقول لك هاي كوبي ولا الكلام ده خالص، لا بقول لك هو 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 بالظبط حرفيا. هل في شركات في العالم، وخلينا كده في الصين، ممكن تصنع منتج زي بتاع براند بنفس الحاجه الاوريجينال بالظبط؟ ومش بتكلم على هاي كوبي ولا، لا بتكلم على نفس الماتيريال نفسها، لان الماتيريال نفسها مش اختراعات، مش حاجه كده اختراع لشركه معينه، لا ممكن اديداس تصنع حاجه بماتيريال معينه والماتيريال دي نفسها شركه تانية تعرف توفرها. جميل. فلو احنا افترضنا في حاجه عليها لوجو اديداس وحاجه ما عليهاش لوجو اديداس، اللي عليه لوجو اديداس سعره 2000 جنيه، اللي ما عليهوش اللوجو سعره 300 جنيه. ليه الفرق ده؟ عشان اديداس نفسها عملت براند فاليو عاليها، وبالتالي بقى بشكل بسيط كده البراند فاليو ده لوحده كده بيبيع وليه قيمه فلوس الناس مستعده تدفعها. فانت في شغلك اي مكان المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك، لو عرفت تبني براند لنفسك هتعرف تبيع نفس المنتج ده هو هو بشكل اغلى من المنافسين، ومع ذلك العملاء تيجي تشتري منك انت. ولما تيجي ساعتها تتقارن مع المنافسين، محدش يقول لك انت المنتج ده عندك ب 500 ليه؟ المنافس بتاعك بيبيع ب 150. بشكل بسيط محدش هيروح لفراري ويقول له على فكره تيوتا ارخص منك. تيوتا ارخص مني، روح اشتري تيوتا. ببساطه. فببساطه يا جماعه احنا محتاجين واحنا شغالين في اي بزنس نكون بنبني البراند بتاعنا زي بنركز على التسويق وعلى الاعلانات وعلى الماركتينج والفيديوهات وكل الكلام ده. بشكل بسيط كده البراند بتاعنا بيتبني بسبب حاجات كتير او بناء حاجات كتير. في الافراد اكتر حاجه او اول حاجه بتوصل البراند بتاعنا الدعايه، الادفرتايزنج اند بروموشن والترويج، وهنتكلم ان شاء الله عن كل واحد فيهم كده قدام شويه. في الشركات نرجع تاني للجزء بتاع العلاقات والثقه والتبادل المشترك. يعني ببساطه كده لو انا مصنع قماش بورد لمصنع ملابس، كل ما انا بكون بورد له حاجه كويسه وفي ميعادي مش بتاخر عليه وبعمل معاه كل حاجه اللي هو عايزها بالظبط، ففي الاخر هو بيبيع كويس، كل ما تكون الدنيا معايا كويسه جدا وانا بالنسبه له ابقى براند عالي جدا. هل انا كشغل شغال بي تو بي لازم بالضروره اكون بعمل اعلانات وشغال كل شويه اعلانات اعلانات اعلانات؟ لا خالص، وفي شركات كتيره جدا جدا بي تو بي ما بتعملش اعلان واحد على السوشيال ميديا. ليه؟ بيروح على طول يبنوا علاقات مع العملاء الشركات بتوعهم، وبالتالي يبتدوا يشتغلوا يبنوا ثقه، يبنوا علاقات اقوى، فيبقوا هم براند في المجال بتاعهم ومعروفين جدا جدا في المجال بتاعهم من غير ما ينزلوا اعلان في التلفزيون ولا على السوشيال ميديا. هل معنى كده ان كل البي تو بي مش بيعمل اعلانات؟ لا طبعا، في بي تو بي كتير بيعمل اعلانات ويبيع عن طريق اعلانات، بس بشكل اساسي خليك عارف العملاء بتوعك غالبا محدودين، وانت لما توصل لهم ممكن تبني معاهم ثقه قويه قوي فيفضلوا يشتروا منك. الافراد الموضوع كله دعايه، عملت دعايه تبيع،
ما عملش دعاية ما تبيعش. هل ممكن في بعض المحلات مثلا تكون فاتحة في مكان مثلا حيوي او في زحمة كتير وبالتالي ما تحتاجش تعمل اعلانات؟ احتمال. بس في نفس الوقت اليافطة اللي هم حاطينها بره ده اعلان، العروض اللي عاملينها اعلان، الكلمة اللي بيحطوها بتاعت 50% اوف وعروض مش عارف كذا والكلام ده كله اعلان. فسواء الاعلان ده كان مدفوع او كان اونلاين او كان اوفلاين هو ما زال اعلان. فدي يا جماعة النقطة المهمة جدا، الفرق ما بين البي تو بي والبي تو سي. كويس. فاحنا بشكل بسيط هنعمل ايه؟ كل واحد فيكم دلوقتي يا جماعة هو ده انا اسمه، عايزه يفتح لي، هيفتح المايك، هيعرف من نفسه يعني اسمه ايه وبيشتغل في ايه او ناوي يشتغل في ايه الفترة اللي جاية بعد الكورس. الحاجة التانية هيقول لنا ايه المنتج بتاعه، والمنتج بتاعه ده العملاء بتوعه بي تو بي ولا بي تو سي ولا الاثنين. جميل. مش محتاج منكم حاجة تانية غير كده حتى الآن. فيلا بينا هنده يا جماعة أسامي واحدة واحدة بترتيب زوم عندي كده، اللي أقول اسمه يفتح المايك ويتفضل على طول. يلا أول واحدة عائشة. أيوة دكتور. أهلا بيكي. أهلا. اتفضلي عرفي نفسك بتشتغلي في إيه أو ناوي تشتغلي في إيه؟ أنا لحد الآن لسه مفكرتش بصراحة أنا هشتغل في مجال إيه بعد الكورس. جميل. بس انت خدتي الكورس نفسه عشان حابه المجال ولا حابه تعرفي اكتر تسويق ولا ايه؟ ألو ايوه سامعيني كويس. دكتور. ايوه انا سامعك كويس، سامعك كويس يا عائشه. تمام كنت تمام بقول لك هل انت خدتي الكورس عشان حابه المجال ده ولا حابه تعرفي اكتر ولا ناوي تشتغلي فيه ولا ايه الدنيا؟ والله انا حابه المجال، يعني انا حابه ان انا اتعرف يعني ايه ماركتنج وكده، بس لسه ان انا هشتغل في ايدي لسه مش عارفه. طيب ماشي. هل عرفتي تختاري منتج او خدمه؟ طيب هو الظاهر ان السماعه فيها يعني حاجه تقريبا، سامعينا ولا ايه؟ طيب تعالوا نكمل وهنرجع لعائش تاني. سماعة فيها مشكلة؟ تقريبا او انت مش سامعانا كويس. طيب يا عائشة اكتبيه في الشات. كده أفضل؟ كده أفضل؟ اه كده حلو جدا. تمام. كنت بقول لك هل اخترتي منتج أو خدمة ولا لسه؟ اخترتي منتج أو لا خدمة ما ولا اخترتش لسه؟ بصراحة، بس طيب لا بص ما اخترتش بس. تمام. هقول لك أنا بعد السيشن اختاري منتج أو خدمة كويس أيا كان هو إيه، المهم يكون تمام منتج أو خدمة تعرفي عنه معلومات كويسة، وهتكتبي عنه او تمام تعملي عنه الحاجات اللي احنا هنشرحها في الكورس دي. فاول حاجه هتكتبي هو بي تو بي ولا بي تو سي، ماشي؟ بعد السيشن تمام بس اوكي زي الفل كده. نورنا بيك يا عايش. طيب بعد كده ايه؟ ايوه ايوه اتفضلي. انا اخترت انا دلوقتي بشتغل سوشيال ميديا ماركتير في هاف ا دريم. هاف ا دريم دي ترافلينج اورجانيزيشن، هي بتعمل برامج سفر سياحي وتطوعي وكالتشر اكستشينج وهكذا. حلو جدا. فانا هي الشركه ينفع البيزنس موديل بتاعها ينفع ان يبقى فيه بي تو بي ماركتنج والبي تو سي ماركتنج. هو الفكره ان البي تو بي ماركتنج هيحتاج وقت اطول شويه عشان يقدروا ياخدوا ديلز ويقدروا يعملوا استابليشمنت للعلاقه بينهم وبين الشركات، مظبوط. لان في الاخر هو لو جالهم ديل لكوربريت مثلا، فالكوربريت دي كل سنه هيسافر معاهم 50 بني ادم، فده تارجت كويس بالنسبه لهم بالنسبه للاوفر اول تارجت بتاعهم. البي تو سي بقى الماركتنج بتاعه دايما بنكون شغالين سوشيال ميديا عشان الايموشنز وعشان الحاجات دي كلها، وعشان حتى لما الويب سايت يتعمل ويتظبط اللي هيدرايف الناس على الويب سايت هيكون اعتقد السوشيال ميديا بس، مظبوط. غير الناس بقى اللي هتعمل سيرش او الناس اللي من بره مصر او هكذا. جميل ايه جدا. تاني اجاوبه في السؤال؟ لا احنا كده زي الفل زي الفل. حلو جدا كده يا ايه، وربنا يوفقك كده ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. تسلمي. طيب دكتور خيري. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور خيري السيد،
هو لو في بس اعلى في صوت شويه يبقى ريت. دكتور خالد السيد قسم الهندسه الميكانيكيه، اخترت منتج مثال يعني هو كورس للبروجرامنج. جميل. فبالتالي ده هيكون بي تو سي. جميل. وطبعا التعامل هيبقى مباشره مع العميل يعني اللي هو الطالب اللي جاي ياخد الدوره دي مثلا. حلو. والعلاقه هتكون شورت تيرم. واختيار او تحديد الطالب ان هو ياخد الكورس او لا ده برضو يعني شورت. الحكايه هتكون مبنيه على اللي هو عايزه، فمثلا احنا عارفين طلبه كليه الهندسه مثلا بيكونوا محتاجين دورات معينه زي سي بلس بلس مثلا زي بايثون وحاجات زي كده. فبالتالي هنحط على حسب اللي هو محتاجه، وهنعمل بقى بعض العروض مثلا علشان خاطر الناس تقبل عليها، وهنعمل هناك وبروموشنز عشان خاطر يجيب لنا زباين يعني زي ما بقول. فده المثال اللي هو بتاع البروجرامينج يعني. جميل، ده كلام جميل جدا زي الفل. وفي ناس كتير جدا مهندسه بيشتغلوا في البروجرامينج، دي حاجه يعني ترند قوي جدا عند الهندسه، فربنا يوفقكم كده ان شاء الله. شكرا. وانا في نفسي، انا نفسي اتعلمت قبل خرجت ممكن هندسه سي بلس بلس وسي شارب بقى وحبه حاجات كتير كده. تمام. اول نقول ده كان اكزامبل يعني مش ال تمام مش حاجه من الدوره يعني. جميل زي الفل. شكرا لحضرتك. تسلم يا دكتور. طيب بعد كده ايمان. إيمان لو سمعنا أو لو في شغل اكتب لنا حتى في الشات أو أي حاجة بس عرفينا. طيب هشام. أنا بس هبعت رسالة لهشام عشان أنا مش عارف هو سمعنا من الأول ولا لأ. ماشي. مدونة. هي دكتور. أيوة اتفضل. أنا مدونة. شغالة ميديكال ريب. شغالة يعني البرودكت اللي انا هعمل بروموشن عليه هو دواء من المسؤول او يعني دواء من الادوية اللي انا بعملها بروموشن اصلا. جميل. المفروض اللي هو هيبقى بي تو بي وبي تو سي، او انا كشغلانتي هتبقى بي تو سي طبعا اكتر لانه انا ميديكال ريب، فانا بتعامل اكتر بديل اكتر مع الدكاترة، ودي بتبقى حاجة يعني انا ما عندي برودكت بحاول اخليه يكتبه في البريسكريبشن بتاعه، فدي بتبقى شوية فيها emotional يعني. احنا انا واحدة واحدة كده عشان انت عندك هنا حتة ايه بقى مهمة قوينا كلنا. الدكتور اللي هيكتب او الدكتور فتح عيادة ده نعتبره فرد ولا شركة؟ اللي هكتب له فرد. شركة. 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 لا انا هو انا هكتب لل يعني البيشنت اللي هي يعني سوري انا فاهمية، انا مش عارفة فاهم حضرتك صح ولا غلط. قول. يعني البرودكت اللي هيكتب هيكتب للفرد، لكن هو الدكتور بيكتب للشركة. صح. انت بتقعدي مع مريض تقنعيه ولا بتقعدي مع الدكتور؟ بقعد مع الدكتور. حلو، يبقى احنا كده هنبيع لشركات يعني من الاخر كده في الاصل خالص. الدكتور ده حتى لو هو فتح عياده بنفسه فهو شركه، هو بعد كده اللي بيتعامل مع الفرد بيتعامل مع المريض. طيب احنا هنعامل نظريا كده كانه احنا داخلين في موضوع ايموشنال يعني. صح. ليه ايموشنال؟ هقول لك انا. اوكي. بصي عشان بس الحته دي بالذات حاجه عامه قوي. الاصل خالص الدكتور ده فتح العياده عشان يكسب منها فلوس، صح؟ صح. بيقدم خدمه طبيه وكل حاجه بس هو هدفه فلوس. وبالتالي هو في الاساس بتاعه هو شركه بي تو بي، كل حاجه بي تو بي. جوه الشركات احنا احيانا الناس اللي قدامنا دي بياخدوا قرارات عاطفيه. زي ما قلنا كده حد رئيس مجلس اداره شركه كبيره وبياخد قرار عاطفي في المكتب بتاعه، ده قرار عاطفي ايموشنال. نفس الكلام مع الدكاتره. الدكتور هو بي تو بي، هو فاتح شركه في الاساس، بس في نفس الوقت هو ممكن يكون كفرد بياخد قرارات عاطفيه. مظبوط قوي كلام مظبوط. فده ما يمنعش ان هو يكون شركه وبياخد قرارات عاطفيه. بس فعشان كده وانت بتكلميه محتاجه تقصري الحاجتين يعني. ده على فكره حاجه من صعوبه المجال بتاعكم بالذات كمانيكا ريرس، ان انت محتاجه تتكلمي عن الدواء ومكوناته وتفاصيله وبيعالج في ايه والافكت بتاعه والاثار الجانبيه وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت محتاجه تكلمي الايموشن بتاع الدكتور. يعني احنا كده اكتر بي تو بي اكتر من احنا بي تو سي. بالظبط. وربنا يكون في عونكم صراحه.
على فكره ايمان ايمان جت ايمان معايا احنا في الشغل احنا في الشغل مع بعض بس احنا في مؤتمر مش عارفين بنقابل ناس فبنضطر نفصل شويه وبعدين نرجع تاني معلش اكيد ربنا معاكم احنا بنبدل مع بعض ف ايمان موديل طيب زي الفل معلش انا بعتذر بس النهارده صعب بس التركيز شويه معلش ولا يهمك خير باذن الله ماشي اوكي يا مدونة وايمان شكرا جدا ليكم ربنا معاكم ان شاء الله ربنا يخليك ربنا طيب بيتر الو ايوه اتفضل اسمي بيتر فريش جراديويت لسه ما اشتغلتش هعمل يا دكتور المنتج بتاعي هيكون عن نوع ميه جديد وده هيكون بي تو بي وبي تو سي حلو بي تو سي ده معنى كده ان انت هتنزل موزعين يبيعوا الافراد ولا هتعمل ايه؟ اه ماشي عشان الموضوع ده صعب قوي اه ما انا عارف بس هو يعني هتبقى احسن ما بقولك هو احسن بس انت محتاج تعمل منافس توزيع فبتكون مكلفه قوي تصاريح وتراخيص وقصه كبيره كده عشان تبيع ايه بالازازه الميه يعني لو كشركه بقى في الاول فاكيد قبل ما نفتح هنكون عملنا زي ما حضرتك قلت في الاول ان احنا نشوف هنتكلف كام بالظبط بالظبط كده ماشي ربنا يوفقك كده ان شاء الله الله يخليك يا رب طيب رحاب السلام عليكم عليكم السلام كده انا كي اكاونت مانجر في فارماسيوتيكال كومباني برضو معظم شغلي سيلز على فارماسيوتيكال برودكت معظم شغلي طبعا بي تو بي بس في جزء منه بيبقى على السوشيال ميديا بيبقى فيه بيجز او بيبقى فيه حاجات يعني بنعمل لها ماركتينج اللي هو تريد اللي هو بيسموه تريد نعمل لها ماركتينج للحاجات اللي ليها بلاتفورم على السوشيال اللي هي زي طلبات وحاجات دي لان اصلا انا مش في مصر انا بره مصر ففي جزء منه احنا بنعمل ماركتينج للكاستمر بس عن طريق بلاتفورمز ثانيه احنا بنعرض فمش عارفه دي بتبقى بي تو سي ولا لا بس احنا بنخاطب فيها المرضى بتخاطب المرضى بي تو سي على طول ما هو بس في وسيط في النص جميل يعني أنا بعمل الوسيط ده انت بتكلميه هو ولا بتعملي اعلان من خلاله بعمل اعلان من خلاله لا يا بي تو سي يبقى بي تو سي بالظبط شغاله في دول ايه الكويت في الكويت جميل جدا ربنا يوفقك ان شاء الله شكرا طيب بعد كده سهام هل سمعاني يا سهام طيب ربنا معاكي لو في شغل ولا حاجه عموما لو سمعتينا او يعني توصلتي بعد الكورس ان شاء الله بعد السيشن ان شاء الله اللي احنا محتاجينه يا جماعه دلوقتي ان كل حد فينا الحاجات اللي بيكتبها دي هنكمل عليها بعد السيشن هنكمل عليها حبه نقط ثانيه ان شاء الله النهارده وحبه حاجات هقول لكم تعملوها بحيث ان احنا في الاخر هيطلع مع كل واحد فينا النهارده بيبر قويه جدا يبدا بيها اي شغل او اي حاجه بيعملها ودايما يا جماعه هنبدا بالحاجات دي لاي شغل جديد او اي بروجكت جديد هنمسكه باذن الله طيب يلا بينا الساعة دلوقتي 3:15 فإحنا يا جماعة برضو عشان موضوع البريك إحنا عندنا حاجتين وبرضو الموضوع اختياري بيننا وبعضينا يعني يا إما إحنا فوق الكورس بتاعنا 4 ساعات فيا إما ناخد ساعتين وناخد بريك مثلا 3 ساعة وبعد كده ساعتين يا إما إحنا ناخد 2 بريك ناخد مثلا دلوقتي بريك وناخد قدام شوية بريك تاني يبقى أصغر شوية فيعني أنا بحب أبقى ديمقراطي أوي في الحاجات دي اقول يا جماعه في الشات ايه رايكم بريك واحد في النص ولا ناخد 2 بريك ولا ايه كل واحد صغير انا شايفه ان بريك واحد في النص ده الوود بتاعي ماشي باقي الناس يا جماعه تقولي في الشات ايه رايكم ماشي احنا منظرنا كده بريك واحد طيب اوكي زي الفل خلاص احنا كده تقريبا متفقين ما شاء الله بالاجماع لاول مره في تاريخ الكورسات ما شاء الله بالاجماع كده متفقين على بريك واحد حلو جدا طيب يلا بينا عندنا بقى يا جماعه حاجه هنا مشهوره جدا في الماركتنج بنسميها STB
الاس تي بي دي من اشهر الحاجات اللي بتظبط لنا شغلنا بشكل قوي جدا. اول حاجه حرف الاس ده خاص بالسيجمنتيشن. سيجمنتيشن يعني تقسيم لشرايح، من الاخر كده بنقسم العنق بتوعنا لسيجمنت، كل سيجمنت منهم ليها مواصفات الى حد ما مشتركه. يعني مثلا انا دلوقتي ببيع منتج معين، فرضا انا ببيع لابتوب، فبقول لابتوب ده ممكن افراد تشتريه وممكن شركات تشتريه، فانا كده بقى عندي بي تو سي وعندي بي تو بي. جوه البي تو سي انا عندي ممكن رجاله تشتري وممكن بنات تشتري، فانا كده قسمت السيجمنت على حسب الجندر. فالرجاله بيجي يشتري لابتوب ممكن يكون تفكيرهم مختلف عن البنات، كل حد فيهم بيفكر بطريقه مختلفه. ممكن اللابتوب ده يشتري حد كطالب عشان يعمل حاجه حاجات، وممكن واحد تاني يشتريه عشان يلعب عليه جيمز، فده سيجمنت وده سيجمنت تانيه. اللي يشتري ده ممكن يكون شاب وممكن يكون واحد سنه كبير، فده سيجمنت وده سيجمنت تاني خالص. وبالتالي طول ما احنا شغالين بيبقى عندنا سيجمنتس مختلفه، كل سيجمنت من دول احيانا بنعمل لها دعايه مختلفه خالص. فلو احنا اخذنا مثال كده وقلنا مثلا انا عايز ابيع ساعه حريمي، كويس، انا عايز ابيع ساعه حريمي، فقلت الساعه الحريمي دي ممكن بنات تشتريها وممكن برضو رجاله تشتريها. ليه بنات تشتريها؟ واحده عايزه تجيب ساعه تلبسها. ليه رجاله تشتريها؟ ممكن يجيب ساعه حريمي كهديه. البنات لما تيجي تجيب الساعه تفكيرهم ونظرتهم ورايهم في الساعات هتلاقيه مختلف جدا 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 عن تفكير الرجاله خالص. فلو جيت تجيب بنت مثلا وتقول لها الساعه انت لابساها دي اخترتيها ليه؟ هتقعد تقول لك حبه حاجات انا شخصيا ما كنتش عارف الحاجات دي، بستغرب من طريقتهم. في نفس الوقت لو انت جبت راجل واشترى ساعه وجت بنت سالته انت جبت الساعه دي ليه؟ هيقول لها حبه حاجات، هتستغرب من طريقه تفكير الرجاله. فاحنا غير بعض، جميل؟ لما احنا غير بعض معنى كده ان العملاء بتوعنا غير بعض. نفس الكلام بيحصل مع فرق السن، ممكن تلاقي حد سنه صغير بيفكر بطريقه مختلفه خالص عن حد سنه كبير، حد درس حاجات معينه بيفكر غير حد تاني، حد في محافظه غير محافظه تانيه. فاحنا لما نعمل كده هنعمل ايه بقى؟ فرضا في المثال ده لما نيجي نكتب الكونتنت او المحتوى، نفس الساعه دي ممكن نكتب لها محتوى يناسب البنات ونكتب محتوى تاني يناسب الرجاله. يعني مثلا في البنات هفكر اكتر حاجات تهمهم ايه في الساعه واكتب لهم محتوى متناسب مع الحاجات دي. مع الرجاله ممكن اكتب محتوى بيبيع الساعه دي على انها هديه مش على انها ساعه حلوه ليكي اشتريها. يعني في البنات اقول لها قد ايه الساعه دي حلوه ليكي وهتبقى شيك عليكي جدا. الرجاله لو شافوا اعلان بيتكلم ان الساعه حلوه ليكي وشيك عليكي جدا مش هيجيبها. لكن لو قلت له قد ايه الساعه دي هديه حلوه تجيبها لها لو زعلانه منك يشتريها. وبالتالي انا هكتب نوعين من المحتوى، كل نوع رايح لسيجمنت لوحده. الحاجه الثانيه في الاعلانات بتاعتنا هنتعلم مع بعض ازاي اوجه كل اعلان من دول يروح للسيجمنت بتاعته بالذات. فالاعلان بتاع الرجاله اللي انا كاتبه مناسب للرجاله يروح للرجاله بس، الاعلان بتاع البنات اللي انا كاتبه مناسب للبنات يروح للبنات بس. فالاعلان ده يبيع وده يبيع، فاطلع في الاخر بمكسب كويس جدا. فاحنا بنعمل سيجمنتيشن وبنقسم العملاء بتوعنا شرايح عشان نعرف نعمل كده. في البيت النهارده اول ما اخلص ان شاء الله عايز كل حد فيكم في الورقه اللي معاه يفكر في السيجمنتس بتاعه العملاء بتاعته. هل يا ترى العملاء بتوعك دول متقسمين لشرايح؟ ممكن تقسمهم لشرايح كده بحيث تتوقع ان كل شريحه معينه دول ليهم فكر مشترك، ليهم طريقه معينه بيفكروا بيها. لو كده تعمل ايه؟ تقوم مقسمهم بقى. فاحنا حتى الان كتبنا بي تو بي وبي تو سي، بعد كده تمسك العملاء بتوعك دول تقسمهم لشرايح عشان بعد كده هنكتب لكل شريحه منهم حاجات خاصه بيها. الحاجه اللي بعد كده بنعمل حاجه اسمها تارجتنج. التارجتنج ده عباره عن ان انا بختار كل سيجمنت عندي واعمل لها ماتشنج مع البرودكت. فانا مثلا دلوقتي عندي 5 منتجات ينفعوا للبنات وعندي 7 منتجات ينفعوا للرجاله وفي منتجين مشتركين ينفعوا بنات او رجاله. فانا ساعتها ببتدي بقى اوزع بعد ما اقسم السيجمنت بتاعتي عندي 5 شرايح، بعمل زي جدول واحط قدام كل شريحه المنتجات المناسبه ليها. وعشان كده يا جماعه لما يجي بعض الشركات بتاع الباكج مثلا يجي مثلا يقول لك ايه اشتري بريل وبرسيل، بيعملوا ايه هنا؟
بيحطوا منتجين ينفعوا لنفس السيجمنت، نفس الشريحه، فاللي هيشتريه يشتري المنتجين دول مع بعض عشان هو عايز حاجه زي كده. الحاجه الثالثه بقى، وبتكون حاجه صعبه واغلب الناس غالبا ما بتعملهاش، فدي فرصه هنا كبيره جدا ان احنا لو عملناها نبيع كتير قوي، حاجه اسمها بوزيشننج. ايه البوزيشننج ده؟ ببساطه كده، لو انا سالت اي حد فيكم ايه اللي بيجي في دماغك اول ما تفكر في عربيه مرسيدس، غالبا هيجي حاجات حوالين الرفاهيه، حوالين ان هي حاجه غاليه، حوالين كذا، حوالين كذا، حب الحاجات بالمعنى ده. لو انا فكرت حد فيكم وقلت له بيجي في دماغك لما تفكر في العربيه الفيرنا، غالبا هيجي في دماغه بوزيشن مختلف خالص. فكرت في عربيه تويوتا، هيجي في دماغك بوزيشن تالت. وبالتالي اي شركه شغاله في ماركت لازم تكون عارفه البوزيشننج بتاعها ايه في وسط المنافسين، مستواها هي ايه في وسط المنافسين، بتكلم انهي شريحه، بتكلم انهي فئه. وفي نفس الوقت يا جماعه، مش لازم بالضروره الشركات القويه تكون بتكلم اعلى شرايح، مش لازم خالص. في شركات كتير كتير جدا بتكلم شرايح قليله وناجحه جدا ومكسره السوق، المهم ان انت تكون عارف تتكلم مين. الحاجه الثانيه، محتاج ان انت تكلم الناس دول على طول بالطريقه تناسبهم في الصور والفيديوهات والكلام وكل حاجه، والسيرفيس بتاعتك والكول سنتر والسيلز وكل حاجه، بحيث ان هو اول ما يفكر في البوزيشن ده يفكر فيك انت، يفكر في الحاجه بتاعتك انت بالذات مش اي حد تاني. الغلطه المشهوره اللي بتحصل في جزء البوزيشننج، ان يجي حد في بوزيشن معين بس يعمل بوزيشننج لنفسه اعلى من المفروض. يعني على سبيل المثال، انا دلوقتي ماشي انا واحد صاحبي وقلنا ايه، عايزين نشرب شاي، ومعانا كده في الفلوس اللي معانا لقينا معانا 10 جنيه، فبالتالي محتاجين نشرب شاي تكلفته 5 جنيه. فلو انا ماشي وهو لقيت كافيه شكل مبهر جدا بقى كده، واجهه جامده جدا بقى، وستاف بيونيفورم وحاجات زي كده، غالبا مش هدخل. ليه؟ الشاي هناك مثلا ب 30 جنيه فانا اكيد مش هدخل. لقيت قهوه بلدي كده وكراسي خشب وحاجات زي كده، هدخل اقعد وانا مطمن. ليه؟ الشاي اكيد ب 5 جنيه او اقل كمان. وبالتالي البوزيشن بتاع المكان نفسه هو اللي حسسني انا العميل المناسب بتاعه ولا لا. طب لو نفترض ان المكان الغالي اللي انا في الاول ما رحتوش ده كان بيقدم الشاي فعلا ب 5 جنيه، يحصل ايه؟ يحصل هنا مشكله كبيره عند المكان نفسه. ليه؟ اول حاجه، انا كعميل مناسب للمكان وهجيب الشاي فعلا ب 5 جنيه ما دخلتش، لان شايف البوزيشننج مش مناسب معايا. الحاجه الثانيه، لو افترضنا واحد مثلا عازم خطيبته وقال اه المكان ده حلو قوي اعزمها هناك، فخد خطيبته وراح قعد هناك وقعدوا وشربوا كل حاجه والدنيا كويسه، بعد كده جاله حساب فعرف ان الشاي ب 5 جنيه والحاجات دي كده رخيصه، هيعمل ايه؟ غالبا مش هيوديها هناك تاني. ليه؟ لان هي لو عرفت ان الحاجات دي تكلفتها رخيص ممكن تحس ايه ده خطيبي ده بخيل، ده مش عارف كذا. وبالتالي هو يحب ياخد خطيبته ويقعد في مكان البوزيشننج بتاعه فعلي والتكلفه بتاعته كل حاجه تتناسب معاه وتتناسب مع هدفه. فالمكان ده لما يعمل بوزيشننج اعلى من المطلوب، السيستم بتاعه يبوظ، الدنيا تبوظ. نفس الكلام لو القهوه اللي بقدم شويه 5 جنيه عملت بوزيشننج مختلف، الدنيا معاها تبوظ. لازم يكون ده كده ولازم يكون ده كده، فده يبيع اكتر للسيجمنت بتاعته وده يبيع اكتر للسيجمنت بتاعته، وفي الاخر كل واحد فيهم شغال. فاحنا محتاجين نفكر البوزيشننج بتاع الشركه بتاعنا في انهي مكان، ومش لازم بالضروره نكون احنا احسن حد في كل حاجه، ده ما بيحصلش. المهم اعرف انا فين، انا مين، بكلم انهي فئه من العملاء، وكلمهم بالطريقه اللي تناسبهم هم، وسيبك من اي فئه ثانيه مش مهم بالنسبه لك. حد يا جماعه عنده اي سؤال في الاس تي بي؟ لو اي حد زي ما قلنا كده عنده سؤال في اي وقت، اكتب في الشات او افتح المايك واسالني على طول. ممكن اسال سؤال بس هو عملي شويه؟ اتفضلي. دلوقتي مثلا لو احنا عندنا اورجانيزيشن هي كانت متخصصه في حاجه معينه، تمام؟ يعني هي مثلا متخصصه ان هي بتبيع بيرفيوم بس للرجال، تمام؟ بس هي بقت دلوقتي تعمل بيرفيوم كمان للستات، بس هي بقى لها زمن المشهور عنها ان هي بتعمل بيرفيوم للرجاله، تمام؟ انا دلوقتي عشان اعمل ريبوزيشننج، عشان اكون اقول للناس بقى ان انا دلوقتي لا ده انا بقيت اعمل بيرفيومز للرجاله والستات والاطفال كمان،
فانا المفروض ان انا اعمل كده بقى من خلال سوشيال ميديا كامبينز، ولا من خلال ايه، ولا من خلال مثلا ان انا اعمل بروموشن ان هو اللي هياخد اللي هيشتري برفيوم للرجاله هدي له مثلا 50% على برفيوم للستات لغايه لما يتعودوا ان ده الطبيعي بتاعي. وهل المفروض البوزيشننج ده من خلال ان انا اطلع اقول للناس انا ببيع كذا وكذا وكذا، ولا من خلال ان انا بقيت انزل بروموشنز للمنتج الجديد على طول، فبالتالي هم بقى ايه هيجي لهم كونفيوجن في الاول، ايه ده هم بقوا يبيعوا برفيوم للستات كمان، وبعد كده لما هيتعودوا من كتر ما انا هنزل حاجات ليها علاقه ببرفيومز الستات هيتعودوا بقى ان خلاص ده بقى انا. ماشي، بصي عندنا كذا حاجه في النقطه دي، والمثال ده مثال لطيف الصراحه، واحنا كذا حد فينا ممكن يحاول يعمله او يعمل حاجات شبهه لما يجي يشتغل لسيجمنتس مختلفه. فالمثال مهم قوي في الحته دي بالذات. اول حاجه احنا محتاجين نفكر مين اللي هيشتري مننا المنتج بتاع الرجاله، لان خدي بالك في الماركت مثلا في مصر وفي دول كتير احيانا كتير البنات هي اللي بتشتري البرفيوم الرجالي ده، احيانا كتير كتير جدا ناس مثلا متجوزه وتلاقي الست البيت هي اللي بتجيب البرفيوم بتاعها وبتاع جوزها، كويس؟ فاحنا صح. اول حاجه نعم صح تمام. فاحنا اول حاجه لو احنا عندنا شبكه من العملاء الحاليين ممكن هم بنفسهم يشتروا منتج جديد، دول اول ناس محتاجين نكلمهم. طالما هم كده كده بيشتروا منتج بتاعي فانا اقدر ببساطه اعمل لهم دعايه ان انا يا جماعه بقى عندي المنتج ده كمان ممكن تجربوه. لما يجربوه رجاليتهم هتعرف، فابتدي تكتسب جزء من العملاء كده. الحاجه الثانيه محتاج اعمل اعلانات خاصه منفصله بالبراند الجديد. وفي البراندات دي عندنا فيها مشكلة صعبة شوية وسهلة في نفس الوقت. أحيانا كتيرة بيكون في اسم البراند واسم الشركة المصنعة البراند. الناس غالبا بيتعمل لهم براندنج بواحد من الاثنين، ما ينفعش الاثنين. يعني بشكل بسيط، شركة جوجل مشهورة جدا عندنا كلنا نعرفها، مين اللي بيمتلك جوجل؟ أغلبنا ما يعرفش، صح؟ صح. وبالتالي شركة عموما اسمها ألفابيت هي تمتلك جوجل، بس تعمل لها براندنج بجوجل. نفس الكلام بيحصل في المنتجات زي البرفيومز وزي الحاجات دي. احيانا الناس بتكون عارفه البراند كاسم المنتج، واحيانا بتكون عارفه اسم الشركه. فانا محتاجه افكر هنا في اي حال عموما، هل الناس اتعمل لها براندنج اصلا باسم الشركه ولا اسم المنتج؟ لو اسم المنتج يبقى انا ساعتها محتاج اعمل براند جديد او منتج جديد براند باسم تاني واشتغل بيه، ويبقى الشركه الام دي عندها المنتج الرجالي اسمه كذا والمنتج الحريمي اسمه كذا. طب البراندنج لو كان مشترك باسم الشركه الكبيره هي نفسها، عايزين نعرف الناس ان منها حريمي ومنها رجالي، بيبقى عندنا مشكله اصعب شويه. ليه مشكله اصعب؟ لان الرجاله لو متعودين ان حاجه معينه دي حريمي بيبقى تقيل على نفسهم قوي لغايه ما يقتنع ان هي نفسها بتبيع رجالي، فدي حته اصعب شويه. صح. فساعتها احنا محتاجين نعمل نفكر في كامبين، الكامبين دي تكون بتقول للناس الكلام ده بطريقه حلوه، نركز على الايتم ده بالذات. يعني حاجه كده نفكر فيها ان احنا نقول لهم يا جماعه دلوقتي بقى في رجالي، بس بطريقه كده ايه شيك تمشي مع نفسيتهم شويه. الطريقه دي لما تفكري فيها حاولي تفكري في كونسبت الاول، طريقه كده هنعمل ايه، هنعمل مثلا نجيب حد مثلا كراجل جه يشتري منتج مثلا لقى ان ده رجالي مش حريمي ولا ايه الدنيا، او حد مثلا راجل بيحط حاجه زي كده ايه ده ازاي بيحط ده في منه رجالي او حاجه زي كده. والكونسبت ده لما تفكري فيه هتحاولي تجيبي بعض الرجاله تاخدي رايهم فيه قبل ما تنفذيه، قبل ما تتكلفي فلوس او تعملي فيديو او صوره او اي حاجه. لو عجبهم وحسوه كويس ساعتها ممكن تكملي. يعني خدي بالك من الحته دي قوي، دايما خدي راي الرجاله في المنتج الرجالي اللي هينزل ده الاول. لو احنا عملنا دعايه بالطريقه دي وقلنا كذا ايه رايكم؟ لان الموضوع ده لو ما ظبطش هيبوظ شويه، هيقعد كتير على ما يشتغل كويس، لان الناس متعوده ان هو حريم. فزي ما بقول لك عندك العملاء الحاليين بتوعك البنات، قول لهم يا جماعه في رجاله في رجالي، واعملوا لهم عروض مع الحاجات اللي بيشتروها، هتعمل شغل عليه قوي. الحاجه الثانيه فكري في كونسبت يقنع الناس بكده، واعملي كامبين للبراند الجديد بتاعك على طول. اوكي تمام، وربنا يوفقك ان شاء الله. تسلمي، ربنا معاك. ماشي يلا بينا يا جماعه. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين ندخل في التفاصيل. احنا خلاص قسمنا العملاء بتوعنا شرايح، قلنا في شريحه كذا وسيجمنت كذا وسيجمنت كذا وسيجمنت كذا. دلوقتي بقى يا جماعه بنمسك كل سيجمنت من دول ونملى البيانات دي.
البيانات دي بتخلينا لما نكتب محتوى نكتبه حلو، ولما نعمل اعلان يبقى عن حلو. البيانات دي بنسميها باير بيرسونا، حاجه مشهوره كده اسمها باير بيرسونا. كويس، اول حاجه حاجات بسيطه ولطيفه وانتوا كلكم ممكن تجاوبوها بسهوله، الديموغرافيكس اللي في النص دي، يا ترى العملاء بتوعي سنهم من كام لكام، الجندر بتاعهم رجاله ولا بنات ولا اثنين، واللوكيشن بتاعهم فين. ودي الى حد ما حاجه سهله وانتوا اغلبكم ممكن تعملوها. طب لو انا محتار، يعني مثلا لو قلت لكم على اي منتج معين، يا ترى اللي بيشتري ده عنده كام سنه، هتلاقي في اراء مختلفه. لو انا محتار ممكن اوسع الرينج شويه، يعني لو انا مش عارف المنتج بتاعي ده اللي هو الجديد بقى لسه هبيعه جديد، يا ترى الناس ممكن تشتريه من اول 20 سنه ولا من اول 25، خليك في الاوسع من 20. لو انا مش عارف ممكن يشتروه من اول لغايه 50 سنه ولا لغايه 60 سنه، خليك في الاوسع 60 سنه. بعد كده واحنا بننفذ مع بعض الاعلانات العملي ان شاء الله اثناء الكورس، وبنحلل مع بعض نتائج الاعلانات، هنعرف مع بعض نحلل انهي سن وانهي نوع وانهي مكان اللي اشترى بالفعل بطريقه كويسه. فانت هنا وانت حط الارقام دي، حط الارقام، ولو متملق من حاجه او مش عارف حاجه معينه وسع الدنيا شويه. بعد كده عندنا جزء بقى اللي موجود على الشمال ده اسمه باك جراوند. وباك جراوند ده يا جماعه بقى نقطه مهمه جدا، بتتكلم على الخلفيه بتاعت العميل اللي احيانا بتاثر في قرار الشراء. وهنا يا جماعه لما تكتبوا الحته دي اكتبوا حاجه في الاول وبعد كده اكتبوها. اول حاجه فكر في العملاء بتوعك، هل هم عملاء سبيسيفيك، عملاء محددين جدا، ولا عملاء برود؟ يعني على سبيل المثال لو انا مثلا بسوق دواء معين، الدواء ده انا عارف ان في نوع معين بالذات من الدكاتره اللي بيستخدموه، فانا كده العملاء بتوعي ايه؟ محددين. لو سالتك الدكتور ده بيشتغل ايه، انت عارف كويس بيشتغل ايه بالظبط. سالتك على التعليم بتاعه، انت عارف تحديدا تعليمه ايه، ثقافته ايه، او النولج بتاعته انت عارف كويس هي ايه. فانت هنا عندك منتج محدد والعميل بتاعك محدد، فتقدر تجاوب على الثلاثة دول بمنتهى البساطة في ثواني. فدي أول حالة. الحالة الثانية لو احنا عندنا حاجة برود، حاجة عامة، فرضا ببيع بيبسي، يا ترى بيبسي اللي بيشربوا شغالين في ايه؟ أي حاجة. بيتعلموا ايه؟ أي حاجة. النولج بتاعتهم؟ أي حاجة. وبالتالي عندي مشكلة هنا ان انا ما اقدرش احدد اي حاجة من دول، فبنخلي الباك جراوند برود، حاجة عامة. الحاجة الثالثة بقى واللي هي بتكون أصعب شوية، لو أنا عندي حاجة في النص. يعني إيه في النص؟ يعني حاجة مش محددة قوي وفي نفس الوقت مش عامة قوي. على سبيل المثال الكورس بتاعنا ده اللي إحنا فيه دلوقتي، الكورس ده بشكل بسيط لما إحنا نفكر فيه هنلاقي إن الناس اللي بتحضر ما أقدرش أقول إن هم محددين جدا. لما شفت مجالاتكم كل حد فيكم شغال في مجال مختلف، في نفس الوقت ما اقدرش اقول ان برود قوي لدرجه ان اي حد يحضر معانا، هتلاقي ان انتوا كلكم مشتركين كده في مستوى ثقافي معين، في مستوى معرفي معين، مفيش حد غالبا هيكون اقل منه، الاقل من كده ما يعرفش يحضر معانا الكورس ده. وبالتالي انا عندي هنا لما اتكلم على الوظيفه او التعليم ممكن اتكلم بحاجات عامه شويه مش حاجات محدده. يعني ممكن مثلا في التعليم اقول اللي هيجي عندي على الاقل يكون تعليم عالي مثلا، النولج بتاعته على الاقل تكون كذا، الوظيفه بتاعته عندي حبه رنجات من الوظائف غالبا تبقى كده، الوظيفه دي ممكن يكون حد حاليا شغال فيها وممكن يكون حد هيشتغل فيها بعد كده. وبالتالي يا جماعه احنا ممكن ببساطه لو انا ما اعرفش اكتب الرينج العام، غالبا الناس بتوعي كذا، غالبا الناس في رينج كذا. الحاجات دي لما اكتبها كده بقدر وانا بكتب محتوى يبقى على طول قدامي الورقه دي، فاعرف ان انا بكتب الناس دول. كل ما اكتب كلمه في محتوى هشوف الكلمه دي تناسب الناس دي بالذات ولا لا، تسمع مع الناس دي بالذات ولا لا. الحاجه الثانيه لما اجي بعد كده ان شاء الله واحنا بنعمل اعلانات مع بعض عملي، نقول بقى احنا هنوجه الاعلان ازاي للسيجمنت اللي في الباير بيرسونا اللي انا مختارها دي، فاقدر اعرف التايب بتاعتي كويسه ولا مش كويسه. الحاجه اللي بعد كده عندنا بقى على اليمين حاجه اسمها بيرسوناليتي او شخصيه، ودي لحد ما حاجه ما بتكونش واضحه قوي في العملاء البرود. يعني ببساطه كده لو انا عندي عميل برود، العميل البرود ده بتاع بيشرب بيبسي، هل عنده شخصيه معينه؟ ما اعرفش، اي حد، اي حد في اي حاجه، فده ما لهوش حاجه معينه. لكن مثلا لو قلت ان انا ابيع منتج معين لستات بيوت، ممكن افكر في شخصيه معينه مع انهم مختلفين،
بس ممكن افكر في سمات شخصيه عامه، ببيع منتج تاني لضباط جيش ممكن افكر في شخصيه تانيه، ببيع منتج لدكاتره جامعه كليه هندسه فانا هنا عندي شخصيه ثالثه، ببيع منتج لكذا شخصيه رابعه. وبالتالي انا عندي هنا ممكن ادخل الجزء بتاع البرسوناليتي لو العمله بتوعي لحد ما كانوا محددين شويه، فقول مثلا الناس دول بيقتنعوا اكتر بالحقائق والارقام، الناس دول بيقتنعوا اكتر عاطفيا، الناس دول بيقتنعوا اكتر لو انت اتكلمت عن الوطن والبلد وحب الحاجات زي كده، الناس دول بيقتنعوا اكتر لو انت اتكلمت عن الاهميه الثقافيه الحضاريه للمشروع بتاعك. وبالتالي انت ممكن تفكر في شخصيه معينه للعملاء بتوعك لو كانوا سبيسيفيك او كانوا ميديوم، كان حاجه وسط كده. واخر حاجه عندنا هنا الكوميونيكيشن بريفرنس، الناس دي بتحب نكلمهم فين؟ ساعات كتير ماركتير بيبقى قوي جدا في فيسبوك، فاي عميل بيجي له يقول له فيسبوك، اي حد مهما كان هو مين يقول له فيسبوك. هل دي حاجه صح؟ لا طبعا. امال ايه الصح؟ الصح دايما زي ما فهمنا الماركتنج بقى، انا هشوف العملاء هم موجودين فين واروح انا للعملاء مطرح ما هم موجودين. فاحنا مثلا في مصر ممكن نشتغل فيسبوك انستجرام تيك توك، في الخليج سناب شات تويتر انستجرام، في دوله ثانيه عندهم حاجات ثانيه. فانا بالتالي كل دوله او كل عميل عندي ممكن اشوف العميل بتاعي هو فين وانا اروح له. جميل. فالمعلومات دي يا جماعه كلها اول جزء بنحطه من الباير بيرسونا، وده لازم تعمله لاي عميل عندك، اي مشروع هتعمله او اي براند جديد اي بيزنس جديد هتروح ليه. فاول حاجه نحط المعلومات دي، نيجي بعد كده هننفذ. الحاجه الثانيه لما نفكر بقى في ايه الحاجات الفعليه اللي هتخلي العملاء تدفع لي فلوس وتشتري المنتج بتاعي. فاحنا عندنا الحاجات دي نوعين، حاجه اسمها تشالنجز تحديات، وحاجه اسمها جولز واهداف. وركزوا معايا عشان دلوقتي هسالكم سؤال لطيف كده محتاج تشغيل دماغ شويه. التحديات هي عباره عن المشاكل اللي عند الناس حاليا، عند الناس حاليا هيخليهم يدفعوا فلوس عشان يشتروا المنتج بتاعي فيوصلوا للاهداف بتاعتهم. فالتشالنجز او التحديات دي مشاكل حاليه عند الناس قبل ما يشتروا المنتج، هيدفعوا فلوس من جيبهم عشان ياخدوا المنتج بتاعي فيوصلوا للاهداف بتاعتهم. وفي الاخر انا في الاعلان بتاعي هعبر عن القيمه المضافه بتاعتي. القيمه المضافه بتاعتي اللي هي ايه؟ ان انا بخلي العملاء توصل لهدفها وتخطى تحدياتها. لو عملت كده في اي اعلان انجح، ما عملتش كده ما انجحش. فعلى سبيل المثال انا مثلا دكتور اسنان، العميل بتاعي في جزء من العملاء عندهم مشكله ان اسنانهم بتوجعهم. فانا هنا يا جماعه لما اجي افكر هفكر في ايه؟ هفكر ان العملاء بتوعي دول عندهم تحدي واضح، الوجع. وده تحدي مين؟ اساسي واضح قوي. هل في تحديات جانبيه؟ ممكن. فمثلا عنده شكل اسنانه مش حلوه، فبالنسبه للعميل اللي بيروح عشان موجوع شكل اسنانه مش حلو ده بيبقى بالنسبه له سكندري. في بعض العملاء التانيين الموضوع عنهم معكوس، شكل اسنانه مش حلوه ده يبقى مين؟ ده مشكله ومصيبه وكارثه وحاجات زي كده، اسنانه بتوجعه تبقى رقم اتنين، فممكن ياخد اي مسكن وخلاص ويتعايش. فاحيانا نوع من العملاء بيبقى عنده تحدي اساسي بالنسبه لعملاء تانيين هو السكندري والعكس. نفس الكلام في الاهداف. يجي بعد كده الجزء الايموشنال بقى، التحدي الايموشنال، حد اسنانه مش شكلها مش حلو فعنده مشكله ايموشنال في الناس اللي بتشوفه وشكلها ايه وبتشوفه ازاي والدنيا وصورته وحاجات زي كده، مع ان اصلا الناس ممكن ما كنتش واخده بالها بس هو حاسس دايما ان عندي مشكله. زي كده لما تكون ماشي في الشارع وعندك مثلا كده القميص بتاعك في حته صغيره مقطوعه مش باينه، طول ما انت ماشي خايف ومقلق وبتاع لانها تشوفها وتاخد بالها مع ان محدش واخد باله، بس في الاخر انت ماشي ايه عندك مشكله في الحته دي لازم تتصرف في حقيقة فيها. كويس. فاحنا دلوقتي عندنا حاجه واضحه قوي، زي مريض الاسنان احنا ممكن نحلل بسهوله قوي مشكلته ونحلل بسهوله قوي الهدف بتاعه. طيب سؤال بقى يا جماعه ليكم، فكروا فيه كده وجاوبوني في الشات او في المايك لو في حد مش عارف يكتب في الشات. لو احنا عندنا حد شغال مثلا سيلز، اللي شغال سيلز ده عنده 10 بدل، ال 10 بدل كلهم مقاسه وكلهم حالتهم كويسه وكلهم جايبهم قريب. كويس. 10 بدل كلهم مقاسه كلهم حالتهم كويسه كلهم جايبهم قريب.
ايه اللي يخلي العميل ده او الشخص ده يروح يشتري بدله رقم 11؟ فكروا فيها كده وقولي في الشات ايه الاحتمالات ممكن يا ترى ليه يكون بيشتري بدله رقم 11 مع انه عنده 10 كلهم كويسين لسه وكلهم لسه مقاسه. احساس ان هو عايز يجدد ويجيب حاجه جديده. ماشي، ايه تاني؟ يعني هو عايز يجدد ليه؟ يعني هو عايز يجدد، حلو. ليه بقى؟ خلينا نبص ايه يعني في الجزء اللي ورا الحته دي، ايه اللي ورا التجديد؟ عشان في حاجات ايموشن اللي ورا ان انا بشتري حاجه جديده، زي بالظبط ما الناس لما بتكتئب بتروح تعمل شوبينج. حلو، خلينا نفكر في الحته دي. لما حد بيشتري حاجه جديده بيحس بايموشن ايه؟ يعني خلينا كده نحاول نوصفه عشان لما اكتب بوست اكلمه عليه. لحد بتقول لنا نيو كلر، لون جديد، احتمال، مع ان غالبا في الوان بدل الرجاله ما فيهاش اختراعات صراحه، ما فيهاش لون جديد اصلا، ما بينزلناش حاجه جديده، انتوا بس اللي بينزلوا كل شويه حاجه جديده، لكن الرجاله ما شاء الله عندهم الوان يعني تحسها كده مكتوبه علينا تقريبا، مش عارف ليه صراحه، بس يعني تحسها حاجه كده. بس ممكن يعني ممكن في الاخر في نوع جديد، لون جديد، شكل جديد، حاجه زي كده، صح؟ ممكن يكون في حاجه تفصيله مختلفه مش عنده، فممكن. طيب لو هو عشان حابب حاجه جديده محتاجين نفكر بيحب حاجه جديده ليه؟ هو ممكن يا دكتور يكون بسبب انه لقى سيل مثلا في حته فده شده. حلو، فده ممكن احد الحاجات. فممكن احيانا في سيلز او تخفيضات تخلينا بشكل بسيط كده نجيب منتج واحنا مش محتاجينه اصلا، بس عشان خايفين لا بعد كده نحتاجه. ده حقيقي، فتلاقي حد مثلا رايح كارفور بيجيب عروض كتيره جدا وخصومات وحاجات زي كده في حاجات هو مش عايزها وما كانش هيجيبها اصلا. ده بيحصل. ماشي، الحاجه الثانيه، العميل بتاعنا ده ممكن يجيب حاجه جديده لمجرد تجديد. نظريا بس عمليا لما نفكر فيها هتلاقي انه عنده هدف من وراء التجديد. ايه الهدف؟ هدف مثلا ان الناس اللي حواليه لما تشوفه دايما بشكل احسن من اللي هو عايز يبان عليه. شوفه دايما بيلبس حاجات مختلفه ومتنوعه وكده. هل الناس اللي حواليه ملاحظه حاجه زي كده فعلا؟ غالبا لا، مش فارقه معاه، كل يوم بيجي بدله وخلاص. بس في نفس الوقت هو لو ما عملش كده يحس بتحدي، يحس بمشكله، ان احتمال كبير الناس لما تبص عليا تلاقيني لابس بدله كنت لابسها من 10 ايام، وبالتالي دي حاجه مش كويسه، دي حاجه مش حلوه. بعض الناس مثلا لما تخرج مثلا تروح مصيف، تروح رحله، تروح اي حاجه بتاخد معاها هدوم كتير جدا. ليه بياخد هدوم كتير؟ عشان كل ما يتصوروا في مره يكون صور مختلفه، فلما ننزل على السوشيال ميديا الناس تشوف كل مره لبس مختلف. المذيعات كل مره بتلبس حاجه مختلفه، كل يوم كل يوم كل يوم 29 سنه كل مره غالبا بتلبس حاجه مختلفه. ليه؟ عشان نفس الفكره ده، عندهم تحدي كده ان ممكن حد شايفهم لابسه حاجه النهارده تكون هي لبستها مثلا من سنه، فدي مشكله كبيره. وبالتالي العميل بتاعي ده قد يكون اللي بيخليه يشتري المنتج الجديد حاجه ايموشنال بس. الحاجه الايموشنال دي قد تكون مش حقيقيه، ممكن تكون هو فقط متوهمها، هو فقط حاسس بكده، بس فعليا مش كده خالص. طيب فاحنا يا جماعه محتاجين بقى نفكر في ايه؟ الباير بيرسونا بتاعتكم اللي انتوا هتكتبوها. كويس؟ الديموغرافيك والباك جراوند والايدنتيفاير. لما تكتبوا الخانات دي، وطبعا يا جماعه هبعت لكم البرزنتيشن دي عشان تكتبوا منها. لما تكتبوا الخانات دي تحتاجوا تفكروا لكل باير بيرسونا في التحديات والاهداف بتاعتهم. فانا ببساطه كده عندي باير بيرسونا الشخص اللي بيشتري بدله واحده في السنه. ده عنده مشاكل في كذا والتحديات في كذا، الحاجات القديمه عنده عنده ادمت وبالتالي عايز يجيب حاجه جديده. فده هيجيب بدله واحده وهيدفع فيها كل فلوسه يعني خلاص كده. عندي سيجمنت ثانيه، الناس اللي بتحب تجيب بدل بشكل مستمر، كل شهر ممكن يكون بيجيب بدلتين زياده. فده عنده تحديات وعنده اهداف غير اول واحد. وبالتالي كل باير بيرسونا عندي محتاج اجيب لها التشالنجز والتحديات بتاعتها. لما نيجي قدام بقى في الكورس ان شاء الله ونتعلم كتابه المحتوى هنعمل ايه يا جماعه؟ ببساطه
هنقوم احنا مطلعين الورق اللي احنا عاملينه بتاع تحديد الاهداف وهنكتب البوست بناء عليه. فالبوست اللي عاملها بتاعك هيحس انه بيتكلمه هو شخصيا بالتفكير بتاعه بطريقته، فيبقى سهل جدا جدا انه يشتري. وعموما يا جماعه في اي اعلان بيكلم الناس بما يعنيهم بالحاجات اللي هم حاسين فعلا، ده اعلان بيبيع. اي اعلان يقعد يتكلم عن قد ايه الشركه بتاعتنا دي شركه عظيمه وبقى لها 50 سنه في المجال وعندنا خبرات متوارثه عبر الاجيال وحبه حاجات زي كده، ده كله كلام ما يبيعش. الكلام ده كله يا جماعه اللي بنكتبه ده لو هيفيد يخلي العميل يحس انه هيوصل لحته احسن، حلو نكتبه. مش هيعمل كده ما نكتبوش. ماشي يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال في الباير برسونا على بعضها؟ ماشي يلا بينا. في حد بعت رسالة ولا إيه؟ تمام زي الفل. عندنا بعد كده حاجة اسمها ماركتينج ميكس أو المزيج التسويقي، ودي هنتكلم على حاجة بسيطة كده، يعني ده حاجة من الحاجات المشهورة جدا في الماركتينج. بس احنا طبعا يا جماعه هنا اساسا كورس ديجيتال ماركتنج، فاحنا بناخد الحاجات دي بشكل بسيط كده عشان نعرف ننفذها ازاي ونشتغل بيها ازاي، لكن مش عرفنا طبعا ندرسها بالتفصيل. الحاجات دي ممكن تدرس مثلا في 3 محاضرات لوحدها. يعني الماركتنج ميكس او الفور بيز دول عباره عن 4 كلمات بحرف بي، دول بيعتبروا الاساس لاي ماركتنج. طبعا في بعض الكتب او مراجع سميتهم 5 بيز، وفي بيوصلهم ل 30 و33 وحاجات زي كده مالناش دعوه بيه. كويس، دول الاساس بتوعنا. الحاجات التانية مش غلط، بس في الاخر ده اساس النظريه، ده اساس الموضوع خالص. احنا عندنا 4 حاجات، ال4 حاجات دول كمزيج مع بعض لو اتعملوا كويس يبقوا كويسين جدا، ما اتعملوش كويس او اي واحده فيهم باظت يبقى نتيجه ضعيفه جدا. اول حاجه البرودكت او المنتج، الحاجه التانيه البرايس او السعر، البليس المكان، والبروموشن اللي هي عمليات ترويج. فاحنا بالتالي عندنا المنتج بتاعي لو حلو اتحط له سعر مناسب واتباع في المكان المظبوط واتعمل له ترويج مظبوط نبيع كويس. لو احنا لاي سبب ما بعناش كويس، المشكله ممكن تبقى في اي ايتم من دول. مش لازم بالضروره الناس تفكر ان البروموشن بتاعي اللي فيه مشكله. الاصل ان احنا نفكر في ال4 حاجات دول، هل ممكن حاجه من ال3 تانيين دول او حاجه من ال4 دول تكون فيها مشكله؟ فاللي فيه مشكله من دول هياثر على الباقي. المزيج ده مع بعض اتعمل كويس هنبيع كويس جدا. البروموشن او حسب التسميات الجديده بقوا يسموها ماركتنج كوميونيكيشن، دي بقى اللي جواها الوسائل بتاعتي اللي بوصل بيها الدعايه بتاعتي للناس، ودي اللي جواها جزء بعمله عن طريق الاونلاين ماركتنج او الديجيتال ماركتنج، وجزء التاني بعمله اوفلاين عن طريق الحاجات اللي مش اونلاين بقى. فاحنا ان شاء الله طول الكورس بتاعنا هنكون بنتكلم جوه الجزء بتاع البروموشن على الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج او الاونلاين ماركتنج، ده الجزء بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في الكورس. الحاجات الثانيه ليها علوم اكتر بتدرسها بالتفصيل قوي، وبالذات في علوم الماركتنج سواء برايسنج او بتدرس في البرودكت بتاعك تصنعه ازاي او تختاره ازاي او حاجات زي كده، او دراسه الاماكن وحاجات زي كده. جميل؟ فاحنا يا جماعه طول الكورس هنكون بنتكلم في الحته دي بالذات. بعد كده عندنا بقى اخر حاجه من الحاجات بقى اللي هي ايه اللي احنا بندرسها من الماركتنج شويه، مع ان الحته دي مش ماركتنج قوي بس هي داخله في مجالات كتير سواء ماركتنج او مانجمنت او حاجات مختلفه. حاجه مشهوره جدا اسمها سوات اناليسيس. السوات اناليسيس او تحليل سوات هو عباره عن 4 كلمات، الاربعه دول مع بعض كده بيدونا نظره عامه قويه جدا للوضع الحالي للشركه. كويس، نظره عامه قويه جدا للوضع الحالي للشركه هي دلوقتي ايه. فأول حاجتين بنفكر في السترينث والويكنس، نقط القوة ونقط ضعف. نقط القوة بيكون شاملة كل نقط القوة اللي عندك، أي حاجة في المنتج بتاعك، في خدمتك، في الشركة بتاعتك، في كل حاجة عندك بتعملها كنقط قوة، حاجة ميزة تكتبها هنا. ودي غالباً ما يبقاش عندنا مشكلة فيها نكتبها. ليه؟ أي شركة أو أي عميل أو أي حد بتسأله قلت له إيه نقط القوة اللي عندك؟ هيقعد يقول لك حاجات كتير قوي وقد إيه إحنا جامدين وقد إيه إحنا مالناش حل. تدخل بعد كده على الويكنس. لما تسال حد غالبا ايه الويكنس اللي عندك، غالبا مش هتلاقي كلام كويس. ليه؟ لان اول حاجه في ناس كتير اصلا ما تعرفش الويكنس اللي عندها ايه، اصلا ما درستوش، ما تعرفوش، ما فكرتش فيه. الحاجه الثانيه في بعض الناس بتخبي عنك الويكنس بتاعها،
يعني ساعات تكون بتسوق لعميل او بتسوق لشركه، فصاحب الشركه وهو لسه ما يعرفكش في الاول مش هيكلمك على ايه الويكنس بتاعه. الحاجه الثالثه، في بعض الناس بتكون عارفه الويكنس وبتنكره. ليه؟ هو شايف ان العملاء غلطانين. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي مثلا بندي الكورس ده اونلاين، هل ده ان هو اونلاين سترينث ولا ويكنس؟ هنا في اختلاف. بعض الناس ممكن تشوفه سترينث، اه ده حلو جدا اونلاين، وبعض الناس ممكن تشوفه ان هو ويكنس، لا ده انا عايز المحاضر قدامي واشوفه اتكلم معايا كده يبقى احسن بكتير. طب الناس اللي شايفه ان هو ويكنس ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحلها ازاي؟ فساعات كتير بيكون عندك ويكنس في الشركه بتاعتك تدور على حل وتحله، فيا جماعه احنا نقدم كورس ثاني اوف لاين. واحيانا ثانيه بيكون عندك ويكنس في الشركه ملوش حل ومش هيتحل. هل ده موجود؟ اه، واغلب الشركات شغاله وعندهم ويكنس ما ما بيحلهوش. ولو انت ما عندكش ويكنس خالص وكل حاجه عندك مثاليه هتلاقي السعر بتاعك غالي جدا، وده في حد ذاته يعتبر ويكنس. وبالتالي احنا في بعض المشاكل بتكون عندنا، المشاكل دي نعتبرها ويكنس والمشاكل دي مش لازم نحلها. طب لو ما اتحلتش هل نعرف نجيب لها حلول تسويقيه؟ اه، يعني على سبيل المثال انا دلوقتي حد كلمني قال لي عايز يحجز الكورس معايا الاونلاين ده، بس هو عنده مشكله انه حاسس ان هو مش هيفهم كويس من اونلاين، مش هيركز معايا. فساعتها هنعمل ايه؟ ببساطه هنفكر في حلول كماركتينج لحاجه زي دي. ايه الحلول؟ اول حل واول حاجه بنعملها، اول خطوه، ان احنا بنقلل من تاثير الويكنس على العميل. يعني بشكل بسيط هو حاسس انه مش هيفهم كويس اونلاين، فانا هقول له ان الاونلاين بتكون انت شايف كل حاجه كويس جدا وسامع كويس جدا، وفي اي وقت ممكن تسال بالمايك او بالشات او اي حاجه كانك قاعد في محاضره عادي خالص. وبالتالي بدل ما هو كان حاسس بنسبه كبيره ان هو مش هيفهم، يحس ايه؟ ما الاثنين والله منظرهم زي بعض كده، هو ايه الفرق ان هو يكون واقف قدامي او ان انا اكون سامعه؟ ما كده كده، هو انا لو عايز اي وقت اسال، اه في اي وقت افتح المايك وسع على طول، او اكتب في الشات او اعمل كذا. فيبتدي يحس والله الموضوع ممكن يبقى يعني لطيف شويه. فاول حاجه بنعملها ممكن نقلل اثر الويكنس في ذهن العميل. الحاجه الثانيه ممكن نعلي السترينث بتاعنا قوي لدرجه ان الويكنس ده يبقى بالنسبه له صغير، فيشتري المنتج بتاعنا وهو عارف الويكنس اللي موجوده. فمثلا اقول له الكورس اونلاين هياخد منك وقت الكورس بالظبط، يعني الكورس 4 ساعات هياخد منك بالظبط 4 ساعات. الكورس لو اوفلاين فانت عندك ساعه ساعتين رايح في الطريق وساعه ساعتين راجع، فكده 8 ساعات فاليوم راح اصلا. فهنا يفكر، اه والله هي وجهه نظر، الكورس اونلاين ليه ميزه كذا، الكورس اونلاين ليه ميزه كذا. وبالتالي العميل بتاعي هنا حصل ايه؟ الويكنس ابتدى تاثيره عليه يقل وابتدى الاسترينث يزيد، فيشتري المنتج بتاعي حتى لو هو كان حاسس ان في بعض الويكنس لسه موجود. وده يا جماعه بيحصل في كل المنتجات تقريبا اللي احنا بنشتريها. اي منتج بتشتريه ما بيكونش المنتج المثالي اللي انت عايزه، بيكون في بعض الويكنس. بس كل ما الويكنس ده صغير شويه وعندك نقطه سترينث اعلى من كده فانت بتشتريه عادي جدا. فالحاجات بتاعتنا اللي ما نعرفش نحل الويكنس بتاعها بشكل عملي بشكل فعلي نقدر نحله عن طريق التسويق بتاعنا. الحاجات اللي بعد كده، عندنا حاجه اسمها opportunities او فرص، وعندنا حاجه اسمها threats او تحديات. فرص وتحديات. بشكل بسيط كده، الفرص هي الاماكن في الماركت اللي انا ممكن اروح لها وعندي فرصه ان انا اسوق لها. فمثلا انا دلوقتي بقول ايه؟ احنا داخلين دلوقتي، احنا حاليا في جو برد، فممكن استغل الفرصه دي وابيع منتجات خاصه بجو برد. الفتره اللي جايه الجو ودرجه الحراره تعلى قوي، واحده واحده كده لغايه ما يبقى حر، فانا ممكن اجهز للفتره اللي جايه. احنا حاليا الجو برد والناس كلها متلجه، بس احنا عندنا بعض الاماكن في مصر او بره مصر الجو بتاعها حلو، فانا ممكن استغل الفرصه دي في ان انا اسوق لرحلات سياحيه في الاماكن دي دلوقتي، بدل ما الناس كلها بردانه روح بقى كذا وانزل البحر. فممكن دي تبقى فرصه كويسه ليا. عندي فرص في حياة كتير، فطول ما انا شغال طول ما انا بركز جدا ايه الفرص المتاحه عشان اوجه الاعلانات بتاعتي ليها. الحاجه الثانيه، عندي ثريتس او مخاطر، ودي حاجه شبه الريسك اللي اتكلمنا عنه من شويه. حبه حاجات كده ببساطه هتعمل لي مشكله وانا شغال، فدي حاجات بقابلها
وانا شغال حاليا عندي حاجات في الماركت عامله لي مشكله، عندي حاجات في المنافسين، عندي مشاكل في كذا، عندي حبه مخاطر من كذا. فالمخاطر دي لما اكتبها اعرف اتعامل معاها او اخد لها بعض الاجراءات اللي تقلل تاثيرها على قد ما اقدر. فالاربع حاجات دول يا جماعه بيعتبروا هم الشكل العام للشركه بتاعتي، ايه الحاجات القويه فيها، ايه الحاجات الضعيفه فيها، الفرص عندي فين، التحدي عندي فين. ودي من الحاجات الاساسيه جدا اللي بتحط في اي ماركتنج بلان. جميل، حد عنده اي سؤال على شو اناليسيس؟ طيب احنا عندنا النقطه اللي جايه هنتكلم عن السيلز فانل، بس احنا خلينا ناخد بريك وبعد كده نرجع نتكلم عنه على بعضه، لان ده كده قصه كبيره شويه ومحتاج تشغيل دماغ حلو قوي، فمحتاج كل واحد يشوف بريك كده يعني يفك نفسه شويه، لا يشرب شاي لا يشرب قهوه حاجه زي كده، عشان نرجع ان شاء الله مع بعض نركز في الحته دي. حد بس عنده اي سؤال قبل البريك؟ حد عنده اي سؤال قبل البريك؟ ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، يعني لو انا سمعته صح فربنا يكرمك. طيب احنا دلوقتي الساعه على ساعتنا، على ساعتي انا هنا في القاهره 4 ل 5، فناخد بريك ان شاء الله ثلث ساعه، فنرجع مع بعض الساعه 4 وربع. ودايما يا جماعه البريك بتاعنا وكل موعدنا شرب جدا، شرب يعني بشكل فظيع يعني. كويس؟ فاحنا بريك وهنرجع مع بعض الساعه 4 و15 دقيقه توقيت القاهره، عشان لو حد من بره القاهره بس. ممكن تفضلوا زوم عادي طالما المايك مقفول، مش لازم تطلعوا تدخلوا تاني، ممكن تفضلوا موجودين معانا.
يلا بينا يا جماعة نكمل. قبل البريك كنا احنا بنتكلم على حبة حاجات في الماركتين كده، وجي دلوقتي بقى دور الحاجة العظيمة اللي بنسميها السيلز فونل. السيلز فونل عبارة عن حبة مراحل العميل بيعدي بيها من أول ما يكون لسه فيستور، مجرد عرفنا، مجرد بيسمع عننا، لغاية ما ينفذ معانا ويشتري. اللي بيعرف يعمل الحتة بتاعت سيلز فونل دي كويس بيبقى ماركتير قوي جدا. اللي ما بيعرفش غالبا بيكون ماشي بالحظ كده، ماشي هو نصيبه على حسب الدنيا ماشيه ازاي. بشكل بسيط لو احنا قلنا في اول السيلز فانل خالص، الجزء اللي فوق انا هجيب بس حاجه اعلم بيها عشان تبقوا شايفين بتكلم على ايه. لو قلنا اول جزء خالص، اول مرحله اسمها فيستورز. فيستور اللي هو ايه؟ مجرد واحد زائر. الزائر ده قد يكون واحد معدي قدام المحل بتاعك، واحد بيعمل سكرول على السوشيال ميديا شاف اعلانك، مجرد حد معدي كده، لسه ما عرفناش هو مهتم ولا مش مهتم ولا ايا كان ولا اي حاجه خالص عنه، ما نعرفش عنه اي حاجه. ولو افترضنا مثلا عشان نحط حبه ارقام كده ان احنا عملنا اعلان، الاعلان ده مثلا وصل لمليون شخص. فاحنا عندنا هنا مليون شخص وصل لهم الاعلان بتاعنا. يعني ايه وصل لهم؟ يعني مجرد بس ظهر على الشاشه قدامهم وهم بيعملوا سكرول. نيجي بعد كده للاعلان ده، لو احنا افترضنا ان هو كان فيديو، الفيديو ده لو في حد مش مهتم بيه يعمل له سكرول بسرعه جدا. احنا عموما السوشيال ميديا علمتنا نزهق بسرعه، نتفرج على اول 3 ثواني من الفيديو، لو شدنا نكمله، ما شدناش سكرول على طول. فبالتالي المليون شخص اللي راح لهم فيديو مش كلهم هيشوفوه، في جزء يكمل وفي جزء ما يكملش. فالجزء اللي كمل ممكن نعتبرهم باسم بروسبكت. يعني ايه بروسبكت؟ يعني ناس مستهدفه، ناس غالبا مهتمين، اللي مش مهتم سكرول. من المليون دول ممكن نقول مثلا عندنا 100,000 ناس مهتمه، ال 900,000 الباقيين ما اهتموش سكرول. طب هل النسبه دي معقوله؟ في الحقيقه ساعات كتير بتحصل. ليه؟ فكر كده الفيديوهات اللي بتجي لك على السوشيال ميديا، هل بتقعد تتفرج على اغلبها؟ هتلاقي لا، هتلاقي اغلبها بتعمله سكرول. الحاجات المهمه كويسه تتفرج عليها او اللي عجباك، اللي مش مهم سكرول على طول. فبالتالي مليون ممكن مثلا نفترض في الحاله بتاعتنا دي للمنتج اللي احنا مش عارفينه ان اللي اتفرج منه على الحاجه زي كده كانوا 100,000. نيجي بعد كده ال 100,000 دول هل كلهم يكلمونا؟ في الحقيقه لا، في جزء من دول يكلمونا وفي جزء يتفرج على الفيديو ما يكلمناش. فاللي يكلمونا هنحطهم هنا في الليفل مثلا بتاع الكونتاكت، فنقول مثلا دول 10,000. سواء بقى حد بعت لنا رساله، عمل لنا كومنت، اتصل في تليفون، ايا كان، اي حاجه من الاوبجيكتيف بتاعتنا دي اللي لسه قدامنا شويه ان شاء الله هنتعرف عليهم كلهم. هل كل اللي كلمنا مهتم؟ لا، في ناس مش مهتمه، في ناس سالت بدافع الفضول، في حد كان اشترى اصلا وهو بيسال عشان يعرف الاشتراء ده كان اشترى كويس ولا ضحك عليه ولا ايه، وهكذا. وبالتالي ممكن ساعتها نفكر في حاجه اسمها ليدز، ونقول دي هنحط فيها الناس المهتمه، الناس اللي عايزه تشتري او ناويه تشتري غالبا. فنقول مثلا من ال 10,000 دول مثلا طلعوا 3,000. فال 3,000 دول ناس الى حد مهتم. هل كل الناس المهتمين يعملوا اوردرات؟ الحقيقه لا، في ناس تعمل اوردرات وناس ما تعملش. فاللي عمل اوردرات هنسميه حاجه اسمها فايناليست. يعني ايه فايناليست؟ مجازا كده ده شخص مخلص معاك، قال لك خلاص انا عايز اوردر، عايز منتج، انا عايز الخدمه بتاعتك، هحجز الكورس معاك، هعمل حاجه زي كده. فدول يطلعوا كام؟ نقول مثلا طلعوا 1,000 فرضا كده، 1,000 واحد. ال 1,000 دول هل كلهم يستلموا المنتج؟ لا، في حد يقول لك انا عايز اوردر وعلى المندوب يوصل له ما يردش عليه، يشوف المنتج وما يستلموش، يقول لك انا هاجي بكره احجز الكورس وما يجيش، ده انا هكتب الدواء بتاعك في روشتة وما يكتبوش. فمن ال 1,000 دول مش كلهم بيبقوا كلاينت، مش كلهم بيدفعوا فلوس، في جزء يدفع فلوس وجزء ما يدفعش. فلو افترضنا مع بعض برضه رقم ان من ال 1,000 دول عندنا مثلا 500 هم دول اللي بقوا كلاينت بجد، دول اللي فعلا دفعوا فلوس وكسبت من وراهم فلوس. لو احنا بصينا الارقام اللي احنا افترضناها دي مع بعض على المنتج اللي احنا ما نعرفوش، هنلاقي ان احنا عندنا بدانا في الاول الفانل خالص بمليون واحد شافوا الاعلان، ووصلنا في الاخر ل 500 واحد فقط دفع الفلوس. اغلب اعلانات السوشيال ميديا بشكل عام بتمشي بحاجه شبه ده كده، شبهها، مع الفرق الارقام.
يعني في منتج او خدمه معينه من المليون دول توصل ل 500، وفي منتج تاني من مليون توصل ل 10,000، كل واحد على حسب منتجه وخدمته وعلى حسب المهاره بتاعته. طب ايه الفكره هنا فين بقى، او الحوار هنا فين؟ بشكل بسيط كده، العملاء بتوعنا اللي عدوا مرحله تقول لنا ان هم مهتمين لكن ما كملوش لغايه ما يو كلاينت، انا بحاول اعرف هم يا ترى ما كملوش ليه، وبعد كده بحاول اروح واشدهم تاني يكملوا. يعني على سبيل المثال عندنا 100,000 واحد اتفرج على الفيديو بتاعنا فغالبا مهتم. ليه مهتم مش بيتفرج لمجرد ان هو فاضي؟ لان غالبا الفيديو بتاعنا ده بيكون فيديو اعلاني دعائي، والناس بطبيعتها ما بتحبش تتفرج على الاعلانات. اي حد فينا لو يتفرج على اليوتيوب وجه في النص اعلان بيكون مستني ال5 ثواني وهو بيموت عشان يدوس سكيب، وبالتالي الناس ما تحبش تتفرج على الاعلانات. فطالما اتفرجوا على اعلانك بنسبه كبيره مهتمين. فال100,000 المهتمين دول منهم 10,000 بس بعتوا لك رساله. نعمل احنا ايه بقى؟ نروح بقى احنا لباقي ال 90,000 اللي هم 90,000 اللي ما بعتوش رساله، ونعمل اعلان ليهم هم بالذات. الاعلان ده مش هيوصل ل 100,000 كلهم، لا هيوصل ل 100,000 واحنا شايلين منهم ال 10,000 دول، لان دول اصلا بعتوا رساله خلاص. فاقوم عامل اعلان للناس دي، اخدهم من ايديهم كده ينزلوا معايا عشان يبقوا كلاينت. فالاعلان الجديد مش هبعته لمليون جداد، لا ده انا هبعته ل 90,000 بالذات بالعدد بالاسم، انا عارفهم ونعرف مع بعض بنعرفهم ازاي وبنحددهم ازاي. ال 90,000 دول كلهم اتفرجوا على الفيديو لكن ما بعتش رساله. فانا لو اول مره بعت ال 500 عميل، تاني مره 90,000 دول اتفاجئ مفاجاه كبيره قوي ان هم باعوا لي عدد كبير. نفترض مثلا جبنا منهم 800 عميل. ليه عدد كبير؟ لان هنا الناس دي اتحقق مع حاجه لطيفه قوي. ببساطه العملاء بتوعنا اللي اتفرجوا على الفيديو اول مره، الناس دي كانت اول مره تعرفنا، لا شافك ولا عرفك ولا عرف منتجك قبل كده، ناس جداد. فرصه انه يستجيب لك ويشتري معاك من اول مره ضعيفه جدا، فتلاقي الاوردرات قليله. الناس اللي هنا دي بقى تاني مره، الناس دي لسه جاي لها فيديو ليك حلو عجبهم اتفرجوا عليه، بعد كده شافوا اعلان تاني ليك فيكملوا معاك بسهوله ويشتروا منك. الحاجه اللي بعد كده، الناس اللي راحوا كونتاكت، في عندي 10,000 واحد كلمني في الرسائل. ال 10,000 واحد دول في جزء منهم راح بقى ليد 3,000، وفي عندي 7,000 ما بقاش ليد. نعمل ايه؟ نفس الكلام، هروح لل 7,000 بالذات وهنعرف مع بعض نجيبهم ازاي. ال 7,000 دول اعمل لهم اعلان خاص ليهم بالذات عشان يتحركوا يكملوا معايا باقي مراحل الفانل لغايه ما يبقوا عملاء. هل دول برضو يشتري ناس كتير؟ اه. ليه؟ لان ده اول مره شاف فيديو ليك وكمان اهتم انه يبعت لك رساله يعرف التفاصيل او يعرف السعر او يعرف اكتر، فده حد مهتم اكتر. نفس الفكره دي ممكن نعملها مع الليد، نفس الفكره دي ممكن نعملها مع الفاينالست، بحيث ان انا ببساطه كاني بدخل الناس جوه الفانل ده، واي حد دخل جوه بضغط عليه بعد كده عشان يعدي من تحت ويبقى كلاينت. الموضوع ليه مثل بلدي الصراحه قوي بس بحب اشرحه قوي. يعني في عارفين كده لما حد بيحط كريمه على التورته، مش عندهم كيس كده بيسموه كيس حلويات، بيعملوا ايه؟ كيس الحلويات ده زي الفانل ده بالظبط، بيجيب الكريمه يحطها جواه، اللي دخل جواه يقعد يضغط عليها يضغط عليها عشان ينزل من تحت مظبوط. نفس الكلام حرفيا احنا بنعمله مع العملاء، بنجيب العملاء المهتمه ندخلهم جوه السيلز فانل، طب اللي ما اهتمش من الاول بنطلعه بره عشان ما نصرفش عليه فلوس تاني. اللي اهتم ندخله جوه، ندخله هنا، دخل هنا في اي مرحله من دول احنا بنعرف هو ايه فين بالظبط، وبنضغط عليه باعلانات تانيه لغايه ما يعدي يبقى كلاينت. فاول حمله جابت لي حبه عملاء، الحمله التانيه تجيب لي اكتر، الثالثه اكتر، الرابعه والخامسه وهكذا. ويبقى عندي ميزه ان كل حمله من دول بتوصل لعملاء شافتني قبل كده، وعندي ميزه ثانيه بقى رائعه بقى احسن مما يمكن. ايه هي؟ ان الحمله الاساسيه اللي في الاول خالص انا عملتها توصل لمليون، فمعنى كده ان انا دافع فلوس توصلني لمليون، لان زي ما هنعرف قدام شويه ان شاء الله في الكورس ان انا بتحاسب على حسب مهارات ظهور الاعلان. فكل ما الاعلان بتاعي يكون عايزه يظهر اكتر بدفع فلوس اكتر، فانا هنا دافع فلوس عشان اوصل لمليون، دافع كتير قوي.
الحملة التانية دي أنا دافع فلوس عشان أوصل ل 90,000 بس، فدافع أقل بكتير. الحملة دي دافع فلوس عشان أوصل ل 7,000 اللي هم 10 ناقص 3، الحملة دي أقل، الحملة دي أقل. وبالتالي الحملات دي اللي بنسميها بقى حملات ري تارجتنج أو إعادة استهداف، بتكون حملات بنتكلف فيها فلوس أقل ومع ذلك بنوصل فيها غالبا لعملاء أكتر. فبشكل بسيط لما نيجي نعمل إعلان هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الإعلان الأساسي خطوة خطوة، الحاجة التانية هنتعلم مع بعض إزاي نقيس كل مرحلة من دول مين اللي وقف عندها ويا ترى وقفوا ليه، الحاجة التالتة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل حملات إعادة الاستهداف عشان تجيب أي حد وقف وكان مهتم بيا إنه يتكلم معايا ويشتري. حد عنده أي سؤال في الجزء بتاع السيلز فانل قبل ما نكمل؟ طبعا يا جماعة احنا الكلام ده كله هننفذه مع بعض عملي خطوة خطوة، بس زي ما اتفقنا النهاردة محتاجين نفهم مع بعض الصورة العامة ايه اللي هننفذه عشان واحنا بننفذ تبقى الصورة الكبيرة واضحة. حد عنده أي سؤال في الحتة دي؟ طيب تعالوا نبص بقى على الجزء اللي على الشمال. عندي 3 أنواع من العملاء، كويس؟ أنا عايز بس أجيب لكم بدور بس على حاجة معينة بس مش لاقيها للأسف في البرنامج، ما علينا. عندنا يا جماعة 3 أشكال من العملاء اللي على الشمال دول، عملاء ما تعرفنيش خالص بنسميهم كولد اودينس، عملاء باردة من الآخر يعني، من غير مش قصدنا شتيمة ليهم بس في الآخر كده إيه كولد اودينس. الكولد اودينس دول يا جماعة هم ناس ما يعرفونيش قبل كده وما سمعوش عني، فدول يبقوا ناس أقل استجابة معاهم. عشان كده لو حد شغال في السيلز كده بيسموا حاجه زي كده كولد كولينج، لما حد يكلمك وهو ما يعرفكش واهلا بيك يا فندم وعندنا شقه في العاصمه الاداريه لو عايز تشتريها وحاجات زي كده، ده كولد كولينج. بتكلم حد ما يعرفكش ما عندوش عنك اي فكره، نفس الكلام في الاعلانات، تعمل اعلان لحد ما يعرفكش قبل كده، فده اكتر عميل صعب انه يجي معاك، ومع ذلك لازم هتبدا بيه كمرحله في الاول. العميل اللي اهتم شويه ودخل معايا في نص السيلز فانل كده، ابتدى يدخل معايا جوه السيلز فانل، بنعتبره حاجة اسمها ورم اودينس. الورم اودينس ده عميل عنده حبة معرفة عندك وعنده حبة اهتمام بالمنتج وبيفكر كده يعني احتمال يشتريه. العميل بعد كده لما يوصل معاك للمراحل الاوربت كلاينت، بقى ليد، بقى فاينلست، حاجة في المرحلة دي بنعتبره هوت اودينس. يعني ايه هوت اودينس؟ الهوت اودينس ده هو عميل خلاص داخل في آخر مرحلة وغالبا هيشتري النهارده. فيشتري منك يا يشتري منافس يا ما يشتريش خالص، النهارده هياخد اكشن. فده بنحتاج ان احنا نلحقه بسرعه عشان ما يروحش يجيبنا حد تاني. وبالتالي واحنا بنعمل اعلانات او بنكتب محتوى لاي عميل لازم اعرف هو العميل ده نوعه ايه؟ هل هو كولد ولا ورم ولا هوت؟ عشان دايما اعمل له اعلانات تتناسب مع نوع العميل ده بالذات. فالكولد اودينس هكلمه على انه ما يعرفنيش فممكن اعرفه نفسي اكتر. الورم اودينس هزقه اكتر ان هو يشتري ويكمل معايا خطوات. الهوت اودينس هقول له يلا اشتري النهارده والا في عرض جامد جدا هيفوتك. فكل واحد من دول هنتعلم مع بعض نكتب له الاعلام بطريقه مختلفه، وهنتعلم مع بعض ازاي نوصل له ونعمل له حمل تارجتنج خاصه بيه هو بالذات. حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال يا جماعه افتحوا المايك واسالوا على طول. يعني الجروب ده صراحة من الجروبات اللي مش بتسأل كتير، فدي احيانا بكون حاجه كويسه قوي ان كل الناس ما شاء الله فاهمه، واحيانا بقلق ان في ناس تكون مكسوفه تسال. فيا جماعه بطمنكم يا جماعه اللي عنده اي سؤال في اي وقت يفتح المايك ويسال او يبعت في الشات على طول عشان بس اطمن ان انتوا الدنيا معاكم تمام. نيجي بعد كده لاخر جزء بقى في البرزنتيشن بتاعنا، حاجه اسمها سوستك موديل. وده موديل او نموذج كده بنستخدمه عشان يسهل علينا وضع خطه لطيفه للشغل بتاعنا. طبعا احنا في الكورس بتاعنا هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الخطه دي وازاي ننفذها كل حاجه فيها باذن الله، كويس؟ بس في نفس الوقت خليك عارف حاجه مهمه قوي، ان انت لو بقيت مسؤول بعد كده عن ماركتنج بتاع مشروع كبير، ان انت محتاج تدرس حاجات ادفانسد عن اللي احنا بندرسه هنا في جزء الماركتنج. جزء الديجيتال في الكورس متغطي حلو جدا بشكل رائع، بس حاجات الماركتنج اللي بنتكلم فيها النهارده لو انت بعد كده بقيت مسؤول عن مشروع كبير محتاج تدرس كورس خاص كامل كده بالماركتنج بالذات، كويس؟ طيب يعني ده حتى يا دكتور اللي بياخدوا الدبلومه كامله؟
يعني احنا مثلا في الدبلومه كان في كورس قبل كورس الديجيتال ماركتنج خاص بالماركتنج نفسه، كان شهر ونص برضه. فهل قصد حضرتك غير ده كمان؟ لا غير، مش ده هو ده يعني اللي درس قبل كده ماركتنج، سواء الشهر ونص بتاع الدبلومه او كان دارس تمام. بره حاجه كده، ده حلو قوي يكفيك. اللي اوكي اقصده لو حد ما درس حاجه غير الديجيتال ماركتنج بس، لو حب يشتغل في الماركتنج محتاج يتعلم حاجات زياده. ايوه، يبقى كده اللي درس الدبلومه، واعتقد بالظبط معظمنا كده يعني بتاع ده، يبقى كده هو يقدر يخش سوق العمل عادي بقوه يعني. بالظبط ان شاء الله. ماشي، اللي اقصده بقى برضه عشان ايه اكد بس الحته دي، عشان انا بحب في كل كورس كل واحد يبقى عارف هو درس ايه وايه اللي فاضل له وايه اللي عمله. لو بعد الكورس ده حد هيشتغل كديجيتال ماركتنج يكفيك جدا الجزء اللي انا بدرسه، اللي هو ان شاء الله 24 ساعه و24 ساعه، يكفيك جدا في كل حاجه. لو في حد هيشتغل في الماركتنج بقى نفسه، مش الديجيتال، الماركتنج نفسه، محتاج تتعلم حاجات اكتر. لو انت هنا تبع الاكاديميه ودرست الجزء بتاع تبع الدبلوم بقى بتاع الماركتنج، حلو جدا. لو انت ما درستوش فممكن تفكر ان انت تدرسه، او تفكر ان انت تتعلمه باي طريقه ما. جميل، انا بس بتكلم كده عشان في ناس، انا عارف كل مره في الكورسات بيكون في ناس درست حاجات دي وفي ناس ما درستش، فدايما بحب اوضح للناس الصوره العامه شكلها ايه. طيب عندنا موديل لطيف بيسموه سوستك موديل. طب انا اسفه يا دكتور، ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي. طيب ازاي بقى الواحد، هو لو يعني انا مثلا درست ديجيتال ماركتنج قبل كده، بس اكيد المعلومات اللي حضرتك بتقولها انا هي بسمعها بطريقه مختلفه، ازاي اخلي التاثير بتاع الكورسز بتاعت حضرتك عليا يبقى قوي، وابقى استفدت بكل حاجه حتى لو انا المعلومات دي مثلا شفتها قبل كده؟ بصي انا هقول لك، اول حاجه اللي محتاجه منكم بشكل قوي قوي ان انتوا تطبقوا معايا الكلام العملي اللي بنقوله. يعني النهارده اقل حاجه في كل سيشنز فيها كلام عملي شويه بشكل بسيط كده، النهارده محتاجكم تكتبوا حبه نوت بسيطه، حاجات بسيطه قوي. من السيشن الجايه هنبتدي نتعلم مع بعض خطوات كتير في كل منصه من المنصات بشكل عملي قوي. فكل اللي محتاجه منكم ان انتوا تطبقوا معايا الحاجات اللي بنعملها دي. لو طبقتوها كويس وعملتوا حبه تاسكات اللي في الاخر هنسميها بروجكت، يعني اللي احنا لما نجمع فيها كلها مع بعض اللي احنا بنعمله، هنطلعوا ان شاء الله مستفيدين استفاده قويه جدا، يعني اكاد ازعم ان هي احسن من اي استفاده ممكن تكونوا استفدتوها قبل كده. الحاجه الثانيه يا جماعه، الكورس بتاعنا ده فيه ميزه حلوه ان هو كورس متكامل. احنا الحمد لله عندنا الوقت بتاعنا كويس، وهتاخدوا كورس متكامل بشكل قوي قوي مبني على الماركتنج اللي احنا بندرسه النهارده، فهتعرفوا تنفذوا الكلام لاي مشروع او اي شركه بشكل عملي بطريقه كويسه جدا باذن الله. فالحاجتين دول اتوقع يعني ايه هيفيدوكوا كويس جدا جدا ان شاء الله يعني. حلو قوي، شكرا لحضرتك يا دكتور. تسلم. طيب السوستك موديل زي ما قلنا هو عباره عن 6 كلمات، انا الاول هشرحهم كل واحده فيها عباره عن ايه، وبعد كده هنفكر مع بعض في الحاجات اللي احنا درسناها النهارده. كل واحده من دول هتتحط في خطوه هنا جوه السوستك موديل. يعني بشكل بسيط كل حاجه احنا اخذناها مع بعض النهارده هنحطها في حته من دول. فدلوقتي يبقى احنا عرفنا كل واحده من دول لوحدها هي ايه، عرفنا بتعمل ازاي، وبعد كده عرفنا في البلان مكانها فين، فيبقى التركيب مع بعض كده كله كويس ان شاء الله. اول حاجه لما اجي اعمل خطه محتاج افكر اول حاجه خالص بتكون موجوده في اي خطه هي السيتويشن او الوضع الحالي، الكرنت سيتويشن. احنا حاليا فين؟ احنا حاليا بنعمل ايه؟ احنا حاليا ايه وضعنا الحالي تماما؟ لو انت عملت اي خطه بداتها بانا هعمل ايه، الخطه دي مش مظبوطه. لازم الاول تقول انا حاليا فين، فده بنحطه في مرحله سيتويشن، وهنعرف كمان شويه ايه الاجزاء اللي جواها. الحاجه الثانيه بتفكر في الاوبجكتيف والهدف بتاعك. انا يا ترى هروح بقى اعمل ايه، ايه الهدف بتاعي، انا عايز اعمل ايه. فاول خطوتين في اي بلان ببقى انا دلوقتي فين وعايز اروح فين. الحاجات اللي بعد كده هي اللي بتساعدني اتنقل من مرحله سيتويشن للاوبجكتيف بتاعي واحققه. فاول حاجه في اي خطه انا فين رايح فين. الحاجه اللي بعد كده عندنا 3 خطوات مبنيين على بعض. ال3 خطوات دول بيكون فيهم بقى الحاجات اللي انا هستفيد بيها عشان انفذ. حاجه هنسميها استراتيجي، وحاجه هنسميها تكتيك، وحاجه هنسميها اكشن. هنتكلم على التفاصيل بتاعتهم كل واحده لوحدها دلوقتي، بس خلينا الاول ايه نبص بص تحت كده على الكنترول، بعد كده نرجع لهم تاني.
الثلاث حاجات دول اللي هيخلوني اوصل من استويشن للاوبجكتيف. اخر حاجه خالص خطوه الكنترول دي اللي بتخليني ابقى متحكم في الحاجه بتاعتي في الخطه دي واعرف اقيسها ازاي، بحيث ان وانا بقيسها اقدر اعرف هل يا ترى انا ماشي في القياس بطريقه مظبوطه ولا يا ترى انا عامل حاجه غلط. هل يا ترى اللي انا كنت حاطه والحاجات اللي عاملها دي انا ماشي فيها بنفذها صح ولا غلط؟ هل يا ترى لو انا قلت انا عندي اوبجكتيف كمان سنه، فانا لما اجي اقيس كمان 3 شهور ايه اللي ممكن اقيسه فاعرف ان انا كمان سنه هوصل فعلا ولا لا؟ حلو. فاحنا عندنا الست حاجات دول، وضع حالي، اوبجكتيف، 3 حاجات بيعبروا عن انا هعمل ايه، بعد كده الكنترول اللي بيتحكم في حاجات دي ويقدر يقيس لي بالظبط هل انا ماشي على البلان بتاعتي مظبوطه ولا مش ماشي، ولو ماشي غلط اتصرف اشوف هعمل ايه. نيجي بقى للثلاث اجزاء دول. دكتور معلش انا اسف بعد اذنك، اتفضل. هو ممكن الكلمه اللي تحت كنترول ايه عشان انا مش باينه؟ كنترول مانجمنت. اوكي. الكنترول عباره عن ان انا بقيس التنفيذ بتاعي بتاع البلان وهي شغاله، واتاكد ان هي ماشيه بشكل مظبوط. يعني على سبيل المثال كمثال عملي كده، لو انا قلت مثلا انا عندي كورس ديجيتال ماركتنج، فانا هدفي ان شاء الله ان انا في خلال سنه اكون دربت 1000 طالب او 1000 حد، يعني مش طلبه، احنا بنتكلم كبار شويه، لو دربت ايه 1000 متدرب. فممكن اقول انا غالبا لسه بادئ المشروع بتاعي، فالمتدربين في الاول هيكونوا قليلين، مع الوقت هيزيدوا. فممكن مثلا اقول ايه، ان انا هبدا في اول شهر هدفي ان انا مثلا اوصل ل 30 متدرب، ثاني شهر 50، ثالث شهر 70، رابع شهر كذا، خامس شهر كذا، وهكذا لغايه ما اكمل عن ظهر السنه التوتال 1000. فانا ممكن اقول هنا في الكنترول مثلا احط كي بي اي اللي هو كي بيرفورمانس انديكيتور، حاجه بتقيس لي كده ان انا هشوف كمان 3 شهور وصلت لايه. لو لقيت نفسي كمان 3 شهور وصلت ل 50 طالب، يبقى انا كده ماشي على بلان مظبوطه، وان شاء الله على نهايه السنه هنكون وصلنا ل 1000. لو لقيت ان انا في خلال 3 شهور ما وصلتش للرقم ده، يبقى انا عندي مشكله في حاجه من دول. فالكنترول هي عباره عن حاجات بتقيس تنفيذ البلان، مش كفايه ان انا احط بلان، الخطه لوحدها مش كفايه، لازم احط معاها الحاجات اللي هقيسها اثناء ما البلان دي بتنفذ، عشان اعرف هل يا ترى انا ماشي مظبوط والبلان بتنفذ صح ولا فيها مشكله فاعدلها. جميل. وهنشوف دلوقتي حبه امثله لطيفه كده. حد بس عنده سؤال الاول قبل ما نتكلم على الفرق بين الثلاثه دول؟ حد عنده سؤال في الحاجات العامه؟ انا عندي سؤال. اتفضلي. هل كل الحاجات دي يقدر الماركتير لوحده هو يقوم بيها، ولا لازم يبقى في تيم كامل بيشتغل مع نفسه؟ عشان انا عن نفسي مثلا بشتغل، انا بمسك الاكونت فروم اي تو زي، فازاي اعرف اعمل ده من غير لما الحاجه ترش اوفر مي يعني؟ بصي، اول حاجه كل شركه وكل منتج ليه وضع مختلف. احيانا بكون شغال في شركه انا نفسي كل حاجه، واحيانا بكون انا نفسي صاحب الشركه، يعني انا صاحب الشركه وانا ماركتير وانا بعمل اعلانات وانا اللي بكلم العملاء وانا بكتب محتوى وبعمل كل حاجه. ده وضع موجود. واحيانا بكون انا مسؤول جوه شركه عن قسم زي ما انت بتتكلمي عليه كده، جزء كده انا كل حاجه في الحته دي، فساعتها هنحتاج ان احنا انا كفرد اعمل كل الكلام ده لوحدي، انا اللي اعمله وانا اللي انفذه، وهنعرف مع بعض هنعمله ازاي. احيانا تانية بكون شغال في شركه الحجم بتاعها اكبر شويه، فانا معايا تيم كبير، احنا تيم من 5 من 10 من 20 من 50 على حسب حجم الشركه. كل ما حجم الشركه بيكبر كل ما بيشترك في الحاجات دي ناس اكتر. بس انا ساعات بكون في حالات كتير انا لوحدي في كل حاجه، بعمل الكلام ده وانا اللي بنفذه وانا اللي بقيس هل يا ترى انا ماشي صح ولا ماشي غلط. اوكي، شكرا يا دكتور. طب سؤال تاني معلش، ممكن دلوقتي. هو ليه في ناس يعني ليه دايما في شركه، يعني اي كلاينت جديد انا بقعد معاه او اي شركه جديده انا بروح عشان بوزيشن معين له علاقه بالماركتنج في الشركه دي، كل الناس بيقولوا ان احنا بتوع الماركتنج دول اكتر ناس ضحكوا علينا في الدنيا، ليه المعلومه دي منتشره قوي؟ اقول لك انا ليه. اول حاجه، الناس بطبيعه الحال بتحب تشتري، ما تحبش حد يبيع لها. احنا كلنا ممكن نحب قوي قبضنا فلوسنا نروح مول نلف نجيب اللي احنا عايزينه،
لو انت بتتفرجي على الحاجات لقيتي الراجل البياع اللي جوه المكان بيسالك مساء الخير يا فندم، حضرتك عايزه ايه؟ بتدوري على ايه؟ طب اجيب لك كذا، طب ايه رايك في كذا؟ احنا ما بنحبش كده. الناس اللي شغاله في مجال الماركتينج او مجال السيلز لما بيتكلموا عن نفسهم او بيعرضوا نفسهم غالبا بيكون هم اكتر ناس بيقدروا يعرضوا نفسهم بطريقه كويسه. فالعميل اللي قدامنا او الشركه ساعات بيحس ان هو بيتباع له مش ان هو اللي بيشتري. فالعميل بتاعنا لما يحس ان هو بيتباع له مش هو اللي بيشتري بيخاف، بيروح لمرحله الديفنس كده، كان حد بيحاول يضحك عليا، الراجل ده بيحاول يقنعني بنفسه او بيحاول يبيع لي نفسه او يضحك عليا ويتفق معايا او ياخد مني فلوس كتير. فدي حاجه عامه بنقابلها دايما سواء في السيلز او في الماركتينج، نفس وجهه النظر دي. اوكي بس وملهاش حل غير ان انا اعرف ان انا اكلم العميل بطريقه صح ازاي، يعني دي من الاخر كده محتاجه مهارات سيلز اكتر من مهارات ماركتينج. لان في الاخر حتى لو انا ماركتير وقاعد مع صاحب شركه مثلا بتكلم معاه، الميتنج بتاعي معاه ده ميتنج بتاع سيلز. يعني ايه ميتنج سيلز؟ يعني انا رايح ببيع له نفسي ومهاراتي، فانا رايح بعمل سيلز بالكامل. بنتكلم على جزء تكنيكال بتاع الماركتينج بس انا في الاخر بعمل سيلز. ايوه صح. فربنا يكون في عونكم ان شاء الله يا جماعه. طيب حاجات لطيفه جدا في الماركت بتاعنا يعني. طيب عندنا بقى الثلاث اجزاء بتوع الاستراتيجي والتكتيك والاكشن. دول دلوقتي انا هقول لكم مثال بسيط جدا نفهم بيهم كل واحده ايه. المثال ده لو ظبط معاكم حلو، ما ظبطش معاكم مش مشكله، لان احنا دلوقتي هناخد مع بعض كل جزء من اللي احنا درسناه واقع فين في دول. اول حاجه تخيلوا معانا عندنا فريق كوره. الاستراتيجي بتاعتنا بنتكلم ان احنا هنلعب باستراتيجي هجوميه. انا عندي استراتيجي، الاستراتيجيه بتاعتي في الماتش ده استراتيجيه هجوميه. التكتيك بتاعي ان انا هعتمد على الهجوم على الاجناب ورفع العرضيات. فالاستراتيجي الهجوميه دي هنفذها من خلال التكتيكس. كويس؟ حتى بيقول لك ايه؟ تنفذ ازاي تحديدا؟ الاكشن بتاعي ان انا اقول محمد صلاح هيجري من اليمين من الناحيه الفلانيه، ومحسن جابر مش عارف هيجري من الشمال مش عارف منين، ومين يعمل ايه يقف فين وهكذا. فدول هينفذوا كده التكتيك بتاعي. فالاستراتيجي بتكون حاجه عامه اكتر، حاجه بتتكلم احنا هنعمل الكلام ده ازاي، فاحنا عشان نكسب الماتش الجاي لازم نغلب 2-0 وبالتالي هلعب باستراتيجيه هجوميه. فالاستراتيجي اصلا مبنيه على السيتويشن والاوبجيكتيف. احنا حاليا وضعنا سيء، لازم نكسب الماتش الجاي بفرق جونين. فايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي بقيت عارف وضعنا ايه وعارف الهدف الاوبجيكتيف، ابني عليه الاستراتيجي. بيانات الاستراتيجي عايز العب هجومي، افكر بقى ايه التاكتكس تحديدا اللي هنفذها عشان اوصل للنتيجه بتاعتي. هلعب بالاجناب مع رفع العرضيات عشان عندي لعيبه كويسه بتعرف تلعب بالهيد. الاكشن بتاعي بيكون حاجه تفصيليه بقى، مين هيعمل ايه؟ فلان هيتحرك ازاي؟ هيتحرك امتى؟ هينفذ ايه؟ مين هيستلم مين؟ كل حاجه بالتفصيل. فالثلاث حاجات دول مبنيين على بعض، الاستراتيجي بيطلع بعدها التاكتكس، التاكتكس بيطلع بعدها الاكشن اللي تنفذهم. واحنا شغالين وبنقيس في الكنترول، لو لقينا رقم غلط، لقينا مثلا ان احنا كنا المفروض نكسب فرق 2، الشوط الاول خلص واحنا مغلوبين 1-0. ايه المشكله فين؟ عندنا غالبا مشكله يا في الاكشن يا في التكتيك يا في الاستراتيجي. يا اما الاستراتيجيه بتاعتي كانت غلط فبحتاج اعدلها، يا اما التكتيك اللي بنفذ بيه الاستراتيجي ما كانش مظبوط، يا اما الاكشن ما تنفذش، اللعيبه ما نفذتش كلام المدرب. فعندي هنا مشكله. طيب الكلام ده بقى بشكل ماركتينج بقى في الجزء بتاعنا كده ممكن نفكر فيه ازاي او ممكن نعمله ازاي؟ بشكل بسيط يا جماعه دلوقتي احنا مع بعض هنفتح الحاجات بتاعتنا، كويس؟ هرجع ورا في السلايدز. كل سلايد منهم احنا هنفكر هي واقعه فين جوه صوت التكوين مع بعض. ماشي؟ واحده واحده كده هتلاقوا الدنيا لطيفه. يلا بينا نجرب مع بعض. يلا. تعالوا نرجع لغايه هنا. نبدا بهنا. العملاء بتوعي نوعهم بي تو بي او بي تو سي؟ ده سؤال صعب شويه بس ايه ممكن يجي معاكم حلو. هل ده حاجه في الوضع الحالي؟ يعني هل ده كده
في الوضع الحالي بتاعي انا ببيع كذا بي تو بي او بي تو سي، فنعتبره سيتويشن، ولا هو اوبجكتيف انا عايز ابيع لكذا، ولا هو من خطوات التنفيذ سواء كان استراتيجي او تاكتيك او اكشن، ولا هو كنترول بيس بي. تاني كده بالراحه فكروا معايا، النوع العملاء اللي انا هبيع له سواء كان بي تو بي او بي تو سي، النوع ده بوضع حالي ولا هدف ولا طرق تنفيذ؟ لا ده هدف. هدف ماشي، عندنا رايين لهدف. لا استراتيجي. وعندنا راي استراتيجي ماشي. استراتيجي برضه يا دكتور. وعندنا راي تلات استراتيجي ماشي. ايه تاني؟ حد تاني عنده راي مختلف؟ طيب خلينا واحدة واحدة وهقول لكم الحتة دي بالذات صعبة ليه كل حاجة. طيب خلينا واحدة واحدة ونفكر مع بعض وأقول لكم الحتة دي صعبة ليه. أولا لما أنا سألتكم دلوقتي فقلت لكم كل واحد فيكم يقول لي هو شغال حاليا في إيه ويكتب المنتج بتاعه هو بي تو بي ولا بي تو سي، فكل واحد فيكم كلمني غالبا على حاجة من حاجتين، يا إما قال لي الوضع الحالي بتاعه، فمثلا إحنا بنبيع لدكاترة حاليا، إحنا بنبيع لدكاترة، انا بعمل دعايه عشان ابيع للعميل النهائي، انا بعمل كذا حاليا. فلو انت عندك وضع حالي حاليا انت عندك كذا اصبح ده سيتويشن، الوضع الحالي بتاعك انت بتعمل ده. فلو حد دلوقتي معاه دواء بيبيعوا الدكاتره معينين ده الوضع الحالي بتاعه، ده السيتويشن بتاعه. هل ممكن يكون اوبجكتيف؟ احيانا بيكون اوبجكتيف لو انت عايز تغير وضعك الحالي. يعني ايه؟ يعني ببساطه احنا حاليا شغالين بي تو سي، بس انا عايز اروح لبي تو بي، عايز اروح لعميل الشركات، فممكن ساعتها نفكر انه احتمال اوبجكتيف بهدف عندي، وانا شغال اصبح وضع حالي سيتويشن. هل ده استراتيجي او ده تكتيك او اكشن؟ مش في الحته دي، الحته دي يا اما حاليا شغال يا اما بعد كده او اوبجكتيف. امتى يبقى استراتيجي؟ لو انا هعمل استراتيجيه معينه عشان اشتغل بي تو بي، فالبي تو بي ممكن يبقى اوبجكتيف، بس انا هعمل استراتيجي عشان اوصل لها. جميل، بالراحه كده عشان نرتبنا مع بعض. لو انا حاليا وضعي الحالي زي ما انتوا جاوبتوا كده لما سالتكم على شغال بي تو بي لو سي وضع معين اصبح ده سيتويشن على طول. لا انا شغال في حاجه منهم وعايز اروح حاجه ثانيه، عايز اعمل حاجه ثانيه، ممكن تفكر فيها كاوبجكتيف. انت بعد كده هتعمل استراتيجيز عشان تعمل الكلام ده، وهتعمل تاكتكس عشان كده، وهتعمل اكشن عشان كده. جميل؟ طيب يلا بينا. الاس تي بي، الاس تي بي ان انا بقسم العملاء بتوعي لشرايح، بعد كده التارجتنج ان انا بحط قدام كل شريحه منهم الحاجه اللي تناسبهم، بعد كده البوزيشننج ان انا افكر في الوضع بتاعي او المركز بتاعي في وسط الدنيا دي كلها عشان نعرف نبيع كويس. وفكروا فيها عشان دي برضو صعبة شوية، محتاجة تفكير أكتر. دي مين؟ هل دي situation وضع حالي، ولا دي objective هدف، ولا ده strategy، ولا tactic، ولا action؟ هي كده كده مش control، يعني خلينا بعد عنكم control، احنا بنتكلم في خمس حاجات. أنا شايفها tactics. tactics هذا ماشي، عندنا رأيين تاكتكس. باقي الناس يا جماعة رأيكم ايه؟ انا بس عايز اسمع اراء عشان ايه الحاجات دي لو احنا فكرنا فيها هتلاقينا ان احنا وصلنا لحاجات كويسة جدا، لكن لو احنا خدناها كده كحاجة حفظ وخلاص هتلاقي نفسنا مش فاهمينها. فكروا معايا، هي من الاخر ضمن ثلاث حاجات عشان ما نتوهش بعض، هي يا اما استراتيجي يا اما تكتيك يا اما اكشن. وفي الاخر لو احنا في سيشن مع بعض اتلخبطنا بين حاجتين من دول مش قصه قوي، مش ازمه يعني. فايه رايكم يا جماعه؟ عايز الناس تفكر تاني وقول لي يا جماعه ايه رايكم؟ الاس تي بي استراتيجي ولا تكتيك ولا اكشن؟
استراتيجي تكتيك. ماشي، عندنا حتى الان ما زلنا مختلفين، ناس بتقول استراتيجي وناس بتقول تكتيك. هو ينفع يكونوا الثلاثه يا دكتور؟ لا ما ينفعش ثلاثه، يعني الثلاثه لا ما تنفعش ثلاثه، هي ده يا ده يا ده. اخر كلام. طيب هي يا جماعه استراتيجي فعلا، يعني الغالبيه العظمى قالت استراتيجي، فهي استراتيجي فعلا. دي الاستراتيجيه بتاعتي اللي انا اصلا هشتغل بيها بعد كده واحط تكتيك يناسبها. يعني على سبيل المثال الاستراتيجي بتاعتي ان انا هقسم العملاء بناء على السن، فهعمل منتجات للسن الكبير والسن الصغير. ده استراتيجي في الاول خالص قبل ما انفذ حاجه، قبل ما اعمل حاجه. الاستراتيجي بتاعتي ان انا هعمل بوزيشننج يتناسب مع كلاس اي بلس، ده اللي انا هبيع له. الاستراتيجي بتاعتي ان انا في منتجات معينه هحطها قدام عملاء معين او قدام سيجمنت معين، ده اللي انا هعمله. هعمله ازاي؟ تكتيك بعد كده. الاستراتيجي دي بتكون مبنيه على السيتويشن والاوبجيكتيف. يعني على سبيل المثال الوضع الحالي بتاعي، انا شركه بنكلم كاستمر بتاع اي بلس، كاستمر دخله عالي جدا، الهدف بتاعنا الاوبجيكتيف ان احنا نزود المبيعات للعميل ده بالذات. فانا ساعتها ممكن اقسم سيجمنتيشن للكاستمرز بتوعي على اساس كده، يا ترى اقسمهم ازاي عشان نعرف نبيع لهم بشكل احسن، واعمل لهم بوزيشننج ازاي بناء على السيتويشن بتاعتي والاوبجيكتيف، وهحط انهي منتجات قدام انهي عملاء. فدي اول خطوه خالص فوق خالص في الاستراتيجي. كويس، لسه ما اتكلمتش الكلام ده هنفذه ازاي. يعني خد بالك من هنا، ايه السيجمنتيشن؟ انا قسمت العملاء لكن ما نفذتش حاجه ليهم، صح؟ تخطيط، بخطط كده انا هقسم العملاء رجاله وبنات. البوزيشننج بتاعي هعمل بوزيشن معين، هحط انهي منتجات قدام انهي ناس، فده كده مش تنفيذ، ده استراتيجي لسه. جميل. طيب يلا بينا. الباير بيرسونا، حبة تفاصيل عن العملاء بتوعي المحتملين، دول سيتويشن ولا اوبجيكتيف ولا استراتيجي تاكتيك اكشن ولا ايه؟ دول على فكره يعني عشان بس ما توهكوش شويه، دول شبه قوي الفكره اللي احنا قلناها في البي تو بي والبي تو سي. لما قلنا في الاصل خالص هما سيتويشن، في الاصل خالص قبل ما تشتغل دول العملاء بتوعك، او انت شغال يعني دول العملاء بتوعك، دول الناس اللي بتشتري منك. هل ممكن يكون اوبجيكتيف؟ احيانا بيكون اوبجيكتيف عندك انك تتوسع لماركتس ثانيه وتروح لباير بيرسونا جديده، فممكن ساعتها تحط حاجه منهم في الاوبجيكتيف. انا مثلا دلوقتي شغال في البرفيوم الحريمي، ده الوضع الحالي السيتويشن بتاعي. الاوبجيكتيف ايه؟ عايز انزل الرجالي، فده اوبجيكتيف عندي. فنفس الكلام هنا، الباير بيرسونا سواء الحاجات دي او الاهداف والتحديات والكلام ده، دي حاجات حاليه موجوده عند العملاء، العملاء حاليا عندهم مشكله والعملاء حاليا عندهم اهداف، فده كله هحطه من ضمن السيتويشن اللي احطها في اول البلان بتاعتي خالص. يلا بينا بعد كده الفور بيز. المنتج بتاعي، سعره، المكان، البروموشن اللي هعمله. ده ايه؟ تكتيك. دكتور انا اسف عندي سؤال بس. اتفضل. هو معلش في التارجتنج بتاعت الاس تي بي، هي ازاي التارجت مش تاكتيك؟ يعني ايه ازاي التارجت مش تاكتيك؟ التارجت ان انا هحط كل منتج قدام العملاء، مش ان انا هعرضه، ان انا هحط في الخطه بتاعتي كل منتج هبيع له ايه. يعني ببساطه كده انا هحط في خطتي ان الرجاله هبيع لهم الشنطه الرجالي وهبيع لهم اللابتوب. هحط في دماغي ان البنات هبيع لهم الشنطه الحريمي واللابتوب برضو. فالتارجت ان انا بحط في الخطه بتاعتي كل عملاء والمنتجات بتاعتهم. خد بالك ان ده يفرق عن ان انا اوصل لهم الاعلان بتاعي بالمنتج ده، الاعلان بتاعي قصه ثانيه. هنا مجرد تارجت ان انا بحط قدام كل شريحه الناس بتوعها. تمام صح. شكرا يا دكتور. تسلم. يلا بينا الفور بيز دول ايه؟ تكتيك. تكتيك مظبوط. ليه تكتيك؟ ببساطه بقى انا حطيت السيجمنتيشن بتاعي، قسمت العملاء لشرايح وحطيت تارجتنج، عرفت انا هبيع كل حاجه لاي ناس، وعرفت البوزيشننج بتاعي. اقدر هنا بقى اظبط مواصفات المنتج بتاعي، احط السعر
المناسب للسيجمنت اللي انا مختاره في السيجمنتيشن، ابيعه في البليس مظبوطه اللي موجود فيها السيجمنت بتاعي، اعمل له البروموشن مظبوط اللي انا محتاج اعمله. فالحاجات دي خطوات تنفيذيه، نبدا التنفيذ بقى. فلما بدانا التنفيذ اصبح ده تكتيك. جميل. طيب الاكشن ايه بقى؟ ان انا هعمل اعلان على فيسبوك ب 1000 جنيه لمده 3 ايام، واللي هيعمله مهندس محمد بتاع الماركتنج. ان انا هطبع بنرات واعلقها في المكان الفلاني على كوبري اكتوبر، واللي هيعمله فلان. ان انا هسعر المنتج ده بسعر كذا، وهعمل خصم معين في يوم كذا، وهنعرف ناس السعر عن طريق الحاجه الرسائل. فالحاجات دي هنحطها الفور بيز، هنحطها في التكتيك، ونطلع منها اكشن تنفيذيه لكل خطوه منها، هعملها ازاي واعمل لها اعلان امتى ووصلنا ازاي واحطها ازاي. فالاستراتيجي بتبقى الكلام العام بتاعنا، السيجمنتيشن بتاعنا، هنقسم الناس ازاي، هنحط المنتجات، البوزيشن بتاعنا ايه، حبه حاجات زي كده اللي بيحقق لي الانتقال من السيتويشن للاوبجكتيف. بعد كده نيجي للتاكتكس، انا هنفذ الكلام ده ازاي. بعد كده الاكشن، كل شخص وكل فرد وكل خطوه هيعملها هيعمل ايه بالظبط وامتى. حلو كده. نيجي بعد كده في الاخر، اخر مرحله معايا خالص. اه طب صحيح، سؤال مهم، السوات اناليسز نحطها فين؟ نقط القوه والضعف بتاعتي والفرص والتحديات نحطها فين؟ استراتيجي. دكتور معلش بس ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك هتنزل لنا الماتيريال والمحاضره نفسها؟ بصي انا هزوكم الماتيريال دي اللي بتكلم منها، وابعت له كمان بي دي افات لطيفه كده صغيره فيها الجزء بتاع سوستك موديل مشروح بتفاصيله، بحيث لو اي حد فيكم عايز يرجع له في اي حاجه. وانا يا جماعه المحاضره، طيب حضرتك مسجلها صح؟ يعني تسجيل المحاضرات والحاجات دي بيكون مع الاكاديميه نفسها، مش معانا كمحمد. فممكن تنسقوا مع الاكاديميه على حسب بقى سياسه الاكاديميه. تمام، شكرا يا دكتور. تسلم. ايوه هي ريكوردينج، مكتوب ان هي ريكوردينج. ما هو يعني الريكورد بتاعها ويتسلم ازاي او ما يتسلمش والحاجات دي، ما يعني سياسه الاكاديميه بقى مش بتاعتي والله. احنا هنتواصل معاهم ازاي طيب؟ استاذه ساره، لو انتوا تواصلوا مع ساره، استاذه ساره برضه. تمام. ماشي، شكرا لحضرتك. تسلم. طيب فكروا معايا كده، لو انا حد سالته كده نقط القوه بتاعتك ونقط ضعف والفرص والتحديات اللي بتقابلك، هل ده سيتويشن، ده الوضع الحالي بتاعه، ولا ده هدف، ولا ده حاجه هو هيعملها؟ سيتويشن. صح، سيتويشن صح. لما ابتدينا نركز مع بعض دلوقتي كده وفهمنا الدنيا، سيتويشن طبعا. فانا دلوقتي لما اقول لحد كده نقطه القوه ونقطه ضعف الفرص والتحديات، ده السيتويشن بتاعك. وغالبا في اي ماركتنج بلان بيكون في اول كام صفحه منها كده موجود السوات اناليسز اللي بتعرفك على طول المأساة اللي انت فيها دلوقتي. بعد كده الاوبجكتيف بيكون فيها الاهداف الحاليه اللي انت عايز توصل لها. بعد كده هننفذ ازاي بقى، استراتيجي وتكتيك واكشن تفصيليه. واخر حاجه خالص الكنترول. الكنترول بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ ببساطه كل حاجه في الاكشن اللي انت بتعملها بتحط لها كي بي اي او طريقه للقياس. يعني مثلا انا بقول عندي هدف ان انا عايز ابقى مشهور، هدف كده، انا راجل ماركتنج ترينر وعايز ابقى مشهور. هل ده لوحده كده ينفع كهدف؟ لا. ليه؟ لانه هدف مش محدد، مش واضح، ملوش تايم معين، ملوش حاجه اقيسه بيها. يعني ايه مشهور؟ ما انا ممكن اعتبر نفسي دلوقتي مشهور وخلاص، ابقى انا وصلت لهدفي. او ممكن اقول لا، انا ممكن ابقى مشهور اكتر. طب اكتر بايه؟ بكام؟ فمن الاخر كده ممكن اقول انا هعمل خطه ان انا اوصل بالاعلان بتاعي او بالفيديو بتاعي على الاقل ل 10 مليون عميل في خلال السنه دي. فانا كده بقى عندي اوبجكتيف او عندي هدف واضح. فالهدف ده يا جماعه هو اللي انا ممكن احط له كي بي ايز اقيسه بيها. فدايما واحنا بنفكر في موضوع الكنترول او بنفكر يا ترى نحط ايه نقيس بيه النتيجه بتاعتنا، هنيجي للاكشن والاوبجكتيف بتاعي. لازم الاوبجكتيف يكون واضح، وكل اوبجكتيف يكون بيتقاس، ولازم يكون ليه تايم محدد، ولازم يكون واضح وريليتد للحاجه اللي انا بعملها. في مصطلح كده لطيف بيسموه سمارت اوبجكتيف، ممكن تقروا عنه كده، من حاجات لطيفه قوي في وضع اي هدف. خمس حاجات كده، خمس عوامل بيكونوا مظبوطين في اي هدف انت عايز تعمله،
عشان توصل لنتيجة كويسة. الخمس عوامل دول هتخليك تحط هدف مظبوط، فلما تيجي بعد كده في آخر مرحلة، أنا بس إحنا عايزين نروح لها بس، آخر مرحلة اللي هي مرحلة الكنترول، تعرف تحط حاجات لقياس الأوبجيكتيف ده. والأوبجيكتيف ده يا جماعة بنحطه من أول البلان خالص، أول ما بدأت البلان هحط الأوبجيكتيف، وفي نفس الوقت الكنترول بنحطه من أول البلان خالص. فأنا ببساطة طول ما أنا شغال في البلان بقى وبنفذها، طول ما أنا بنفذ الأكشنز اللي جاية من التاكتكس اللي جاية من الاستراتيجي بتاعتي، بقيس الكنترول، هل يا ترى أنا ماشي في السكة المظبوط ولا لأ؟ فكمان شهر هقيس، كمان شهرين، كمان ثلاثة، كمان أربعة، طول ما أنا شغال بقيس. لو أنا بقيس النتائج لقيت نتائج كويسة فالدنيا حلوة وإحنا ماشيين على البلان بتاعتنا، يبقى إن شاء الله آخر السنة هنكون حققنا الأوبجيكتيف بتاعنا مظبوط. طب لو لقيت الأرقام مش مظبوطة، هنا بقى لازم أقف مع نفسي كده ومع التيم اللي شغال معايا وندرس مع بعض هي الأرقام مش مظبوطة ليه؟ المشكلة فين هنا؟ فأحيانا بيكون المشكلة في التنفيذ في الأكشن، زي ما قلنا كده الحاجات اللي إحنا قلنا نعملها، قلنا هنعمل إعلان ب 5000 جنيه في الفيسبوك، ما عملناهوش، عملنا بأقل، عملناه والنتيجة كانت ضعيفة قوي، خلت الكنترول بتاعي في الكي بي آي يبقى ضعيف. يبقى انا ساعتها محتاج اظبط الاكشن، انا محتاج اجيب ناس تانية في الماركتينج، انا محتاج اعمل كذا، محتاج اشوف منصه تانية غير فيسبوك، محتاج اعمل حاجه معينه. او ساعات تبقى المشكله في التاكتكس اللي انا عملتها، فالموضوع مش في الاعلان، لا الموضوع في حاجه في الفور بيس، سعر المنتج غلط، فحتى الاعلان لما عملته كويس ما بعليش البيع اللي انا كنت حاطه في الاوبجكتيف، فاعمل ايه؟ اعدل التاكتيك. او ساعات المشكله تكون في الاستراتيجي. ازاي؟ ببساطة كده أنا مقسم الشرايح لعملاء غلط. أنا كنت عامل حسابي إن الرجالة لوحدهم والبنات لوحدهم في شير اللابتوب، لقيت في الحقيقة الرجالة هم اللي بيشتروا أصلا للرجالة والبنات. لما واحدة بنت عايزة تجيب لابتوب بتشوف راجل من اللي هي تعرفه يجيب لها مثلا، فساعتها بقى عندي الاستراتيجي نفسها فيها حاجة غلط محتاج أعدلها. طب هل ساعات السيتويشن بتاعتي أو الأوبجيكتيف بيكون غلط؟ إزاي؟ السيتويشن وانت بتحطها كنت فاكر حاجات معينه طلعت حاجات غلط. انا كنت فاكر ان السيتويشن بتاعي ان انا عندي في السوت اناليسز حبه نقط قوه جامده جدا ما طلعوش موجودين، كان في حبه نقط ضعف ما كنتش عارفها ساعتها وانا بحط البلان، لما اشتغلت عرفتها. فلما نحطها في السيتويشن نعرف ان احنا ممكن ما نقدرش اصلا نوصل للاوبجكتيف اللي احنا حاطينه، واحنا حاطين اوبجكتيف غلط، فساعتها بنحتاج ان احنا في نص السنه احيانا نعدل الاوبجكتيف بتاعنا. بدل ما كنت قلت انا هقدر اوصل ل 1000 طالب، بعد 3 4 شهور عرفت ان الاوبجكتيف ده مش حقيقي، اوبجكتيف مش واقعي، مش هقدر اوصل له. فبنعمل ايه؟ بنعدله في نص السنه عادي. هل دي حاجه كويسه؟ لا مش حاجه كويسه، بس ان احنا نعدل الاوبجكتيف ونحط اوبجكتيف مظبوط نكمل على اخر السنه احسن بكتير ما نفضل حاطين اوبجكتيف او تارجت خيالي احنا مش هنوصل له. وبالتالي يا جماعه بشكل عام كده لما نبص على الموديل بتاع موديل سوستك موديل ده، هتحس ان هو موديل محكم شويه، بيكلمك من الاول البلان بتاعتك لما تحط فيها ايه بالظبط في السيتويشن، وتحط ايه في الاوبجكتيف، وتعمل ايه في الاستراتيجي، وايه في التكتيك، وايه في الاكشن، وتقيسه ازاي في الكنترول، بحيث لو حصل لك اي مشكله وانت شغال تعرف هتوصل لانهي واحده من دول تعدلها عشان تكمل البلان بتاعتك بشكل مظبوط. جميل؟ حد عنده يا جماعة أي سؤال في سوستك موديل؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب إحنا دلوقتي هنعمل حاجتين. أول حاجة حضراتكم في البيت محتاج إن كل واحد فيكم لما هبعتوا إن شاء الله بس نجي على الجروب على طول، يختار أي منتج أو خدمة كويس، اختار اي منتج او اي خدمه ونحاول نطبق عليه الحاجات اللي احنا اخدناها النهارده. يعني مثلا هنشوف العملاء بتوع بي تو بي وبي تو سي، هنعمل له باير بيرسونا، نكتب حبه السن بقى والنوع والحاجات زي كده، نكتب الاهداف والتحديات، نحاول نعمل نقاط القوه ونقاط الضعف، حبه الحاجات البسيطه كويس. اللي يعمل الحاجات دي يا جماعه هيبعتها لي على الواتساب على الخاص اللي انا هبعت لكم منه الماتيريال دي، ويبعتوها يا جماعه على الخاص مش على الجروب، الجروبات بتبقى ماساه لما الناس تبعت عليها. فانا هبعت لكم الحاجات دي، كل واحد فيكم هيعمل الحاجات دي على اي منتج او خدمه، اي حاجه. لو انت شغال حاليا في حاجه شغال، لو انت مش شغال ما عندناش مشكله، فكر في اي منتج او خدمه عندك عنه معلومات كويسه واكتب الحاجات البسيطه دي وبعتها لي.
سوستك موديل لو انت كان وقت قدامك متاح انك تكتب فيه حبه حاجات او تضيف الحاجات دي فيه حلو قوي. وقتك مش متاح ما عندناش مشكله طالما انت عملت الحاجات الثانيه بتاعت البرزنتيشن كده كده لما تيجي تعمل بلان هتعرف تحط دي فيها بشكل مظبوط. جميل، فما عندناش مشكله فيه غير كده. فده ان شاء الله اللي هتعملوه في البيت. دلوقتي احنا مع بعض هنبتدي مع بعض جزء كده صغير عملي. الجزء الصغير ده هدفنا كله ان انتم بنفسكم تشوفوا الكلام ده بشكل عملي لما بنيجي نطبقه بنطبقه ازاي. كويس، فاحنا هناخد حاجات بسيطه تطبيق، وان شاء الله من اول مره الجايه هيبقى الكلام كله عملي بشكل يعني من اول لحظه لاخر لحظه ان شاء الله. حد عنده اي سؤال في الحاجات دي قبل ما نفتح الحاجات الثانيه؟ طيب أنا شكرا لحضرتك يا دكتور. تسلمي، ربنا يكرمك. طيب انا هوقف دلوقتي يا جماعه الشير لحظه كده، هفتح بس براوزر عندي وهعمل لكم شير سكرين تاني. فهتلاقوا الشير سكرين وقف، ما تستغربوش. هفتح بس البراوزر كده وافتح الحاجات وهعمل لكم تاني شير سكرين. لحظة واحدة بس الحاجة بتفتح، ثواني. ماشي يلا بينا. ثانية واحدة يا جماعة بس، معلش بفتح بس كل حاجة مرة واحدة عشان ايه ما نقفش تاني في أي حاجة. ماشي يلا بينا نعمل شير. يلا ماشي، شايفين كده يا جماعه الشاشه بتاعتي؟ شايفين الشاشه؟ اه تمام ماشي زي الفل. طيب لو احنا يا جماعه، انا بس هعمل لكم زوم كده شويه عشان تعرفوا تشوفوا وتركزوا على الحاجات المهمه. لو احنا عندنا صفحه فيسبوك زي كده، الصفحه دي عليها حب بوستات، فانا مثلا نزلت بوست ايا كان هو ده، اي بوست منهم انا ما بوستش اي بوست منهم بيكون موجود تحته كده. ثواني بس عشان انا عامل زوم فالدنيا متلخبطه شويه. يلا بينا. طيب اي بوست يا جماعه زي ده بيكون موجود تحته كده بوتوم اسمه بوست بوست او ترويج المنشور. كويس، البوست بوست ده او ترويج المنشور ده بيخليني اعمل اعلان مدفوع، اعلان ممول بفلوس عشان البوست ده يوصل للناس.
فمثلا البوست ده لوحده من غير ما يكون اعلان وصل ل 5222 واحد، عملوا حبه لايكات وحبه رياكشنز وحبه كومنت وحبه شير وحبه حاجات زي كده كويس، من غير ما يكون مدفوع اورجانيك، حاجه بنسميها اورجانيك. لو انا عايز يوصل لناس اكتر بدوس بوست بوست وبالتالي بيوصل لناس اكتر. وطبعا يا جماعه الناس اللي عندها خبره قبل كده في الاعلانات تعذرني ان انا النهارده بتكلم من البدايه خالص، لان مش كل الناس اللي معايا عندها خبره قديمه في الاعلانات، فالنهارده بس كده لو في حد عنده خبره قديمه يستحملني النهارده شويه، الحاجات الجايه ان شاء الله نخش في الادفانس كله. فبشكل بسيط انا دلوقتي عندي منتج، عندي خدمه عايز اوصل ناس اكتر، انا عارف يقينا حاليا ان الاورجانيك لوحده مش كفايه، 5000 دول مش كفايه، انا عايز اوصله ل 100000 ل 500000 ل 5 مليون. فهعمل ايه؟ عندي طريقتين. اول طريقه ان انا اقوم جاي تحت البوست كده على الزرار ده بتاع بوست تو بوست او ترويج المنشور وادوس عليه. لما ادوس عليه هيدخلني في حبه خطوات بسيطه تعمل لي اعلان. كويس؟ وبنتكلم دلوقتي الاول على منصه الفيسبوك. وانستجرام زيها نفس القصه كده بالظبط، والاثنين اصلا تبع شركه واحده دلوقتي طبعا. الخطوات دي يا جماعه عباره عن خطوات بسيطه جدا، كام خطوه سريعه كده نعملهم في 5 دقائق ونحط الفيزا وندوس هنا نشغل اعلان. خطوات بسيطه جدا، سريعه جدا، مختصره جدا جدا جدا. في نفس الوقت عندي منصه ثانيه، بصوا كده زي المنصه دي. دي منصه اسمها ادس مانجر. منصه بتاعت الفيسبوك برضو تبع الفيسبوك، متخصصه في الاعلانات. بس دي بقى فيها كميه تفاصيل كبيره جدا وارقام وحقائق وحاجات كده، قصه كبيره جدا وستراكشر كبير عشان نعمل اعلان. فدلوقتي يا جماعه لو احنا عايزين نعمل اعلان من اي منصه زي فيسبوك او زي انستجرام او اي حاجه من العيله دي، عندنا طريقتين. يا اما نعمل الاعلان بشكل مباشر من الصفحه عن طريق البوتون بتاع بوست بوست يدخلنا على خطوات بسيطه اللي هنا دي، هنشوفها مع بعض النهارده. يا اما نفتح منصه هم برضو نفس المنصه اللي عاملينهم متخصصه في الاعلانات اسمها ادس مانجر او مدير الاعلانات، فنعمل ساعتها المنصه دي اللي هتخلينا نقدر نوصل بشكل ادق شويه ويبقى عندنا اوبشنز اكتر شويه. الموضوع بالظبط يا جماعه عامل زي سواقه العربيات، في عربيات مانيوال وعربيات اوتوماتيك صح؟ العربيات الاوتوماتيك اسهل بكتير، بس احنا عندنا حاجه غريبه كده. حد عنده فكره يا جماعه عربيات السباق بتكون مانيوال ولا اوتوماتيك؟ مانيوال. حلو، مانيوال. ليه مانيوال؟ ليه افكروا كده؟ ليه عربيات السباق مانيوال مع ان اوتوماتيك اسهل؟ عشان بتعرف تتحكم فيها اكتر. صح. فبالتالي لو انت بتعرف تحكم اكتر المانيوال بالنسبه لك يبقى احسن من اوتوماتيك. طب لو انت ما بتعرفش تحكم اكتر احيانا بيكون اوتوماتيك احسن لك من مانيوال. فاحنا ببساطه يا جماعه في الكورس ده عايزين نتعلم مع بعض ازاي احنا نتعلم اكتر وازاي نكون متحكمين اكتر. فهنعمل ايه؟ هنتعلم مع بعض اكتر الحاجات على المانيوال. يعني ايه المانيوال؟ يعني انا بنفسي اللي اتعلم وافهم واختار كل حاجه مظبوط، لان انا هشتغل في مشاريع عايز تبقى كل حاجه فيها مظبوط واجيب لها اعلى نتيجه. بعد كده لو احنا احتاجنا ان احنا نشتغل اوتوماتيك، نبص على الاوتوماتيك نستعمله في حاجه سريعه، هنستعمله عادي ما عندناش اي مشكله. فخلينا دلوقتي ناخد مثال. لو انا عندي صفحه ايه وفي بوست معين اللي هو البوست ده، وقمت دايس على بوست بوست على ترويج المنشور عشان ببساطه انا عايز اوصل بالبوست ده لحبه ناس، وهشتغل النهارده بالطريقه الاوتوماتيك السهله، طريقه بسيطه كده وفي الانجاز وتنجز معايا كل حاجه. كويس؟ هنعمل ايه؟ دوسنا الاول على الصفحه بتاعتنا على بوست بوست، وبعد كده دخلنا هنا نمشي خطوه خطوه. اول حاجه يا جماعه في اي حد معايا ما يعرفش اصلا يعمل صفحه على الفيسبوك؟ اعتقد ان احنا كلنا غالبا نعرف، يعني على الاقل نعمل صفحه دي سهله يعني. طيب فنخش من الحته دي ماشي. فاحنا يا جماعه دوسنا مثلا بوست بوست او ترويج المنشور، هنبدا بعد كده خطوه خطوه. اول حاجه يقول لك ايه الهدف بتاعك، ايه الجول بتاعك، انت عايز توصل لايه، وحاطط لك هنا الاوبشن انك تسيبه اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ وعلامه اريا الاوتوماتيك دي المحطوطه دي، يعني من الاخر كده هتسيب الفيسبوك لوحده هو اللي يختار لك هدف مناسب، انت بس قول له على البوست وحاجات زي كده وهو يظبط لك الدنيا. زي كده لما تكون سايق عربيه وانت بتدوس بنزين بس، الجير بوكس لوحده هو اللي بيحطك على النقله المناسبه من غير ما انت تعمل حاجه. طب لو انا مش عايز اوتوماتيك، لا انا عايز اختار بنفسي، هتيجي هنا تقوم دايس تشينج.
يطلع لك بقى الأهداف المحتملة بالتفصيل. فيقول لك مثلا أنت ممكن تكون عايز رسائل أكتر، جيت مور مسج، أو ممكن تكون عايز أرقام تليفونات وحبة معلومات عن العملاء أكتر، فجيت مور ليد، أو أنت عايز الناس يروحوا الويب سايت بتاعك ففيستورز، أو عايز ناس تتفاعل معك على البوست. يعني إيه تفاعل؟ يعني يقول لك لايك، رياكشن، كومنت، حب شير، حب الحاجات زي كده. أو أنت عايز الناس يتصلوا في تليفون، فجيت مور كولز. لو سبت أوتوماتيك، الفيسبوك اللي هيتعامل هيشوف كده من البوست بتاعك ومن الناس تتفاعل معك إزاي وحبة حاجات زي كده ويظبط لك الهدف عليه. طب يجي للسؤال المهم بقى، لو أنا اخترت هدف من دول إيه اللي بيحصل؟ فاخدوا بالكم يا جماعة إن بيحصل حاجتين، والحاجتين دول لازم أي حد فيكم يبقى فاهمهم كويس قوي. أول حاجة الفيسبوك هيظبط لك إعلانك بما يتناسب معاهم. يعني مثلا لو أنت قلت له جيت مور مسج، فممكن يحط لك البوتن بتاع سند مسج زي اللي بنشوف إعلانات كتير على الفيسبوك، تلاقي كده إعلان وموجود فيه زرار بتاع إرسل رسالة أو سند مسج. لو أنت مثلا قلت كول هيظبط لك حاجة للكول، قلت ويب سايت فيستور هيظبط لك عشان تحط اللينك الناس تدوس عليه تروح للموقع بتاعك. فأول حاجة هيظبط لك إعلانك. الحاجة التانية بقى يا جماعة، الفيسبوك هيودي إعلانك للناس اللي تعمل لك الهدف ده. هو الفيسبوك يعرف الناس هتعمل إيه من قبل ما تعمله؟ خليني أقول لك بنسبة كبيرة إزاي؟ تعال أسألكم كده سؤال لطيف، تفتكروا يا جماعة هو الفيسبوك يعرف عننا إيه؟ إيه المعلومات اللي الفيسبوك يعرفها عننا؟ كل حاجة. حلو، كل حاجة اللي هي إيه بقى؟ يعني هل الفيسبوك يعرف فعليا كل حاجة؟ مش قوي، بس هو يعرف حاجات كتير. زي إيه مثلا؟ يعرف إحنا ساكنين فين، إيه الحاجات اللي إحنا بنهتم بيها، إيه الحاجات اللي إحنا بنتفاعل معاها، مثلا لو بنسافر ولا لأ، فهو اللوكيشن بيجدد تكتد وهكذا، فبالتالي بيطلع لنا أو بيرشح لنا الحاجات اللي شبه اللي إحنا بنهتم بيه. حلو، فهي كده اتكلمت عن أول جزء خالص، إن إحنا مهتمين بحبة حاجات، فالحاجات دي هو بيعرفها منين؟ من لايكاتنا، من رياكشناتنا، من تفاعلنا، من كومنتاتنا، من حاجات زي كده، وبالتالي بيطلع لنا حاجات مشابهة للي احنا مهتمين بيه. حلو، ده أول جزء. الحاجة التانية بقى يا جماعة، نظرة أوسع شوية، لو افترضنا إن احنا كلنا مهتمين بالديجيتال ماركتينج، احنا كلنا مشتركين في اهتمام الديجيتال ماركتينج، فلو احنا مثلا 10، لو قلنا لو في 6 مننا شافوا اعلان للكورس بتاعنا ده فجم حجزوا، الفيسبوك يعمل ايه؟ يودي الاعلان ده لاربعه تانيين. ليه؟ لان الناس اللي عندهم اهتمامات شبه اهتمامك اهتموا بحاجه معينه، يبقى انت غالبا هتبقى زيهم. فالفيسبوك بيحللنا احنا ويعرف كل حاجه عننا على قد ما يقدر، على حسب قدراته يعني، بحيث ان هو يعرف يطلع لنا اكتر حاجات مناسبه لينا واكتر حاجات غالبا نحبها. الحاجه الثانيه، بيحلل لكل الناس تانية بحيث انه يعرف ان الناس المهتمة باعلان معين دول ناس معينة، فبالتالي يبتدي يجيب لك انت الاعلان. فممكن يجيب لك انت الاعلان حتى لو انت ما اهتمتش بيه، بس الناس اللي شبهك او الناس اللي زيك اهتموا بيه. كويس؟ طيب هل الفيسبوك يا جماعة ناجح في الحاجات دي بنسبة كبيرة؟ في الواقع ناجح نجاح صغير مش كبير. ليه ازاي مش كبير؟ لان ببساطه كل واحد فينا يا جماعه قولوا لي كده رايكم، تقريبا في المتوسط في اليوم بتشوف كم اعلان؟ اكتبوا لي يا جماعه في الشات. تقريبا كده في المتوسط في اليوم كده بتشوف كم اعلان مثلا؟ واكتب اي رقم، يعني اي رقم مش لازم يكون بالظبط، يعني تقريبا كده. كم إعلان في اليوم؟ طب خليني أقول لكم حاجة لطيفة، النهاردة إحنا هنخلص الكورس بتاعنا الساعة 6 صح؟ وبالتالي غالباً فاضل لكم في حياتكم وتفتحوا السوشيال ميديا فترة صغيرة في اليوم النهاردة، حاولوا النهاردة تعدوا الإعلانات اللي هتشوفوها. لو حد فيكم طلع هيشوف اعلانات في اليوم اقل من 100 اعلان يا ريت يجي يقول لي، يقول لي انا شفت اقل من 100 على الاقل. يعني جربوا كده النهارده، عدوهم كده وانتوا بتفتحوا السوشيال ميديا اي منصه قال فيها كده، وشوف كده كم اعلان في اليوم بيجي لك، هتنبهر من رقم.
ليه مش بنحس بالرقم انه كبير؟ لان احنا غالبا بنعمل لهم سكرول بسرعه لان هم مش في اهتماماتنا. فاللي بنعمله سكرول بسرعه مخنا ما بيعلقش معاها. هنعرف كمان شويه حاجه اسمها براند اويرنس بتتكلم على الحته دي، هل مخنا علق معاها ولا لا؟ فانتوا احتفظوا بالارقام اللي انتوا كاتبينها وعدوا النهارده بس، يعني النهارده كده من 6 لغايه بالليل، لغايه الساعه 12 بالليل او 1 بالليل لما تنام. عد كده شفت كام اعلان. لو لقيته اقل من 100 قول لي انا شفت النهارده 95 مثلا يعني. طيب الاعلانات يا جماعه اللي احنا بنشوفها دي هل اغلبها مهمه لينا؟ لا. فمعنى كده ان الفيسبوك احيانا بيجيب لنا اعلانات واحنا مش مهتمين بيها، صح؟ اه. واحيانا بيجيب لنا اعلانات احنا مهتمين بيها. مهاره الفيسبوك وقوته في انه يقدر يزود نسبه الاعلان اللي مهتمين بيها قدام كل عميل. يعني كل ما الفيسبوك يكون منصه اقوى كل ما يعرف يوري اعلانك لناس ريليفنت اكتر، وبالتالي يحققوا الهدف اللي انت عايزه فتنجح انت في الشغل بتاعك او تبيع اكتر او تعمل شغل اكتر. الحاجه الثانيه احنا بقى كماركتيرز بنحاول نساعد الفيسبوك في انه يعمل كده. فاول حاجه بنساعده فيها ان انا مثلا اختار هدف مظبوط. انا ببيع منتج عن طريق رسائل، فانا عايز رسائل. فلما اقول رسائل الفيسبوك يدور في الداتابيس بتاعته مين اكتر ناس عندها استعداد تبعت رساله في المجال بتاعك ويوريهم الاعلان بتاعك، فيجي لك رسائل كتير. لا انا عايز الناس تروح الويب سايت بتاعي، فالفيسبوك مسجل وعارف مين اكتر ناس لما بتشوف اعلان شبه اعلانك بيدوسوا على اللينك فيروح الويب سايت فيوديهم الويب سايت وهكذا. وبالتالي يا جماعه نقدر بشكل بسيط جدا لما نختار الهدف بتاعنا مظبوط نقدر نخلي الفيسبوك يودينا ليه بشكل مظبوط قوي. تعالوا مثلا مجازا كده نقول النهارده احنا عايزين رسائل كتير، انا عايز ناس تبعت لي رسائل، يلا بينا جيت مور مسج وبعد كده سيف. فانا كده غيرته بدل ما كان اوتوماتيك بقى رسائل بالذات. نيجي بعد كده لاوبشن هنتكلم عنه النهارده وكل السيشنز اللي جايه مش هنتكلم عنها تاني. الاوبشن ده ايه؟ بيقول لك كده لو انت شغال في مجال من دول، حبه مجالات معينه كده، شغال في الكريدت كارد والحاجات دي، شغال في التوظيف في الهاوسنج، او شغال في السوشيال ايشوز بقى في الانتخابات في السياسه في حاجه زي كده، لو انت شغال في مجال من دول افتح الاوبشن ده، لو مش شغال فيه ما تفتحوش. يعني لو انت تبيع اي خدمه واي منتج في العالم مالكش دعوه بيه وانساه. لو انت شغال في اي حاجه من دول بالذات افتحه. ليه الفيسبوك عامل كده؟ لان الفيسبوك مؤخرا حصل له حبه مشاكل سياسيه كبيره قوي. المشاكل دي جزء فيها متعلق بالانتخابات، ولو حد تابع بقى السياسه وتدخل بقى لروسيا في انتخابات امريكا بقى وسرقه الداتا وحاجات زي كده ونجاح ترامب وقصه كبيره كده، فدي الى حد ما عملت مشاكل الفيسبوك. الحاجه الثانيه بعض الاعلانات اللي بيكون فيها ديسكريميشن او تفرقه عنصريه بين الناس على اي سبب. يعني مثلا حد بيعمل اعلان لوظيفه فقال مثلا الوظيفه دي عايز فيها مسلمين بالذات او عايز فيها مسيحيين بالذات، دي بالنسبه للفيسبوك مشكله. حد بيعمل اعلان لوظيفه وقال عايز رجاله بالذات مش عايز بنات، دي بالنسبه للفيسبوك مشكله. حد عايز سكرتيره تبقى بنت، دي بالنسبه للفيسبوك مشكله. ليه مشكله وليه الحاجات دي بالنسبه للفيسبوك مشكله؟ لان حاليا على مستوى العالم كده ابتدوا يتكلموا في وجهه نظر بتقول لك ايه، انك تعمل اعلان وظيفه ما ينفعش ان يكون فيها تمييز طائفي. يعني لو انت عايز حد يشتغل في وظيفه سكرتاريه فممكن يكون راجل ينفع او بنت ينفع، اعمل اعلان عام واعمل انترفيوهات للاثنين وفي الاخر اختار على حسب الكفاءه بغض النظر انت عايز ايه. فبالتالي الحاجات اللي فيها وظيفه فيها زي سكن فيها حاجات زي كده الفيسبوك بيخليك تفتح حاجه زي دي، وبيحاول على قد ما يقدر يشيل لك الحاجات اللي ممكن تختارها في تعمل مشكله او تستخدمها في التفرقه بين الناس بحيث اعلانك يوصل لناس وناس تانية لا فيحصل تفرقه. الحاجه الثانيه الحاجات السياسيه والاجتماعيه والانتخابات والكلام ده عشان المشاكل اللي بتحصل في فيسبوك. فانت لو فتحت الاوبشن ده في حبه اوبشنز ثانيه كده مش تبقى عندك، هنشوفها ان شاء الله المره الجايه. ماشي؟ احنا عموما في اي منتج اي خدمه غالبا مش بنفتحه على طول سايبينه. بعد كده يجي الحته بقى اللطيفه اللي هنا، مش احنا قلنا لما نختار اوبجكتيف فوق نختار هدف او جول الفيسبوك هيظبط لنا الاعلانات على اساسه؟ انت هنا قلت لنا عايز رسائل، قام جه هنا قال لك ايه؟ انت عايز رسائل دي تجيلك على ماسنجر ولا تجيلك على واتساب؟ فلما بالتالي نشتغل في حاجه زي كده اقول له اه ماسنجر. لا طب انا عايز واتساب، يبقى لازم اعمل كونكت للواتساب. لازم ادوس هنا كونكت فيفتح لي ان انا اعمل كونكت مع الواتساب بتاعي، وبالتالي اقدر اعمل اعلانات.
حد فيكم يا جماعه جرب قبل كده واتساب بيزنس؟ مش واتساب العادي، حد فيكم قبل كده جرب واتساب بيزنس؟ هل في اي حد معايا قبل كده جرب واتساب بيزنس؟ طيب واتساب بيزنس ده يا جماعه عباره عن ابلكيشن زي واتساب العادي، زيه بالظبط، نفس الشركه اللي عاملاه، بتنزله برده على الموبايل بتاعك. كويس، الميزه فيه ايه؟ جربته ماشي. الميزه فيه ان هو بيديك حبه اوبشنز للبيزنس مش متاحه في واتساب العادي الشخصي. كويس، حبه اوبشنز كده هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله السيشن الجاي. فانا دلوقتي لو عايز اربط الصفحه بتاعتي بواتساب عشان الناس تبعت لي واتساب، واتساب العادي الشخصي بتاعنا على الموبايل ما ينفعش، لازم ادخل على البلاي ستور او الاب ستور على حسب معايا اندرويد ولا اي او اس، ولازم ان انا اعمل تحميل لواتساب بيزنس. لما انزله عندي هحتاج ان انا اربطه برقم موبايل على موبايلي. رقم موبايل ده يا جماعه لازم يكون رقم غير الواتساب العادي، يعني ما ينفعش رقم موبايل يكون موجود في الاثنين ابلكيشن، يا ده يا ده. فبالتالي لو هنزله عندي على الشغل هقوم انا ساعتها رابط بيه رقم تليفون بتاع الشغل. بعد كده هاجي هنا بقى واقوم عامل كونكت، فاربط بقى واتساب اللي انا نزلته ده اللي هو واتساب بيزنس، اربطه بالمسجنج اب بتاعتي بالصفحه. فبالتالي الصفحه دي لو اي حد بعت لي فيها رساله تيجي لي على واتساب بيزنس بتاعي. ماسنجر مش محتاج الكلام ده، كده كده ماسنجر مجرد صفحه اصلا، فانت مش محتاج تعمله، هو لوحده موجود ومتضاف وكل حاجه ما بتشالش، هو موجود. عايز كمان واتساب تعمل كده. طيب الناس يا جماعه بشكل عام كده، انتوا بطبيعتكم كده بشكل عام، لو انا قلت لك بتحب واتساب اكتر ولا بتحب ماسنجر اكتر، تختار مين؟ واتساب. ماشي، عندنا راي واتساب، عندنا كده رايين واتساب. ماشي، باقي الناس يا جماعه لو اخترتوا بين واتساب وماسنجر تختاروا مين؟ واتساب. واتساب، ثلاث اراء واتساب، حتى الان عندنا يعني واتساب. حد عنده اي راي تاني؟ ماسنجر. طيب. ماسنجر، ماشي، عندنا اراء واتساب وراي ماسنجر، وغالبا واتساب اعلى شويه او نسبه الناس تحب واتساب اكتر شويه. هل ده حقيقه؟ اه، على مستوى العالم وعلى مستوى مصر واتساب الناس بتحبه وبتعمل فيه اكتر، ومعدل تحميلات واتساب اكتر من ماسنجر نفسه، مع ان الاثنين حاليا ملك نفس الشركه اللي هي فيسبوك او ميتافيرس بقى بالاسم الجديد بتاعها. طيب احنا بنحب واتساب اكتر صح؟ طب الاعلانات يا جماعه اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك، هل اغلبها لما بندوس على سند مسج او رسالة رساله اللي اغلب منها بيفتح معانا واتساب ولا يفتح ماسنجر؟ بيفتح ماسنجر. ماسنجر يا دكتور. ماسنجر صح. وهنا عندنا حاجه غريبه شويه، الناس بتحب واتساب زي الاحصائيه الصغيره احنا عملناها، او بشكل عام الناس بتحب اكتر واتساب، ومع ذلك الاعلانات اغلبها بتبقى ماسنجر. ليه ده بيحصل؟ عشان لغايه النهارده واتساب في تقييد كبير في التعامل معاه. ماسنجر ممكن تفتح انت الانبوكس بتاع صفحه على 20 جهاز عادي جدا، ممكن يبقى عندك تيم مودريتورز مكون من 5-6 كلهم بيردوا على بعض في نفس الوقت على الصفحه عادي جدا. واتساب الموضوع فيه ممل شويه، فواتساب مثلا بتفتحه على جهاز موبايل واحد، ما ينفعش تفتحه على موبايلين، او تفتحه على اجهزه ديسكتوب مع الموبايل. مؤخرا كده من حوالي كام شهر عملوا يعني انجاز واعجاز كده، ان قال لك ممكن تفتح واتساب على 4 اجهزه كمبيوتر من غير ما يكون موبايلك واصل بالنت، وده بالنسبه لهم كان اعجاز. يعني لغايه فتره قريبه كان لازم لو انت فاتح الواتساب على الديسكتوب على اللابتوب يعني لازم موبايلك يبقى كونكتد بالانترنت. دلوقتي قال لك لا، انت ممكن تعمل لينك لغايه 4 اجهزه من غير ما يكون موبايلك واصل بالانترنت، فممكن تفتح منهم واتساب في اي وقت. وده يعني اللي هو ايه، بيتا فيرجن، ولسه بيجربوا، ولسه هنشوف الموضوع ده هيشتغل ولا لا، ولسه في اخطاء وحاجات غريبه كده. ليه ما تعرف؟ انا شخصيا ما اعرفش صراحه، بس ده الواقع بتاعنا. وبالتالي اغلب الشركات بتفضل اكتر التعامل على ماسنجر. الحاجه الثانيه حاجه صغيره كده بس الى حد ما برضو يعني مهمه معانا احنا في مصر شويه، لسبب ما احنا بنحس ان واتساب شخصي في رقم تليفوني، لكن ماسنجر حاجه عامه شويه. ففي ناس كتير بالذات غالبا البنات بتحب اكتر لو هتكلم شركه تتكلمهم ماسنجر مش واتساب.
طب هسألكوا سؤال لطيف كده تاني، لو احنا حد كلمنا واتساب بيبقى عندنا ميزة ان احنا بنعرف رقم تليفونه، طب لو حد كلمنا ماسنجر ما بنعرفش رقم تليفونه بس ممكن نعرف ايه عنه؟ نعرف الاكونت بروفايل بتاعه، ايج، جندر، نعرف كتير. صح، فاحنا في الماسنجر ما بنعرفش رقم تليفون بس ممكن نعرف بروفايل، فبنسبة كبيرة ممكن نعرف معلومات كتير عن الشخص ده. هل ده لو هو يعني معلش يا دكتور، هو ده لو في حاله الشخص ده اصلا يعني عامل المعلومات بتاعته بابليك؟ صح، لكن لو هو عملها برايفت انا مش هعرف اي معلومه عنه غير الفيسبوك اكاونت بس. صح، خلينا نقول كده بشكل عام كده، لو قلنا مثلا احنا جبنا 100 اكاونت على فيسبوك بشكل عشوائي، 100 اكاونت عشوائي كده، تقريبا ممكن قد ايه منهم يكون مخفي معلوماته قوي او بيكنين اكاونت فيك؟ يعني بنسبة 60% ممكن أكتر كمان بكتير. طيب حد عنده رأي مختلف؟ حد عنده رأي مختلف؟ أنا حاسة العكس، حاسة الأغلب يعني الستين هم اللي عاملين public، مش عاملين مش قافلين ال information بتاعته. حلو، في ناس كتير متعرفش أساسا ال option ده. مظبوط، حلو. وبالتالي وفي حد في الشات بعد العكس، مظبوط، اغلب الناس الغالبيه العظمى من الناس حاطين معلوماتهم عادي حتى لو معلومات صغيره، على الاقل حاط اسمه وحاط صورته وحاط حاجات زي كده. ناس قليله اللي داخله من اكونتات فيك، ودي حقيقي كويس، وده الواقع يا جماعه في مصر. ممكن احيانا يعني خلينا نقول كده ايه، احيانا في بعض الناس اللي البنات اللي ممكن يكونوا بيتعاكسوا كتير، فممكن انا قصدي معلش هو انا قصدي مش فيك، انا قصدي هو ما اقدرش اعمل اكسس للمعلومات بتاعته، لكن هم ممكن يكونوا حاطين معلومات فعلا يعني حقيقيه بس انا ما اقدرش اعمل لها اكسس. ماشي، خلينا عارفين ان الاصل في الاكونت ان المعلومات مفتوحه الا لو هو قفلهم، فنقول ايه بشكل بسيط كده، على الاقل اغلب الناس كاتبه اساميها، ناس كتير حاطه صورها، ناس كتير حتى بعض المعلومات بسيطه، في حبه بوستات عنده ممكن تعرف منه حبه معلومات عنه، عن اللايف ستايل بتاعه، عن طريقه كتابته، طريقه كلامه، عن مستواه. احيانا في ناس بتكون حاطه اللوكيشن بتاعهم كتير. تخيل كده بشكل عام ممكن نتوقع كده ان 70% ممكن تعرف حبه معلومات، 30% ممكن ما تعرفش حاجه، يكون اكونت فيك او اكونت قافل كل حاجه، عامل لوك بروفايل ومش حاطط صوره ومش حاط اسم، عارف اللي هو يعني عامل كل حاجه تخليك ما تعرفش اي حاجه خالص. بس بنسبه الى حد ما بنعرف ماسنجر معلومات اكتر بكتير. الواتساب ما بنعرفش منه حاجه، اخرنا الراجل ده لو حاطط صوره ومسجل رقمنا بيظهر لنا الصوره، لو مش عامل كده ما بنعرفش. واتساب لما ناخد رقم تليفون ممكن بنعمل سيرش احيانا في الترو كولر فنعرف الاسم اللي متسجل بيه، واحيانا ما يكونش متسجل او متسجل باسم حاجه ثانيه. فماسنجر بيعرفنا اكتر، واتساب بيدينا تليفون من الآخر. جميل؟ طيب نيجي بعد كده هنا حاجة اسمها ويلكم مسج بقى. إيه الويلكم مسج دي؟ ببساطة كده العميل لما يدوس على سند مسج في الإعلان هيطلع له إيه؟ فإحنا بنحب يطلع له رسالة لطيفة وحبة أسئلة. فمثلا لو إحنا جينا هنا عملنا إيديت، فهنا مثلا يا جماعه هيطلع العميل في الاول حاجات زي العلمين دي، رساله ترحيبيه في الاول، بعد كده ثلاث اسئله. فمثلا رساله ترحيبيه دي اهلا بك يا فلان، نقدر نقدم لك ايه؟ وبعد كده الاسئله دي بتكون الاسئله اللي غالبا العميل بيسالها بشكل مستمر. فمثلا عارف ان بيسال على السعر، احط السعر، عارف بيسال على التوصيل، بيسال على الشحن، بيسال عن كذا، عن حبه حاجات معينه احطها له هنا. فبالتالي العميل لما يدوس على سند مسج عشان يكلمني محتاج كمان يدوس كليك كمان وخلاص على سؤال من دول بعت لي. ودايما يا جماعه في شغل اونلاين اكتر حاجه بنركز عليها ان كل حاجه تكون اسهل ما يمكن على العميل، لان العميل لو الحاجه دي بالنسبه له كانت صعبه ما يعملهاش. فالعميل بدل ما يقعد يكتب لي بقى السعر كام او يكتب لي ممكن اعرف طريقه التوصيل ويقعد يكتب حرف حرف فيزق فيمشي، لا احط له الاسئله هنا على طول ويدوس عليها بس. فنيجي مثلا في الاول كده
سلسله ترحيبيه، هقول له مثلا اهلا بيك، انا هسيب بس نفتح الكلام ده كله. يا فلان هحط مثلا زي يا جماعه الاسم الاول مثلا زي ما احنا بنتكلم هنا في مصر، وبعد كده هحط سؤال لطيف كده اقول له مثلا نقدر نقدم لك ايه. فايه اللي حصل كده؟ الرساله دي بقت موجوده هنا، وفي نفس الوقت اي عميل يبعتها لي الاسم بقى المكتوب ده يتبدل يبقى اسمه هو. فتفتح الرساله او حد يجي له رساله هتلاقيها مكتوب اسمك انت، وبالتالي دي رساله ترحيبيه في الاول بنعرف الناس بنفسنا او بنرحب بيه او حاجه زي كده. ساعات بنكتب في الرساله دي بعض المعلومات، يعني ساعات اقول له كده اهلا بيك المنتج بتاعنا كذا، وحبه تفاصيل كده، حبه معلومات في الاول. المعلومات دي ساعات بتفيد العميل انه يفضل فاكر هي الرساله دي كانت بتاعت ايه؟ هو اصلا كان ايه الحوار؟ واحيانا بتساعدني انا كمودريتور ان انا لما الاقي الرساله اللي في الاول دي اعرف العميل بيكلمني على انهي منتج. لان انا ممكن اكون عارف في وقت معين خمس اعلانات لخمس كورسات مختلفه. فممكن ساعتها كورس السي شارب احط هنا سي شارب، كورس البايثون احط بايثون، كورس كذا احط كذا. فلما افتح الرساله دي اعرف العميل بيسال على انهي واحد فيهم. بعد كده باجي هنا في الاسئله بحط بقى ايه الاسئله العامه اللي اغلب العملاء تسالها. افكر كده من خبرتي اللي قبل كده اللي عملت على ايه؟ فهل مثلا السعر؟ فاقول له مثلا هنا ممكن اعرف السعر. هل مثلا التوصيل؟ فاقول له مثلا طريق التوصيل. هل مثلا بيسالوا على الضمان؟ فاكتب هنا مثلا مود الضمان. فكده يا جماعه العميل بتاعي داس على سند مسج، فتح له ده عنده اختيارات، هيقوم داس على واحد منهم، اي داس على اي واحده من دول تتبعت لي رساله. فاحنا ساعات بنسال العميل قوي ونحط له الاسئله اللي هو عايزها، واحيانا تانية بنعمل حركه لطيفه كده، احيانا بحط له سؤال انا عايز العميل يساله لي. يعني مثلا اغلب الشركات المنافسه عندها مثلا ضمان 3 شهور، انا عندي سنه. فممكن اقوم حاطط هنا السؤال بتاع مد ضمان، ليه؟ عشان يسالني فيعرف ان انا سنه، فيعرف ان انا جامد. او مثلا انا ابيع منتج معين وعندي عرض على قطعتين، فممكن احط هنا سؤال كده عرض القطعتين. فالعميل ايه ده، هو في عرض قطعتين؟ يدوس عليه فبعت له. فساعات بستغل ده عشان اخلي العميل بسال عليه، واحيانا تانية بحط سؤال لو انا نفسي ان العميل يساله لي، عشان دي ميزه قويه عندي. جميل، عملت انا الويلكم مسج دي خلاص، اقوم دايس هنا على سيف. حلو، بقت موجوده اهي يا جماعه. بعد كده عندي بقى الجزء بتاع الاودينس او الجمهور. بشكل بسيط انا عندي فيه اختيارين. اول حاجه اسمها سمارت اودينس. السمارت اودينس دول حبه حاجات كده الفيسبوك بيعملهم كانه اوتوماتيك. الفيسبوك كده هو اللي هيجيب لك الناس ويعمل اللي مش عارف ايه ويتظبط كل حاجه، حاجه سمارت كده ومالكش دعوه، احنا هنظبط لك الدنيا. كويس؟ وفي حاجه ثانيه ان انا ممكن من هنا او معدل الاودينس، معدل الجمهور بتاعي، دايس على دي وعامل ايديت عشان اعدل الجمهور بتاعي واحط انا جمهور تاني، انا عايز رجاله وعايز بنات، عايز سن من كام لكام، مكانهم فين، حبه حاجات زي كده. الحاجات دي يا جماعه كلها هنتكلم عنها واحنا بناخد في الادس مانجر ان شاء الله المره الجايه. يعني حتى هنا هو بيقول لك نصيحه، لو انت عايز ادفانس تارجتنج روح الادس مانجر ما تشتغلش من هنا. فاحنا بشكل بسيط يا جماعه المره الجايه ان شاء الله هناخد الحاجات دي بشكل ادفانسد، خطوه خطوه وكلمه كلمه وكل حاجه ان شاء الله بشكل محترف جدا ان شاء الله يعني. فمجرد بس من هنا بنعرف بس الدنيا عليهم ايه. كونفيرم. حلو. الحاجة التانية عندي حبة اوبشنز جانبية كده، زي مثلا ان انا اعمل الناس اللي عاملين لايك لصفحتي، فدول ممكن يكون ناس مهتمة قوي وبالتالي يبقوا ناس كويسة ويشتروا مني طبعا لايك. وممكن احيانا بروح للناس دي واصحابهم، لان غالبا اللي هم مهتمين اصحابهم غالبا في نفس الليفل في نفس الحاجات. مين اصحابهم دول؟ دول ناس ممكن يكون عاملهم فريند على الفيسبوك وكمان مهتمين ببعض قوي، فالفيسبوك يعرف ان غالبا ممكن يكون يفكروا في بعض. او ممكن تختار ناس عن طريق اللوكيشن بس بقى. انا مثلا صيدليه ببيع في مكان معين، فانا عايز اوصل لكل الناس في المكان ده،
اي حد في المكان ده ممكن يكون عميل محتوى عندي. جميل. ويا جماعه الاودينس هنتكلم عنها بالتفصيل، وطبعا عندنا جزء كبير جدا في الاودينس النهارده اتكلمنا فيها بس بشكل عام، واخدنا الاودينس في الباير بيرسونا. فاحنا يا جماعه بنطبق هنا الباير بيرسونا احنا عملناها. بعد كده الديوريشن بقى، انت عايز المده قد ايه؟ 7 ايام، 8 ايام، يوم كذا، يوم مش عارف ايه، حاجات زي كده. فكل ما تخلي يوم هتلاقيه هنا بيظبط لك لوحده الاند ديت، يخلص امتى. وده يا جماعه يعني بنسميه لعب اطفال كده. ان شاء الله في الادس مانجر المره الجايه ان شاء الله هناخد الحاجات دي باكيورسي اعلى من كده بشويه كتير. بعد كده الميزانيه، وعندك المؤشر لطيف، انت عايز تزود، انت عايز تقلل، انت عايز تعمل ايه، تصرف كام. فيعني حبه حاجات بسيطه كده، واعلى رقم هنا 2000 جنيه يعني ده اخرك غالبا يعني. كويس، لان هو متوقع اللي يعمل من هنا اكيد مش بيصرف رقم كبير، مش بيصرف 10000 ولا 20000 ولا مليون ولا الحاجات دي. كل الحاجات دي يا جماعه بتكون حاجات غالبا صغيره شويه. فنحط الميزانيه المناسبه عندنا. وطبعا خد بالك ده التوتال بادجت، يعني الفلوس دي هتقسم على الخمس ايام. بعد كده عندنا حاجه صغيره هنا اسمها بليسمنت. البليسمنت دي بنختار فيها الاماكن بتاعه عرض الاعلان. يعني ايه؟ يعني ببساطه دلوقتي يا جماعه الشركه الكبيره اللي حاليا بقى اسمها ميتافيرس، اللي كان اسمها قبل كده فيسبوك وبقى اسمها ميتافيرس، تمتلك كابلكيشن تمتلك أربعة كبار وحبة حاجات صغيرة بس. فيهم كده إيه؟ أربعة كبار. الأربعة الكبار دول هم فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، واتساب. فهنا أنا بختار الإعلان بتاعي يتعرض فين؟ هل يتعرض جوه فيسبوك ولا إنستجرام كان معاه ولا ماسنجر كان معاه؟ فأنا ممكن أختار أو أشيل مثلا إنستجرام، لا مش عايزه. لا أنا عايش الماسنجر، أنا عايش الكذا. طب دلوقتي يا جماعة سؤال مهم فكروا فيه كده وقولوا لي إيه الفكرة؟ احنا عارفين ان شركه ميتافيرس تمتلك فيسبوك، ماسنجر، انستجرام، واتساب، اربع حاجات. هنا احنا عندنا ثلاثه بس، ما عندناش الرابع. تفتكروا ليه واتساب مش موجود؟ ايه رايكم؟ تفتكروا ليه واتساب مش موجود كمكان لعرض الاعلان؟ دي يا جماعه اماكن عرض الاعلان. نعم، لان معظم الفيسبوك سوري الواتساب ما بينزلش عليه اعلانات. حلو. واتساب لغايه النهارده فعلا ما بينزلش عليه اي اعلانات نهائيا. طب احنا ساعات كده بيجي لنا اعلان بتاع عقارات، يعني ما اعرفش في حد فيكم قبل كده قبله اعلان عقارات بتاع واتساب ولا لا؟ يتبعت لك اعلان رساله كده. رساله جات لي. صح؟ الاعلانات دي اكيد بيختاروا الارقام عشوائي يعني. بالظبط كده، وبتكون يا جماعه رسائل مرسله بشكل سبام، يعني كان شخص بعت لك رساله، ده مش اعلان. ده مجرد حاجات سبام، زي كده لما يجي لك الرساله بتاعت الشركه الالمانيه لبيض الحشرات. جزء منهم كده سبام، العقارات جزء منهم كده حاجه بنسميها سبام، رسائل غير مرغوبه. فلغايه النهارده الواتساب ما عليهوش اعلانات. زي الايميل كده، الاصل فيه ما عليهوش اعلانات. كويس؟ يتبعت لك عليه اعلان بنسميه سبام وبيروح في الايميل الفولدر بتاع السبام. لغايه النهارده للاسف واتساب ما عملش فولدر سبام، مش عارف ليه الصراحه. بس اتمنى ان هو يعمله الصراحه. ماشي؟ لا هو انا مش فاهمه يعني، هو اللي بيبعت لي الاعلان ده هو جاب الداتا منين؟ ولا الواتساب فيه اصلا اوبشن زي كده ولا ايه بالظبط؟ لا الواتساب ما فيهوش كده، الداتا من الاخر كده بيسرقوا داتا. يعني ايه بيسرقوا داتا؟ يعني مثلا حضرتك مثلا مشتركه في نادي من النوادي، فيجي موظف من الاثنين دول يسرق الداتا بتاعه العملاء اللي مشتركين في النادي. فطالما الناس دي مشتركه في نادي بليفل عالي يبقى مستوى دخلهم عالي، فنبيع لهم شقه في عاصمه اداريه. حد مثلا راح اشترك في حاجه معينه، راح اشترى حاجه معينه، فمعلومات الناس بتتباع. جميل. طبعا يا جماعه الحاجات دي مش قانونيه والليجال ومش كويسه، بس السوق في مصر يعني، ومش في مصر بس على فكره، في العالم كله كله بيبيع لاي حاجه لا يعملها. وبالتالي لو انت رحت في اي مره لاي شركه تسويق، خد بالك قوي، تسويق عقاري بالذات تحديدا كده، اوعى تديهم رقم تليفونك. بيحصل مأساة لما تديهم رقم تليفونك، بتلاقي رقم تليفونك ده بقى مع نص مصر، وكل شويه حد بيكلمك ما تعرفوش، ابعت لك رساله واتساب وهكذا. فحاول على قد ما تقدر ما تديش حد رقم تليفونك. او في حته في الموضوع ده، لما تيجي مثلا حاجه تسويق عقاري على الفيسبوك عشان تخش عليه لازم تكتب رقم تليفون، يعني انت اصلا عشان تخش على الاعلان لازم تكتب رقم تليفون.
ده برضو من الاوبشن على الفيسبوك يعني. انا ده من الاوبشن اللي على الفيسبوك اللي احنا شفناها فوق كده، كان اسمها ليد، من ضمن الاوبشنز اللي هنا لما احنا شفناها هنا اللي هي كان اسمها جيت مور ليدز، فهو كولكت كونتاكت انفورميشن. اوكي. بس الميزه في حاجه زي كده ان العميل بنفسه هو اللي سيبنا رقمه، مش احنا اخذنا رقمه من حد تاني وعملنا له ازعاج. فلو في حد ساب لي رقمه انا حق اكلمه عادي، بس الاصل ان انا ما بيعش الداتا دي. انا اخذت رقم حد ساب لي رقمه انا كشركه انا، يبقى انا ما اديش الداتا دي لحد. بس طبعا زي ما قلنا السوق في مصر الدنيا يعني كوسه خالص يعني، فالدنيا اي حاجه شغاله. طيب بعد كده عندنا هنا حاجه اسمها بيكسل. البيكسل ده يعني هنذكر عنه نبذه سريعه كمان دقيقتين كده. وعندنا بقى يا جماعه البيمنت ميثود بتاعتنا او الفيزا اللي احنا بنشتغل بيها على النت. فدلوقتي ممكن احط فيزا، احط فيزتين، احط ثلاثه، بحيث الفيسبوك يسحب منها الفلوس. هل في حد من اللي معانا هنا محتاج ان انا اتكلم على الفيزا شويه او اوضح لكم حاجات في الفيزا متعلقه بالفيزا؟ عندكم اي سؤال بخصوص الفيزا في الاعلانات؟ يا ريت يا دكتور تكلمنا على موضوع الفيزا ده. ايه المشكله في الفيزا؟ لا يعني ساعات كده انا كنت متعود ان انا في كورسات بتكلم عن الفيزا وبتكلم نطلعها ازاي وبتكلم نطلعها من انهي بنوك ونستخدمها ازاي وحبه حاجات زي كده. وبعد كده لقيت ان في ناس في الكورس بتحضر معايا هم بقى لهم مثلا 10 سنين بيشتغلوا الفيز، فالكلام ده بالنسبه لهم معروف قوي. فابتديت ما اتكلمش عنه، لقيت في ناس ما تعرفوش، فانا بقى عندي مشكله مش عارف اتكلم عنه ولا ما اتكلمش عنه. يا ريت يا دكتور، يعني مثلا انا بحس ان هو في برغم ان انا بشتغل بعمل ادز وبتاع، بس بحس ان في حاجه مش مفهومه. يعني في فلوس فجاه واحده تلاقيها اتسحبت، وفجاه الثانيه تلاقي في فلوس ما اتسحبتش، وحاجات غريبه كده. فهل اللي حضرتك شايفه ان احنا نعمل فيزا بس للاعلانات ما لهاش علاقه بفيزتنا الشخصيه او الحساب بتاعنا او كده؟ ماشي. طيب اول حاجه يا جماعه بشكل عام لو احنا بنشتغل اعلانات بميزانيات صغيرة يفضل نعمل فيزا خاصة للإعلانات، كويس؟ لو احنا بنشتغل إعلانات بميزانيات كبيرة ساعتها مش تفرق كتير، لأن أنا كده كده الحساب بتاعي عشان أعمل إعلانات بميزانيات كبيرة دي لازم أصلا يكون فيه فلوس كتير. فأنا مثلا فرضا بعمل إعلانات مثلا في الشهر 100,000 ب 200,000، فكده كده لازم الحساب بتاعي يكون فيه الرقم ده أو أكتر منه. فمع جميع الحالات احنا بنحتاج يبقى عندنا فيز إعلانات أو فيزا فيها فلوس تكفي الشغل بتاعي. طيب الفيسبوك لما يجي يشتغل معانا بيحاسبنا ازاي او بيتعامل معانا ازاي في الاعلانات؟ ببساطه في نوعين من التعامل، النوعين دول هنطبقهم بعد عملي المره الجايه ان شاء الله. في نوع منهم هنسميه كده، وعارفين هنسميه بريبيد. يعني ايه بريبيد؟ يعني انت الاول بتشحن الحساب بتاعك بفلوس. فانا مثلا من الفيزا بتاعتي هاخد منها 1000 جنيه احطهم في الفيسبوك، فالفيسبوك ياخد الفلوس الاول. بعد ما اخد الفلوس يعمل لي يوم اعلانات لغايه ما تخلص. بعد كده اخد من الفيزا احط في الفيسبوك تاني يعمل لي يوم اعلانات لغايه ما تخلص، وهكذا. فهنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الترانزاكشن من البنك للفيسبوك بيحصل الاول، بعد ما يحصل اعمل اعلانات. فده اول نوع. النوع الثاني والاشهر واللي بيشتغل على اغلب الفيز اللي في مصر، نوع ثاني بنسميه مديونيه، بالعربي كده بنسميه مديونيه او بوست بيمنت. يعني ايه مديونيه؟ يعني الفيسبوك بيعمل لي اعلان الاول، بعد كده يروح حاسبني. فهو مثلا في الاول ولسه ما يعرفنيش، قلت له عايز اعمل كامبين، يعمل الكامبين، ادخل الفيزا بتاعتي عادي ويعمل الكامبين من غير ما يسحب فلوس من الفيزا لغايه ما يوصل لرقم معين. لما يوصل الرقم ده الليمت بتاعي، يروح الفيزا يسحب. فمثلا انا لسه في الاول ولسه بادئ بقول اعلانات، صباح الخير اعلانات، هلاقي الفيسبوك كل ما يصرف لي 20 جنيه يروح للفيزا بتاعتي يسحبهم. صرف 20 جنيه تاني يروح للفيزا يسحبهم، صرف 20 جنيه يروح للفيزا يسحبهم. الفيسبوك سحب منك كذا مره وانت كل مره تصرف معادك انت ملتزم، يعمل لك ايه؟ يعلي الليمت بتاعك، يقول لك انت بقى ليك ليمت 50. لو بسأل على حاجه ما سمعتش سؤال، ليك ليمت 50 بتسدد في ميعادك، يقول لك انت الليمت بتاعك 100، الليمت بتاعك 1000 2000 5000 10000 15000.
فطول ما انت شغال وبتسدد في ميعادك الفيسبوك بيزود لك الحد الائتماني بتاعك. الموضوع بالظبط يا جماعه عامل زي البنوك، لما تروح تاخد كارد البنك ممكن يدي لك كارد كام وتشتغل بيه على حسب بقى الهيستوري بتاعك. انت قبل كده لما خدت قروض كنت بتسدد في ميعادك؟ كنت ملتزم ولا لا؟ فكل ما تكون ملتزم يفتح لك اكتر، كل ما تكون مش ملتزم يضيق عليك ويفتح لك اقل. فساعات كتير بيحصل مع الناس لخبطه في الحته دي بالذات. ايه اللخبطه في الحته دي؟ مثلا لو انا الحد بتاعي 1000 جنيه ده الليميت، يعني الفيسبوك بيحسبني لما يوصل الانفاق بتاعي على الحملات ل 1000 جنيه. ساعات بكون انا بعمل حملات اعلانيه ب 800 جنيه مثلا، فانا كده ما وصلتش الليميت صح؟ فالفيسبوك لسه مستني ما يسحبش مني الفلوس، عليا 800 جنيه بس لسه ما اسحبهمش. بعد فتره قمت انا عامل اعلانات ب 200 جنيه، فانا عملت اعلان ب 200 جنيه الاقي الفيسبوك مره واحده سحب مني 1000. هو ليه سحب 1000؟ لان انا اصلا كان عليا 800 ما اتسحبتش. فدايما دي الحته اللي بتلوط الناس. الحاجه الثانيه ان الليميت ده مع الوقت بيزيد، ففي حد متعود ان الفيسبوك بيسحب منه كل ما يوصل 1000 جنيه، مره واحده اتفاجئ ده انا اتسحب مني 2000 جنيه مش 1000 جنيه زي كل مره. ليه؟ لان انت شاطر وبتسدد في ميعادك فالليميت ده 2000 بشكل بسيط. طب اتسحب مننا كام وعلينا كام وفضلنا كام ومعدل الصرف بتاعنا والبادجت وكل الكلام ده هل نقدر نشوفه؟ طبعا. المره الجايه ان شاء الله او قدام شويه في الكورس يعني هنقدر بالظبط نعرف احنا حاطين ميزانيه كام بالظبط، هتتصرف ازاي، تقسيمتها على ايام ايه، احنا لغايه النهارده الفيسبوك عامل لنا مديونيه بكام، اللي بتاعنا بكام، واحنا صرفنا منها كام، والفيسبوك هيسحب مننا كام وامتى. في موضوع الفلوس ده يا جماعه الفيسبوك حاطط تقارير بكل حاجه بكل التفاصيل، وهناخدها ان شاء الله بالتفصيل. فلما تيجي تشتغل في اي شركه هتلاقي نفسك عارف تحديدا كل حاجه بالظبط كفلوس اتصرفت فين واتصرفت ازاي وكل حاجه. كويس؟ وطبعا يا جماعه التركيز في الفلوس والصرف بيفرق معانا جدا جدا كل ما نكون شغالين في شركات اكبر او في بيزنس اكبر. يعني ببساطه لو في حد بيعمل اعاد مثلا 100 جنيه في اليوم فكان في فرق في الحساب 10 جنيه مش قصه قوي. لكن لو بتعمل اعاد مليون جنيه وفي فرق في الحساب 200,000 مش عارفين راحوا فين، دي مصيبه يعني. فدايما يا جماعه هنتعلم مع بعض ازاي نركز في الارقام دي وازاي نعرف نحسب كل حاجه من دول بالظبط. لو في حد مننا عنده فيزا ممكن يشتغل بيها على طول. لو حابب تطلع فيزا خاصه بالاعلانات عندك حاليا ثلاث اماكن في مصر كويسين كفيزا اعلانات. وبتكلم فيزا اعلانات يعني ايه؟ فيزا بنسميها بريبت كارد، دي فيزا بتطلع بطاقه بس من غير ورق بقى ولا مفردات مرتب ولا حاجه كتير كتير زي كده، وبكون فيزا سهله قوي تطلع في ساعتها يعني يا اما وانت واقف يا اما في خلال اسبوع، بنسميها بريبيت كارد او فيزا مدفوعه مسبقا. الثلاث اماكن الكويسين اللي في مصر عندنا اول حاجه خالص بنك اسمه يونايتد بنك، هو بنك او مصرف متحد، هو بنك مش من البنوك المشهوره بس هو مشهور شويه في الناس اللي بتشتغل ديجيتال ماركتنج، مشهور قوي في وسطهم لانه من اكتر البنوك اللي تعاملها سهل والدنيا فيها في الاعلانات سهله، فده من البنوك الكويسه حتى الان. الحاجه الثانيه يا جماعه عندنا البريد المصري، البريد المصري حاليا عامل فيزا جديده اونلاين للشغل الاونلاين، مش فاكر بس اسمها ايه قوي بس عامل فيزا جديده اسم للشغل الاونلاين، فممكن تروح مكتب البريد تطلعها من عنده. الحاجه الثالثه يا جماعه البنك الاهلي عامل برضو فيزا كويسه بريبيت للشغل اونلاين. اهم حاجه في اي مكان من دول او اي بنك تاني انت عايزه عايز تطلع منه فيزا خاصه بالانترنت لازم تعمل ايه؟ وانت هناك بتطلع الفيزا لازم تتاكد من راجل خدمه العملاء اللي بيكلمك ان انت معلش هتاخد البنك الثالث ايه؟ البنك الاهلي. اوكي شكرا. ماشي؟ لازم تتاكد ان الفيزا اللي انت بتطلعها دي تنفع للشغل اونلاين. خد بالك في فيز كتير اشهرهم حاليا فيزا ميزا، ماشي؟ خد بالك قوي من موضوع ميزا، في انواع كتير من الفيزا بتاعت ميزا ما بتشتغلش اونلاين، تشتغل مشتريات بس، يعني تروح كارفور تشتري بيها عادي، تدخلها في اي موقع اونلاين او الفيسبوك ما اشتغلش. فوانت بتطلع فيزا لازم تاكد على الموظف اللي بيطلع هو بيعمل لك ابلكيشن ان انت عايز الفيزا دي تنفع للسحب الاونلاين،
فساعتها هيوافق لك عليها عادي وهيديلك عادي. ساعات كتير هيجي يسالك موظف البنك مثلا يقول لك هو انت بتشتغل ايه او انت هتعمل بيها ايه او حاجات زي كده. يفضل ما تقولوش هعمل بيها اعلانات، يفضل، عشان ممكن لو انت بدات في الاول هيدخلك في قصه كده ورق شركه وقصه كبيره كده. فيفضل في الاول ما تقولوش اعلانات، عايز اشتري بيها حاجات اونلاين او عايز اعمل حاجات اونلاين. كويس. بعد كده اشتغلت شغل بسيط بفلوس بسيطه، الدنيا معاك سهله قوي، ربنا كرمك والشغل معاك كبر، ساعتها تحتاج ان انت تروح بقى سجل بقى شهر، سجل بقى سجل تجاري وتضريبيه والكلام ده، ويبقى عندك بقى حساب شركات وحبه حاجات زي كده تمشي قانوني. ففي الاول لو انت لسه بتجرب وبتاع والدنيا لسه في 100 200 500 جنيه وحاجات زي كده، الدنيا معاك عادي، وطلع فيزا واشتغل بيها زي الفل عادي والدنيا بسيطه. ماشي يا جماعه؟ حد تاني عنده اي سؤال متعلق بالفيزا؟ لا يا دكتور، بس هو سؤال متعلق بالشغل الاونلاين. يعني مثلا انا على جنب كده عندي سمول بزنس بعمله، ان انا بعمل ورش فنيه كل شهر وبتاع، وهي بتبقى ورشه بجد، يعني انا لو صرفت عليها ادز في 1000 جنيه فهي بتجيب لي 1000 جنيه ربح بس. هل بقى في ناس بقى بتقول لي ان انا المفروض اروح اسجلها والمفروض اعمل ورق قانوني ومش عارفه مين، وهخش في حوارات كده، انا اساسا في شهر بشتغل وفي شهر ما بشتغلش، فهل نعمل كده ولا ما نعملش كده؟ بصي انا هقول لك حاجتين، الحاجه الرسميه والحاجه الغير رسميه. رسميا رسميا اي حد في مصر عنده اي شغل بيعمل اي حاجه بيجيب له ربع جنيه لازم يروح يسجل رسميا كده. كويس، ده الكلام الرسمي. واقعيا الناس اللي بتكون شغاله في حجم صغير لغايه النهارده ما بتسجلش، شغاله كده وخلاص، حجم اكبر شويه بيروح يسجل. فده من الاخر الكلام الرسمي والكلام الغير رسمي اللي الناس بتعمله فعلا. بس انا ما اقدرش اقول لكم انا شخصيا رايي ايه يا محمد، يعني ما اقدرش اقول لكم رايي بتاعي، بس انا بقول لكم الواقع اللي بيحصل فيه. زي الفل. اوكي ماشي. حد يا جماعه عنده تاني اي سؤال في اي حاجه خلال النهارده؟ طيب احنا ان شاء الله يا جماعه السيشن الجايه ميعادنا زي ما احنا كده الساعه 2، ودايما يا جماعه زي النهارده كده احنا بنبدا ميعادنا 2 شرب، فاعمل حسابك الساعه 2 حرفيا بالظبط تبقى فاتح، عشان ان شاء الله بنبدا على طول وبنبدا نشرح على طول، عشان انا ما احبش ان احنا نحاسب الناس اللي جت بدري ويفضلوا مستنيين. كويس. والحاجات يا جماعه اللي انتوا خدتوها دي هبعتها لكم ان شاء الله على الجروب، وكل واحد فيكم يطبق بس الحاجات البسيطه اللي احنا خدناها ويبعتها لي يا جماعه على الواتساب على الخاص. جميل. الحاجه الثانيه يا جماعه، اول ما ابعت لكم الرقم بتاعي على الجروب او الحاجات اللي بعتها لكم دي اللي احنا خدناها دي، اول ما ابعتها لكم يا ريت كل حد يبعت لي رساله صغيره على الخاص فيها اسمه والمجال بتاعه، عشان بس اسجلكم معايا، بحيث بعد كده لو انت بعت لي اي سؤال ابقى عارف السؤال ده من حد معايا في التيم هنا، فافتحه بسرعه عشان نرد عليك لو عندك اي مشكله او حاجه واقف معاك في اي حاجه في التطبيق العملي بتاعنا ان شاء الله. ماشي. ما تنسوش يا جماعه تبعتوا لي كده. اوكي. حد تاني عنده اي سؤال؟ يلا اشوفكم ان شاء الله يا جماعه المره الجايه على خير، نورتونا الحبه الحلوين دول. شكرا. سلام يا جماعه. شكرا لحضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك. شكرا يا دكتور.